اهلا بحضراتكم من جديد. يعني قبل ما ناخد احصائيات وجرافيك هذه المباراه، عايز اقول لكم طبعا ان كل العالم عارف ان لوكا مودريتش النجم الكرواتي وقائد المنتخب الكرواتي خد احسن لاعب في العالم بالامس، وده كان قبله فالفيردي المدرب البرشلوني، المدرب الكبير مدرب برشلونه، قبل يعني تصريحات كانت غريبة جدا، بس يعني ممكن ان احنا نقول ان هو عنده حق كبير جدا. قال ان هذه البطولة لازم تبقى، او هذه الكأس لازم تبقى من نصيب ميسي، ووصف ان لوكا مودريتش خد احسن لاعب ان هي كارثة وفضيحة. ده تصريح فالفيردي، كان تصريح يعني الناس استغربت كتير جدا من هذا التصريح، لكن بصراحة ما ينفعش يبقى كريستيانو موجود وميسي موجود وأي لاعب في الدنيا ياخد جائزة أحسن لاعب، لكن خلاص اختيارات الاتحاد الدولي ومبروك لمودريتش، ونخلي بقى عندها روح رياضية يا فالفيردي. تعالوا بسرعة ناخد إحصائيات هذه المباراة عشان نرجع نتكلم بسرعة مع ضيوفنا الكرام عن هذه المباراة بالتفاصيل الفنية. ده جدول ترتيب الدوري، الزمالك في المقدمة برصيد 32 نقطة، لعب 13 مباراة، لسه مباجلات كتير. النادي الأهلي بيراميدز 26 نقطة، ومصر المقاصة 26 نقطة، الإنتاج الحربي في المركز الرابع 23 نقطة من 16 مباراة، المقاولون العرب 14 نقطة من 20 مباراة، وسموحة 20 في المركز السادس، الاتحاد السكندري في المركز السابع 19 نقطة، وطلائع الجيش في المركز الثامن 18 نقطة، وحرس الحدود في المركز التاسع 18 نقطة. الداخلية في المركز ال11 برصيد 16 آسف المصري البورسعيدي 10 المركز العاشر برصيد 16 نقطة، الداخلية 11 برصيد 16 نقطة، والمركز ال12 النجوم 16 نقطة، وادي دجلة 13 16 نقطة، شوفوا من 10 ل 15 نقطة واحدة بس من المركز العاشر المركز ال 15. النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله يكسب هينط مراكز كبيرة جدا. الجونة في المركز ال 14 16 نقطة، بتروجيت في المركز ال 15 15 نقطة، والأهلي في المركز 16 14 نقطة. تخيلوا من 8 مباريات 14 نقطة، لسه طبعا مؤجلات كتيرة جدا قلنا مش هنتكلم عليها، خلينا نتكلم على ماتش بماتشو. 17 إمبي لعب 15 مباراة عنده 14 نقطة، والإسماعيلي في المركز ال 18 برصيد 13 نقطة، الإسماعيلي عليه علامات استفهام كبيرة جدا. دي قائمة الهدافين، يوسف أوباما الزمالك 6 أهداف، ورجب الإنتاج الحربي 6 أهداف، ونضاي دجلة 6 أهداف، وكينو 6 أهداف، وجون أنتوي 6 أهداف. محمود علاء، احنا يعني ماشي محمود علاء 8 اهداف، ده طبعا هداف الدوري لغايه دلوقتي، وحسام باولو 7 اهداف، المفروض ان احنا كنا عكسنا يعني ماشي. الداخليه شملس بيكلي بتروجيت 7 اهداف، احمد علي المقاولون العرب 7 اهداف، ومحمود كهربا الزمالك 6 اهداف. ده مشوار الاهلي في بطوله الدوري، الاهلي كان قابل الاسماعيلي 1-1، الاهلي والمصري الاهلي تفوق 2-0، الاهلي ودجله 1-0، الاهلي حرس الحدود الاهلي 2-0، الاهلي والانتاج 0-0. ده كان اول خساره للاهلي 4-3 من الاتحاد السكندري، والاهلي والمقاولين خساره من المقاولين العرب 0-1، والاهلي وبتروجيت 1-0، وان شاء الله نكمل سلسله انتصاراتنا باذن الله النهارده على الجونه. مشوار الجونه في الدوري، جونه وانبي 1-1، طلائع الجيش كسب الجونه 5-0، الجونه وسموحه 1-1، المقاولون العرب والجونه خسر الجونه 4-2 من المقاولين، والزمالك والجونه 3-0. الجونة والمصري خسر أيضا 1-0-1، ودجلة والجونة تفوق الجونة 3-1، الجونة وحرس الحدود 1-1، والإنتاج الحربي والجونة 0-0، والجونة والداخلية الجونة تفوق 3-2. بيراميدز والجونة 1-1، بتروجيت والجونة، الجونة برضو يعني كسبانة مباريات وفرق كبيرة 2-1 على بتروجيت، الاتحاد السكندري والجونة 2-1، الجونة ومصر المقاصة 0-0، والنجوم والجونة 0-0. دي تاريخ مواجهات الاهلي والجونه، لعب 11 مباراه، فاز في 6 مباريات، تعادل في 4 مباريات، هزيمه مباراه واحده، له 14 هدف وعليه 5 اهداف. ده الاهلي اول واخر مباراه بين الاهلي والجونه، اول مباراه بين الفريقين كانت 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الاهلي 1-0، واخر مباراه كانت 20 يوليو 2015 وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1.
عارفين جونا كان نزل وطلع تاني. احرز اول اهداف الاهلي فرانسيس، واحرز اخر اهدافه اسلام محارب. احرز اول هدف للجونه شريف اشرف، واخر اهداف الجونه كان اسلام رشدي. دي هداف الاهلي او هداف الاهلي والجونه، عماد متعب النجم الكبير 3 اهداف، والسيد حمدي هدفين، شهاب الدين احمد هدفين، 7 لاعبين لكل منهم هدف واحد، و5 لاعبين لكل منهم هدف واحد. ده الاهلي اكبر فوز للاهلي على الجونه كان 4-1 مره واحده، و2-0 مرتين، والفوز الوحيد للجونه كان 1-0. دي قائمه المباراه طبعا الهنا الزميل العزيز كريم احمد، لكن افكركم بيها تاني. شريف اكرامي ولطفي وكوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف، كوليبالي بيدخل القائمه تاني، احمد علاء وهاني وكريم ندفد وباسم علي وهشام محمد وليد سليمان والسليه ومؤمن زكريا، احمد الشيخ، اسلام محارب، ميدو جابر، ناصر ماهر، احمد حمدي، مروان محسن، ووليد ازارو. قائمة فيها أسماء كبيرة جدا وفيها أسماء مهمة جدا، هنتكلم عن هذه المباراة بالتفاصيل الفنية الكاملة بعد الفاصل، بعد ما ضيوفنا الكرام يشرفونا، الكابتن الكبير نجم مصر ونجم النادي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم، والكابتن الكبير الكابتن محمد حشيش، والكابتن الكبير كابتن أسامة حسني، هنشوفهم بعد هذا الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. مباراه مهمه جدا زي ما اتكلمت مع حضراتكم، الاهلي والجونه. خلاص ما عادش في حاجه سهله. قلنا قبل كده مع ضيوف الكرام، قلنا ان في مباريات اللي كان زمان بقى مباريات سهله، الكلام ده اتغير والثقافه اتغيرت وثقافه المدربين اتغيرت وثقافه اللعيبه كمان اتغيرت. ما عادش في خوف من الاهلي والزمالك زي الاول، عشان كده كل المباريات اللي الاهلي بيلعبها صعبه جدا، وان شاء الله الاهلي يفرحنا النهارده. رحب بضيوف الكرام ونرجع نتكلم في التفاصيل الفنيه. الكابتن الكبير كابتن شريف عبد المنعم، منور الدنيا كابتن. كابتن ميدو انت منور يا كابتن ميدو. ايه الشياكه دي؟ الشياكه عندك اقل حاجه عندك. ترابولتا معانا. كابتن الكبير كابتن حمدي يا برود، منور الدنيا كابتن. محمد حشيش انا اسف، انت دايما انا دايما بتلخبط فيك انت، مع انه شكله حاجه ثانيه. دايما الكابتن حمدي حاجه ثانيه برضه، لما يكون معايا اقول له كابتن محمد حشيش وكابتن حمدي بتلخبط في التقديم. اللي انا لعبنا مع بعض، لعبنا مع بعض كتير. كابتن محمد حشيش ازيك يا ميدو؟ عامل ايه؟ الله يخليك. وانت بقى اخوات بقى؟ مش طبعا طبعا طبعا. وسام حسن لابس بدله معايا وبتاع. ازيك يا نور الدنيا؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ سعيد طبعا ان انا موجود مع الكابتن شريف والكابتن حشيش النهارده، يعني كباتننا الكبار. طبعا الحمد لله على سلامة الكابتن بيبو. ولازم طبعا نطمن الناس زي ما احنا متعودين، نطمن الناس على سلامته. كانت في صوره طبعا كده كلنا اتخضينا، خاسس قوي، طمنا عليه. لا الحمد لله الكابتن يعني رجع سلامة الله وموجود، والصوره اللي انتشرت يعني ان هو كان خاسس فيها ده بعد العمليه، يعني كان طبيعي حصل له امساك بعد العمليه وكان طبيعي عشان البنج، فكان يعني سوائل بس بعد العمليه، لكن الحمد لله الامور دلوقتي كويسه بفضل الله والدنيا كلها يعني كويسه الحمد لله. يعني الحمد لله طمن الناس. لا الحمد لله. هيرجع امتى النادي باذن الله؟ يعني ان شاء الله يعني خلال ممكن كام يوم يكون موجود على طول، يعني ان شاء الله يكون في عون ان شاء الله يستأنف العمل بقى في ملفات يعني. كثيره جدا مستنيها كابتن ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك شريف. مباراه احنا قلنا مفيش مباريات سهله خلاص. اهلي وجونه، والاهلي محقق مكسب بتروجيت كنا محتاجينه جدا جدا، محتاجين ان احنا نواصل سلسله انتصارات. هبدا معاك بسؤال بعيد شويه، متخوف من ايه النهارده؟ من عدم تكرار الثلاث نقاط. يعني متخوف من ايه؟ احنا كل يوم واحد بيحجز سرير لنفسه في المستشفى بتاع 7 شهور، واللعيبه اللي هي مهمه كمان هي اللي بتتساقط. يعني الشتاء داخل علينا، فانت محتاج خلاص بقى بقيت بين قوسين. الشباب زي نيدفيد والناس دي ومحتاج الحركه الدائبه وسط الفريق، محتاج التدوير جوه الفريق. ان نجحت انك تدور اللعيبه اللي موجوده المتاحه عندك انت بامكانياتها بتعليمات ايه المطلوب منها من خلال ال 90 دقيقه. على فكره يعني احنا خلاص بقينا بنقسم المباراه على فترات، ال 20 دقيقة الأولانيين، ال 35 دقيقة، نهاية الشوط الأولاني شكله يبقى عامل إزاي، بداية الشوط الثاني مع تشكيل مع تقييم من الأداء اللي كان حاصل في الشوط الأولاني، مع العناصر اللي أنت بتفكر فيها في التدعيم في راحة اللعيبة كمان. وأنا كنت كلمت معاك في المباراة اللي فاتت إن وليد سليمان في حالة إرهاق فظيعة فعلا، وكنا بنطلب منه إن هو يريحه. هو قدره بقى، قدره الفترة دي، هو قدره الفترة دي انه يخاف يستغنى عن اي بالزبط. حد في ايده ويقدر يعمله الفارق في اي لحظة بالظبط. انما عدم التخوف من اي شيء، هي خلاص احنا بقينا بيت امرين او اكثر، ان احنا بين التوفيق وعدم التوفيق. انما لعيبتك لو عملوا زي كريم نيدفيد كشف الفرقة على فكرة، بقى بيتحرك يا حشيش واسامة وميدو بيتحرك جامد جدا. فاحنا مش مطلوب مننا حاجة النهاردة غير العمل بالمثل، التحرك داخل الملعب بتتيح للراجل اللي معاه الكوره ان هو يبقى عنده فرصه كبيره قوي ان هو ينقل الملعب، ونقدر نروح الناحيه الثانيه ونقدر نحرز اهداف. صح. اخر حاجه عايز اقولها دلوقتي في التقديمه يعني اللي حضرتك سالتني عليها دي، ان لازم بقى ازارو يوفق في انهاء الهجمه بكل قوه. يعني يكون عنده قوه، وهو ما بيعمل كده على فكره، الصعبه بنقول بيجيبها والسهله ما بيجيبهاش. هو يفكر بس النهارده باذن الله مع بعيد اللعيبه ان هم جوه ال 18 انهاء الهجمه بكل قوتهم باذن الله، عشان هدف والتاني هنريح الفرقه، هتعرف اللي انت شاك فيها. اكيد اكيد كابتن حشيش، المباراه اللي فاتت كان فيه برضو صعوبه ومصدقنا جبنا جون وقلقانين لاخر ثانيه، برضو متخوف من ايه؟ شايف المباراه ازاي؟ مباراه صعبه مباراه سهله؟ شايفها ازاي؟ قول لي. شوف، هو طبعا يعني صعوبه المباراه ان انت بتلعب تحت ضغط، والضغط ده عمره ما هينتهي لغايه ما تخلص على الاقل المؤجلات بتاعتك. انت صعبتها برضو اكتر، او الظروف صعبتها اكتر بخساره المقاولين العرب، فابتديت في المؤجلات تنقص نقط. القصه دي بتخليك تحت
ضغط زياده. احنا عايزين المرحله دي بما فيها من لخبطه وتغيير اجهزه، لان اللعيبه طبعا بتسمع سوشيال ميديا وتسمع من ناس وكذا زينا زيهم ان في جهاز فلاني جاي، لا ده مش عارف ايه، لا اللعيبه دي جايه، لا في تدعيمات، في كلام كتير وفي ضغط عصبي على اللعيبه. احنا اتفقنا ان الفتره اللي جايه دي او المؤجلات دي كلها ماتشات كاس، ما ينفعش ان انت تخسر. عشان كده المباريات صعبه، مش مطلوب منك على الاقل، في انا في رايي يعني الشخصي على الاقل في المؤجلات دي ان انت تلعب كوره. انت مطلوب منك انك تكسب الثلاثه بونت. تكسبه ازاي بقى كابتن شريف وكابتن اسامه؟ بالجدعنه، بالروح، لو في روح جامده قوي والناس عايزه تكسب، زي ما كابتن شريف بيقول هتلاقيك انت عايز تفضي مساحات وعايز تقرب من زميلك تساعده وعايز تغطي على زميلك وعايز تقاوم التعب اللي انت فيه والاجهاد اللي انت فيه، سواء كنت مجهد او انت ناقص فتنس مباريات، كل الكلام ده هتتغلب عليه بالروح. عايز مباراة رجالة ومباراة لعيبة هي في القصة كده دلوقتي يا ميدو. استحالة النادي الاهلي خلال الفترة دي لغاية يناير، لغاية ما الجهاز الجديد يمسك ولغاية ما التدعيمات تيجي، انت مطالب من يعني الجمهور ان انت عايز تلعب، لا لا خالص، الجمهور عارف الظروف بس بيقول لك برضو انا بساعدك وانت ساعدني ان انا اساعدك زيادة ان انت تكسب. تكسب ازاي؟ مش مشكله، ما في فرق كتيره جدا في الدوري يا شريف، بقول لك عشيش بتكسب كده بال وانا بضم صوتي ليك. انا بضم صوتي ليك لو المستشفى رجعت تاني واللعيبه رجعوا تاني وبنفس الجهاز اللي عندك ده بالزبط. وتوفقت تريد تحصد في الارقام وتحصد بتاع هتمشي. اعتقد ان انت هتمشي الحكايه ونبقى نشوف بقى السنه الجايه يحلها الف حلاه. يعني انت فاهم ازاي؟ انا فاهم. فيعني هي القصه دلوقتي مش مساله انا من ناحيه فاهم الظروف اللي احنا كده الحمد لله برضه فوق كل مش مساله كوره، مساله ان انت تكسب والمكسب بيجيب مكسب. بالظبط انا بتفق معاك. صعوبه برضه النهارده برضه للمباراه ان انت عندك المباراه الاولانيه اللي رجعت فيها بعد افريقيا وبطوله عربيه خسرت فيها في الدوري. فالمباراه اللي فاتت اللي بعدها اللي هي تاني مباراه في المؤجلات انت كسبت وما عززتش الهدف. بالظبط وكسبت بصعوبه فلسه الناس الثقه يعني لسه ما رجعتش. انت عايز تكسب النهارده ان شاء الله وتكسب يعني بسكور عشان خلاص تنسي الناس بقى ان الاهلي خلاص بيكسب، لا ده احنا النهارده واحد، لا رجعنا زي الاول. انت نازل النهارده الفرقه الفلانيه هتفرمها هتكسب سواء في البدايه او لغايه اخر دقيقه زي الاول. لازم تغير المفهوم ده بالسكور. وزي ما بقول لك السكور مش لازم الحلو بقى، اللعب الحلو واللي مش عارف طريقه كذا، لا هي جدعنه وروح، سواء الناس كلها اللي موجوده واحد، اللعيبه كمان عندها، اللعيبه الكبار اللي هم عناصر اساسيه زي وليد، انت ما عندكش الظروف اللي انت تسمح لك ان انت تقول طب نريحش وليد لازم هتلعب. فده ضغط برضه بالظبط تاني. فانت لازم الفرقه بقى كلها تفوق عشان حتى الجهاز يبتدي لو عايز يريح وليد ماتش، مش يريحه خالص يعني، خليه مثلا على الدكه ينزله على حسب الظروف يقدر يعمل الكلام ده، انما انت دلوقتي مش قادر تعمل الكلام ده. الماتش ده ان شاء الله باذن الله بدايه بقى للفوقان اللي احنا بنسميه الفوقان. يا رب ان شاء الله. يعني كابتن اسامه فتره صعبه فعلا، اتكلمنا قبل كده في ظروف خارجيه محيطه بالنادي الاهلي، ظروف اصابات، محمد يوسف بيتولى مسؤوليه فنيه تاني مباراه ليه، ضغط عصبي جدا عليه، وسيد عبد الحفيظ كمان بيحاول يلم الاوراق، عايزين يعيدوا الثقه تاني، عايزين يرجعوا سلسله الاتصالات تاني، عايزين يرضوا الجماهير تاني. فتره صعبه لكن الاهلي دايما معودنا ان هو بيقف بسرعه جدا. خلينا نتفق يا كابتن ميدو ان احنا قلنا شهر 12 ده شهر مهم جدا، شهر فيه ست مباريات دوري، الحمد لله انتهى منهم اول مباراه كانت امام بتروجيت، النادي الاهلي قدر ياخد فيهم الثلاث نقاط. قلنا مش مهم الاداء خلال الفتره دي، اللي هيرجع الثقه للعيبه والجهاز الفني هو المكسب، وقد كان في مباراه بتروجيت برغم من الاداء وكان فيه اخطاء لكن كان الدور الاهم هو وجود المكسب. تمام. والحمد لله المكسب تحس ان اللعيبه كده يعني ان شاء الله يعني هتلاقي الثقه رجعت للعيبه والجهاز في خلال مباراه الجونه النهارده. وزي ما بقول لك هي محطه مهمه شهر 12، ازاي كل مباراه بتعتبرها مباراه نهائي كاس، فانت لازم كل مباراه بتدخلها عايز 3 بونت منها. ده اللي هيخليك يديك تواصل ان شاء الله لما تروح شهر 1 ويبقى عندك التدعيمات اللي هيتم ان شاء الله تدعيمها للفريق، برغم ان احنا برضو كلنا ثقه في كل اللعيبه اللي موجوده،
ما فيش احسن لعيبه موجوده في مصر، حتى اللعيبه اللي قاعده على دكه غير موجوده في النادي الاهلي. ده ظاهر النهارده لما بنشوف احمد الشيخ غياب فتره يدخل براتجن، ما شاء الله بيأدي بشكل كويس جدا وهو بيحرز هدف الفوز. كريم نيدفيد، شوف هشام محمد بيغيب فترات ويرجع بالزبط. هي لعيبه النادي الاهلي هي لعيبه مميزه، لكن ماهر. هو عنصر الثقه ناصر ماهر عنصر الثقه هو اللي كان غايب عن اللعيبه خلال فتره فاتت، فالنهارده المكسب هو اللي هيرجع الثقه تاني للعيبه. لكن انا عندي تساؤل النهارده في مباراه النهارده مهمه جدا، فين جمهور النادي الاهلي؟ يعني انا نفسي كل الناس في الاستوديوهات تناقش القضيه دي، كله بيتكلم في فنيات، كله بيتكلم في مدربين، كله بيتكلم في انتقالات، طب فين جمهور النادي الاهلي؟ ما زال النادي الاهلي بيدفع ضريبه التمسك مبادئه، النهارده ما فيش جمهور للنادي الاهلي. انا مسميه دوري الجمعيه العموميه. يعني ايه النهارده اقول الجمعيه العموميه اللي تحضر بس؟ ليه؟ ما يعني احنا النهارده المفروض بناخد خطوه للامام ولا بنرجع للخلف دور؟ زي برضو ما بتلاقي تصريحات مسؤول في اتحاد الكوره يقول لك انا نفسي فريق ياخد الدوري وفريق تاني ما ياخدش الدوري. ما زلنا برضو في تخبط في المنظومه. احنا عايزين نرتقي بمنظومه كره القدم علشان تبقى منظومه النهارده سلعه، عندك سلعه المفروض تغليها وسلعه تكبرها وسلعه تسوقها، لازم يبقى عندك تنظيم اكبر من كده. بكره هيبقى في مباراه الزمالك والمصري، الفريقين لهم جماهير، يا ترى هيحضر جماهير ما هنا وجماهير ما هنا ولا يكون في جماهير متواجده؟ نفس الكلام شفنا مباراه الزمالك الداخليه في جماهير بعدد كبير، طب فين جمهور النادي الاهلي؟ جمهور النادي الاهلي جزء منه الجماهير العموميه، لكن جمهور النادي الاهلي اللي هو السند الحقيقي لفريق النادي الاهلي لازم يكون متواجد في المباريات. شفنا 500 حضروا في مباريات الاهلي وبتروجيت، كان لهم اثر كبير في المباراه، كان لهم اثر كبير. انت عارف انا والله العظيم من ساعه ما قلت مفيش جمهور اصلا وانا مش مصدق. انا عايز بس نشوف كريم احمد هل في جمهور ولا مفيش جماهير؟ فاضي عايزين نتاكد بس من يعني تواصلوا مع كريم احمد كريم كده عشان نعرف مش مكتب خبر في جماهير بصراحه. في جماهير جماهير جماعه عموميه ولا جماهير ما نعرفش العدد كامل مسموح بيه. اصل احنا عايزين نقول حاجه يا جماعه، 1500 جماهير النادي الاهلي الحقيقه مش هي الجمعيه العموميه بتاعته، قضايا الجمعيه العموميه لا ده جزء اصيل طبعا يعني الجمعيه. انا اقصد ان ده منتمي للنادي الاهلي جوه النادي وعايش في النادي، انما الناس اللي منتميه للنادي الاهلي وهي بره بعيد في اخر الدنيا اللي بتحب تروح الاستاد وتشجع يعني في ناس حياتها في الاستاد طبعا ما ينفعش يتفرج طبعا. على يا ريت النادي الاهلي من يا ريت بس الناس في الاعداد يكلموا لنا كريم احمد نشوف يعني هل في عدد متواجد من الجماهير، والنهارده سمح للجماهير النادي الاهلي يكون موجوده، يا ريت ده يكون معانا. لكن يا كابتن ميدو النهارده طبعا مباراه مهمه، فريق الجونه داخل بمدرب جديد الكابتن حماده الصدقي، يعني نتمنى له ان شاء الله التوفيق. بس بعد مباراه النادي الاهلي كان هنا ملعب الاهلي وشنا حلو عليه ان هو يتولى قياده فريق الجونه. فريق الجونه عامل فريق كويس من بدايه الموسم، عاملين عناصر كويسه، عناصر ما بين عناصر خبره وعناصر شباب. بيفتقد النهارده طبعا لثلاثي مهم جدا فريق الجونه زي احمد عيد عبد الملك، زي محمود الشبراوي، ومن اللعيبه المميزه جدا. استنى بس يا كابتن اسامه، اصل انت موضوع الجماهير ده ما احنا عايزين نقفله. ما انا بس عايز اتاكد الاول. مفيش جماهير لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي مفيش جماهير. انا عايز اعرف ايه السبب يعني؟ ايه السبب يا كابتن محمود؟ انا ما عنديش فكره يعني. ده امنيا يعني ولا ايه؟ الامن هو اللي طالب كده يعني ولا ايه؟ ما اعرفش والله. طب ولا في عقاب للنادي الاهلي ولا ايه؟ ما احنا مش عارفين. مش عارف، مش هم 5000 قلنا يا جماعه كريم نكلمه كده. قالوا 5000 واحد هيبقوا موجودين. قسموهم قالوا مش عارف وزاره الشباب 1500 والاهلي 3000 ومش عارف 500 لفين، وبعدين حصل اعداد وحصل قرارات في الحكايه دي. احنا ما نعرفش ايه اللي حصل بعد كده، رجعنا وايه من اول السطر تاني ولا ايه؟ انا مش عارف. اكتر فتره النادي الاهلي تاثيرها على تاثيرها تاثيرها ومسجله انت الفريق. يا كابتن حشيش النهارده انت بتساوي الفرق كلها ببعض. طبعا بتقول النهارده الفرق كلها جمهورها بيدخل، وبتشوف جماهير بتدخل في مباراه الزمالك، بنشوف في مباراه بيراميدز، وكانت كانت بيراميدز وكان فرقه ايه تاني؟ ما احنا سمير كل مره بنعرض الصور للناس، ويعني احنا بنقعد نتحسر على اخر مباراه بيراميدز الجماهير دي في الملعب. نجوم اف سي احنا اكبر نادي متضرر من قله الجماهير. نجوم المستقبل. شكل جماهيرك عامل ازاي؟ طبعا شوف، بتشوف مباراه جماهير في كل المباريات، اشمعنى مباراه جمهور الاهلي؟ يعني لازم هو ده النهارده هو السند الحقيقي للنادي الاهلي، لازم الجمهور يدخل. وعندك الاستاد كمان راجع في نهايه يناير، فماتشاتك كلها هتبقى على الاستاد، فلازم يبقى في جماهير في، ولا هنلعب في الاستاد ده صوتنا يجيب الناس اللي بره يعمل صدى صوت ولا ايه؟ انا مش عارف.
عايزين نشوف حد طيب يقول لنا الموضوع طيب ده مثلا من النادي. طيب انا معاك. طب هاتوا تاني هاتوا تاني هاتوا تاني. اتفضل يا كابتن. كريم كان معايا تليفون بس الخط قطع. هنجيبه تاني. يعني عايزين حد من النادي يطلع حد لنا حتى القصه ايه يعني. لو نتاكد بس في جماهير. مفيش جماهير. مفيش جماهير ليه؟ يعني مش مفيش جماهير ليه؟ والماتش اللي فات برده مفيش جماهير. لا كان في 500 كانت هي المباراه بتاعت بتروجيت. المباراه اللي فاتت كانت في ملعب السويس. على ما اعتقد راح ال 500 بتوع النادي الاهلي. واحنا بقول لك شفنا يعني صدى الجمهور كان في المباراه وكنا سامعين صوته وهو بيشجع لعيبه وهو اللي كان بيديهم دفعه في المباراه رغم بقول لك الاداء. لكن الجمهور في وقت من الاوقات هو اللي بيسند الفريق. فكان ظهر حتى اثر 500 فرد من جماهير الاهلي في المباراه اللي فاتت. لكن النهارده المباراه على ملعبي محتاج جمهوري. لازم الجماهير تدخل ولازم جماهير النادي الاهلي مش جماهير الجمعيه العموميه بس. طبعا طبعا متفق معاك. يعني بقول لك والله انت بتقول لي انا فاكر ان في جماهير وجماهير داخله ومفيش مشاكل. طيب يا ريت نتاكد. يا ريت يبقى خبر النادي الاهلي. اهم عنصر هو عنصر الجمهور. انت بيتاخد منك العنصر ده. طب عايزين بس حد في وقت صعب يعني حد عنده المعلومه. كريم قال لهم لغايه دلوقتي مفيش جماهير يعني للنادي الاهلي في المدرجات. لكن احنا ان شاء الله هنجيب كريم. يعني نتمنى الكلام اللي احنا بنقوله يبقى غلط وما يبقاش فيه مفيش جماهير يا اسامه لغايه دلوقتي. يا عايز اعرف التذاكر دي اونلاين ولا بتطرح في للجمهور في الشات والحاجات دي ولا بطلنا الحكايه دي؟ بطلوا الحكايه دي انها تتباع قدام الاستاد وكده ولا تتباع كلها اونلاين ولا ايه؟ طيب لسه يا سمير لسه. طيب ندخل الجماهير معانا حتى يشاركوا معانا يعني توقعوا نتيجه المباراه يا جماعه وتوقعوا صاحب هدف الفوز ان شاء الله يكون من نصيبنا الاهلي ان شاء الله باذن الله. طيب معايا كريم احمد. كريم احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو. برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا كريم. يعني طمنا في جماهير مفيش جماهير قول لي ايه الموضوع؟ والله يمكن من الاشياء المحزنه جدا يا كابتن ميدو ان احنا ما نشوفش جمهور النادي الاهلي مستند كالعاده في المباريات وفي الظروف الصعبه دي. كنا متوقعين النهارده يكون في عدد قليل حتى من الجمهور كالعاده ما بيكونوا متواجدين. لكن اقدر اقول لك ان يمكن في 10 اشخاص يا كابتن ميدو في المدرج الخاص بالنادي الاهلي. امر طبعا يمكن شفنا كابتن سيد عبد الحفيظ دخل الملعب مجرد وصول فريق النادي الاهلي بص كده على المدرجات كالعاده. كابتن سيد بيبقى متواجد بيبص على ارضيه الملعب بيشوف حضور يمكن في جمهور النادي الاهلي مثلا. ايوه ايه السبب؟ ايه السبب يا كريم؟ السبب يعني ممنوعين من المجيء ولا ايه؟ ما انا مش عارف. والله حتى الان يا كابتن ميدو يمكن كل المتواجد ما عدا عواد. بالنسبه للتذاكر الامر ده يمكن مش مفهوم حتى اللحظه دي. بالنسبه للدعوات الناس اللي معاها دعوات دخلت لكن التذاكر المفروض ان هي بتوزع على الجمهور العادي اللي هو بيقدر النادي الاهلي عامه في كل المباريات. ده الامر اللي احنا مش مفهوم حتى هذه اللحظه هل بالفعل التذاكر يمكن الناس بتقول ان ما اتختمتش بالفعل التذاكر من الاموال العامه او من المباحث الجنائيه الخاصه بيها التذاكر. الامر ده يمكن مش مفهوم شويه لكن بنحاول ان احنا نستقبل كريم يشوف لنا الموضوع. كريم طب اسال حد من النادي الاهلي يقول لهم ايه سبب منع الجماهير او ايه سبب عدم تواجد الجماهير. الجماهير عايزه تعرف لو سمحت. حاضر يا كابتن ميدو في خلال لحظات اكيد هيكون معانا احد المسؤولين الشؤون العميد محمد مرجان نحاول ان احنا نتواصل معاه. لكن انا يمكن المعلومه اللي عندي يا كابتن ميدو ان يمكن التذاكر الخاصه بجماهير النادي الاهلي ما اتختمتش. يعني التذاكر ده ما هي ما بتتختمش. تذاكر النادي الاهلي ما بتتختمش على طول. الدعوات هي اللي تم ختمها كابتن ميدو. التذاكر هي اللي ما تختمتش لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي بدليل ان مفيش واحد من جمهور النادي الاهلي متواجد. فقالنا اللي متواجد معاه تذكره ولا لا ما اتختمتش يبقى الامن ما وافقش. الدعوات هي اللي متواجده في المدرجات برضه يعني مش موافق. طب يا كريم يا ريت بس نعرف الدنيا فيها ايه عشان نطمن الناس عشان نعرف بصراحه يعني حاجه بصراحه قفلت لنا الدنيا. ماشي كريم احمد شكرا جدا ليك وهستناك تجيب لنا حد او تعرف المعلومه بس التذاكر يا ميدو بتتكلم بعد تاكد لنا عليها موافقة الأمن تذاكر بالتذاكر. فطالما ما اتختمتش يبقى ما فيش موافقة الأمنية. إيه السبب؟ مش عارف. يعني أنا شايف الوزارة مش كده؟ طب خلينا نتأكد الأول قبل ما نتكهن بالأسباب. خلينا نتأكد الأول يعني خلينا شاركونا يا جماعة شاركونا لغاية لما نشوف موضوع الحضور الجماهيري ده. شاركونا بتوقعاتكم لهذه المباراة وصاحب هدف الفوز إن شاء الله واللي هيكسب بإذن الله أنا هجيب له تيشيرت من النادي الاهلي ومختوم او ممضي من اللاعب صاحب الهدف. فشاركونا بسرعه جدا كده يعني تفاعلوا معانا على الاقل يعني تفاعلوا معانا هنا على صفحه الاهلي على الفيسبوك يعني لغايه لما نشوف تحضروا المباراه امتى وتنوروا الدنيا امتى تاني. مش فاهم في ايه يعني الموضوع مش 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 سهل زي ما انتم عارفين واكيد انتم عارفين يعني في حاجات كتير جدا. لكن ان شاء الله الاهلي ان شاء الله يفرحنا حتى في اصعب الظروف. تعالوا نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع نتواصل مع حضراتكم وضيوفنا الكرام.
اهلا بحضراتكم الجديد مستمرين معاكم في تحليل هذه المباراه الفني مباراه الاهلي والجونه. ان شاء الله تكون نصيب النادي الاهلي. كابتن شريف، مباراه احنا اتفقنا ان هي مباراه صعبه. تولي كابتن حماده صدقي كان قاعد معانا هنا يعني الاسابيع اللي فاتت، وعارف طبعا دماغه وعارف فكره. اول مباراه رسميه ضد النادي الاهلي، ده الكلام بقى اللي احنا بيصعب علينا فيه مدربين وخصوصا ولادنا، انك انت بتيجي قدامنا ده اللي في اكبر مشاكله وانت ماسك الفرقه. شغلانه صعبه جدا، واحنا بنحسد الراجل اللي هو راح يشتغل ده، بيقعد يدي معلومات وبيفضل يدي رشوتات. دلوقتي هو رايح يمسك فرقه اللاين فيرود بتاعهم او العمود القوي بتاعهم اللي هو يقدر يخليهم بيحرزوا اهداف مش موجود، زي ما قال اسامه، زي اسلام رشدي وشبراوي ومحمد ناجي جدو، ناجي جدو كمان مش موجود، واحمد عيد. فدول اربعه مش قليلين وفنيات عاليه جدا ان هم يبتدي بيهم مدير فني مباراه ضد فرقه كبيره، اهلي زمالك اسماعيلي، هو في واحده من دول دلوقتي. فكنا بنتكلم على كابتن حماده، مش هقدر اقول لك حماده النهارده جود لك الا لا معلش 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 حماده النهارده احنا عايزك يعني اكيدك جاي عامل اعاشه للفرقه بتتفرج عليها مع تدريب تمرينه قويه. يعني بالنسبه لنا احنا في حاجات حصلت في الفرقه اليومين اللي فاتوا دول احنا بنتابعهم طبعا، وبنروح للعيبه وبنقف جنبهم وبنتكلم. كابتن محمد يوسف مغير شكل التدريب شويه، عامل تدعيمات في التصويبات، اللغه بتاعت التصويب بقى من خارج الموهبه، الشكل الاطراف ازاي يبقى فيه تدعيمات، التحركات، التمرين بتاعه ابتدى يدي شكل للعيبه بعد الثلاث نقاط الاخرانيين، اللي هو الثقه بالفوز اللي بيجيب فوز، انما احنا قادرين نبقى موجودين. التدعيمات بالشباب اللي موجودين، المره اللي فاتت كانت احمد علاء وكريم ينزف هو موجود وبيعمل من ماتش المباراه تفوق عليه في التحركات، ويمكن يعدي بقيه الفرقه في التيشيرت والروح الفانيلا اللي هي تقدر تديك التدعيم جوه الماتش. بنبحث بقى بروح الفانيلا بجد ان احنا نخلص الماتش من بدري، يعني نبقى احنا اللي موجودين، لان انت لما بتدي فرصه وتدي اتاحه لاي حد عنده استحواذ جنبك في الملعب بيزهقك في الحاله اللي انت فيها، وانت زي ما احنا نقول ده احنا عندنا لعيبه زهقانه، يعني وليد لو ما لقاش اللي حواليه بيساعدوه بيتحركوا بيدوا له امكانيات، مثلا لعب احمد الشيخ لو ما لقاش فيه تدعيمات هجوميه وترجمه سريعه لكل الفرص اللي بتجي لنا وفي احراز اهداف، الناس بتقلق، الناس بتكش يا اميد. وانت عارف انا كل ما بتاخر في الفوز بحس ان في مشاركه في المباراه، افتكر بالوحش ما افتكرش بالكويس. كان حد من الجماهير افكرك، كان حد احنا بناخد اراء الجماهير الماتش اللي فات، قال يا جماعه عايزين بقى ما نقعدش قلقانين لغايه الدقيقه 90، صح؟ فاكر؟ لو ما اقعدش حد مشاركني، حد مشاركني في المباراه لغايه الدقيقه 90، وانت جالك فرص يا اسامه هايله. الدقيقه 8 احمد الشيخ عرض هدف في المباراه اللي فاتت، ده اللي سهل المباراه كمان. غير كده ما انت جالك بعدها ثلاث واربع فرص انفرادات ما تروحش، هي ده اللي انا بكلمك فيه. ازارو مضيع واحده من العرضيه ما تروحش خالص، ناصر ماهر جات له واحده برده حطها في الزاويه اللي واقف فيها الجول. طب تيجي نعرف التشكيل ونرجع نتكلم. طب يلا بينا، يلا تعالوا نروح لكريم احمد بسرعه على تشكيل هذه المباراه. كريم احمد اهلا بيك وتفضل. بجد التحيه ليك يا كابتن ميدو، برحب بيك في البدايه كابتن، طبعا كل كابتننا الكبار في الاستوديو للتحليل. ابدا معاك سريعا بالتشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي في حراسه المرمى: شريف كرامي، خط الظهر من اليمين للشمال كريم ندفد، احمد علاء، سعد سمير، ايمن اشرف في المنتصف، عمرو السليه وهشام محمد على الاطراف، احمد الشيخ وميدو جابر، وفي الهجوم ناصر ماهر ووليد ازارو. والاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي: علي لطفي، سليف كولوبالي، اسلام محارب، مؤمن زكريا، وليد سليمان، مروان محسن، وباسم علي. بالنسبة للتشكيل طبعا الخاص بفريق نادي الجونة في حراسة المرمى: عمر رضوان، نعيده يا كابتن ميدو، أبدأ معك حراسة المرمى: شريف إكرامي، كريم ندفد، أحمد علاء، سعد سمير، أيمن أشرف، عمرو السلية، هشام محمد، احمد الشيخ، ميدو جابر، وناصر ماهر، ووليد ازارو. التشكيل الخاص بفريق نادي الجونه في حراسه المرمى: عمر رضوان، خط الظهر من اليمين للشمال احمد علي، لؤي وائل، احمد سعيد اوكا، جوزيف جوناثان، في المنتصف مصطفى جابر وجاتوش بانوم، على الاطراف محمد نادي واحمد مجدي، في الهجوم اسلام رشدي وشيكاتارا. الاحتياطي الخاص بفريق نادي الجونه: هيثم محمد حسن، محمد ابو سريع، احمد الشناوي، عمر سعداوي،
فادي فريد وصلاح خطاب ومحمد عبد الجواد. هأكد معاك يا كابتن ميدو زي ما انت سألت طبعا في البداية عن حضور الجمهور الخاص بالنادي الأهلي، الأمر طبعا حضوره من عدمه زي ما أكدت لك يا كابتن ميدو، يمكن الدعوات هي اللي تم ختمها بالفعل وتم طرحها، لكن التذاكر الخاصة بجمهور النادي الأهلي أو الجمهور الطبيعي اللي بيكون بيحصل على التذاكر يمكن دي اللي ما اتختمتش، وبالفعل طبعا لم يتم توزيعها، ودي يمكن سببت أزمة طبعا بحضور جمهور النادي الأهلي في هذه المباراة. أمر طبعا مؤسف جدا، بنتمنى المباريات اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي نتخطى هذا الامر، لان النادي الاهلي محتاج لجمهوره بشكل كبير جدا ولو عدد قليل يا كابتن ميدو. يمكن احنا بنكون متواجدين في كل المباريات، والمباراه الاخيره طبعا كانت مباراه بتروجيت، رغم ان احنا حصلنا على 500 تذكره لجمهور النادي الاهلي، لكن كان ليهم تاثير كبير جدا في المباراه الاخيره، وكان ليهم مفعول كبير مع فريق النادي الاهلي في تحقيق فوز مهم جدا على نادي بتروجيت في استاد السويس، وهي المباراه الاخيره. امر ان شاء الله بنتمنى خلال المباريات القادمه يعني يكون في تكثيف كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي للشغل الكبير على هذا الامر، باذن الله ان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي متواجد في المباراة القادمة، وهي مباراة طلائع الجيش، لكن بشكل عام عدد قليل جدا متواجد في المدرجات، يمكن نقدر نقول 20 شخص طبعا متواجد بدعوات، وباكد على موضوع الدعوات ده يا كابتن ميدو، لكن ان شاء الله باذن الله الفترة القادمة المباريات القادمة باذن الله يكون حضور مكثف لجمهور النادي الاهلي، السند والدعم الحقيقي لفريق النادي الاهلي. برجع لك يا كابتن ميدو لو في استفسار انا معاك. كريم، ما عرفتش الاسباب ايه؟ يعني التيكت ما اتخدمش، عدم ختم التذاكر هو الامر ده. بالظبط يا كابتن ميدو، هو ده الامر اللي يمكن، وطبعا الجهه اللي منوط بيها وهي وزاره الداخليه ان هي اللي بتقوم بختم التذاكر، لكن اي تذاكر مش مختومه حتى لو اتوزعت ما حدش هيقدر يخش بيها الاستاد، لكن الامر كله طبعا يخص الامر الخاص باختام التذاكر. طب كلمنا عن الاجواء يا كريم عندك في استاد السلام. طبعا زي ما انت عارف يا كابتن ميدو الجو يمكن برد جدا هنا في الاستاد السلام النهارده، يمكن الطقس بشكل عام يعني طبعا انت كواحد من نجوم النادي الاهلي يا كابتن ميدو هيكون في جري كبير النهارده وجري كتير النهارده في الملعب، ان شاء الله النهارده تكون اداء النادي الاهلي وكل لعيبه النادي الاهلي موفقين. طبعا ارضيه استاد السلام زي ما انت عارف ارضيه مميزه بالنسبه للارضيات اللي بيلعب بيها النادي الاهلي او الملاعب اللي بيخوض عليها النادي الاهلي مبارياته، ان شاء الله تساعده النهارده في تطبيق طبعا كل الجمل التكتيكيه والجمل طبعا والخططيه اللي يمكن كابتن محمد يوسف اشتغل عليها بشكل كبير جدا. الفريقين وصلوا بالفعل لحظات ان شاء الله وينزل فريق للنادي الاهلي مع فريق نادي الجونه باذن الله لاجراء عمليات الاحماء. جمهور يمكن زي ما نقول يمكن الجمهور هو السبب اللي كنا احزننا بشكل كبير جدا ان هو مش موجود، لكن ان شاء الله باذن الله يكون لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه باذن الله النهارده يتم تصحيح المسار من جديد بعد المباراه الماضيه وهي مباراه بتروجيت. ان شاء الله النهارده يكون ثلاث نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي في الحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا جدا ليك يا كريم على هذه التغطيه، ولو في اي جديد احنا دايما معاك. يعني جمهور نادي يعني لما تعملوا ايه في ماتش السوبر ان شاء الله هتقولوا مفيش جماهير برضه؟ عايزين يلا هاتوا لنا التشكيله يا جماعه يلا. لكن لازم كده بقى بره مصر خلاص، لا لازم كده ان في ناس كانت بتقول ننظم امم افريقيا اللي جاي. شريف اكرامي وندفد واحمد علاء وسعد سمير وايمن اشرف والسليه وهشام محمد والشيخ وناصر ماهر وميدو جابر برضه اثنين شول وليد ازارو. ريحنا وليد سليمان زي ما كنا احنا عايزين يريح شويه، هو عشان خايفين بس ميدو يخش مع المستشفى، يعني هو بيريح الراجل الحقيقه ان شاء الله مش لان احنا بنحافظ عليه، ولما نحتاجه في 30 دقيقه ولا حاجه الراجل ينزل يبقى مشتاق للكوره زي ما قلنا. لكن يعني لعيبه فيهم لعيبه عايز يشتاق، وفي واحد عايز يشتاق يرجع يلعب زي ميدو جابر. انا شايفه من قبل المباراه اللي فاتت هو بيتحضر ناحيه الشمال وبيعمل معاه تاكتكس كده، واتفرجت عليه في التمرين يعني جميل. هو سرعه ميدو جابر، هو سرعة ملايين، هو منتج في الحتة دي كمان، في الحتة دي، ولما بيبقى جاهز ومشتاق للعودة بينتج فيه. يعني المشكلة ان انت كل يوم بيطلع واحد وبينزل واحد وبيخش واحد، مش عارف تعمل فرقة تعتمد عليها أساسية، حتى اللغة بتاعت اللعيبة مع بعض، وانت عارف النهاردة انت متعود على لغة ناصر، متعود على ناصر ماهر، متعود على شمادي الشيخ، بكرة وعصام عاشور، بكره بتلاقي الدنيا اتعوضت بس بشكل تاني، مش بالاحساس اللي انت عارف التطليع شكلها ايه والاستمرار والثقه في الانطلاقات بتاعت الاطراف بتاعتك. كل ان شاء الله كل حاجه النهارده تبقى كويسه. انا شايف ان كان نفسي يعني في كل التدعيمات اللي بتحصل دي يبقى في عنصر شباب تاني اكتر موجود، يعني نفسي يبصوا بقى لناحيه الوسطيه الهجوميه اللي هي بتاعت احمد عمدي واي حد تاني من الاولاد، زي ما كان في جرأة في احمد علاء وعوده احمد الشيخ تاني ان هو يكون موجود.
خلاص ما انساش بس حمودي وما انساش الناس برضو اللي هي بصمه عندها بالحرفيه ان هي في مباريات معينه بتبقى لايقه عليهم بتقدر تعمل لك الفارق الحقيقه، خصوصا لما بيبقى في موليد ازارو، لما بيبقى في وليد ازارو وناصر ماهر وهو يعني الراجل جعان كوره زي ما بيقولوا وراجع كويس حشيش وعايز يلعب طبعاً. وموجود في الملعب باحساس قوي طبعاً. ابقى جايب له ورده لعيب تالنتد قوي جنبه يقدر يشغله ويقدر يلعبه ويقدر يعمل له محطه صحيح. كويسه جدا. الحكايه بقى اللي هي الدفاعيه الهجوميه اللي احنا بنتكلم عنها دي مش هتبقى موجوده اكتر في العنصر اللي هو موجود دلوقتي، احنا عندنا اللعيبه تتحرك اكتر للشكل الهجومي، شكل التدعيم للهجوم نفسه عشان احنا نقدر نخلص المباراه. انما لو هنتكلم في الشكل الدفاعي الهجومي، التوازن الدفاعي الهجومي، الكلام ده مش حقيقه. انت محتاج الحقيقه فكر ازاي يودي لك عند منطقه الجزاء بالعرضيات اللي جت وتستغل. تمام كابتن حشيش، يعني التشكيله احنا شفنا قلنا ميدو جابر داخل حتى حافظها، ومؤمن زكريا داخل في البودلة، باسم علي داخل كمان في البودلة، كان دخل المباراة اللي فاتت، كوليبالي داخل كمان جديد في البودلة المباراة دي، وليد سليمان، مروان محسن، دول البودلة. يعني برضو عند يوسف حرية في الأوراق على الدكة، لكن بنتكلم عن ميدو جابر واخد دور وليد سليمان. وليد سليمان كان مقيد نسبيا ان هو مش حتته ما بيلعبش فيها. بص يا ميدو، انا شايف ان هم مجموعة من اللعيبة يعني بيتنقلوا في الفرقة. يعني احنا هنشوف التشكيل هو يعني تشكيل الماتش اللي فات، باستثناء طبعا عمرو السولية بدل عاشور وميدو جابر بدل وليد سليمان. ده التغيير الموجود، ودي حاجة كويسة برضو في ثبات برضو التشكيل. يعني هو عمل كده برضو، انا عارف انه على عين يوسف النهاردة انه يطلع وليد برة، بس طبعا اكيد ان وليد منتهي يعني تعبان يعني. وليد لعيب كبير، عنده مش لعيب كبير سنا، لعيب كبير مقاما في الفريق، بيبقى حاسس كابتن حشيش بالمسؤوليه كبيره جدا عليه، عشان كده كان عنده ضغط كمان عصبي، عنده ضغط بقى له فتره كبيره جدا نمره واحد في الفرقه، شايل على اكتافه حمل كبير جدا سواء فني سواء قياده الفرقه. كان لازم النهارده يحصل كده، كان لازم تمام. لان لو ما عملش كده لا قدر الله كان وليد هيتشال لو لا قدر الله اتصاب. فهو النهارده عمل حاجه كويسه، كذلك برضو كوليبالي مريحه على التوالي في ماتشين ورا بعض، حطه النهارده في البودله عشان برضو هو من اكثر اللعيبه اللي كانت اساسيه طول الفتره اللي فاتت، يمكن حوالي 20 ماتش ما قعدش خالص، فمحتاج برضو. شفنا احنا برضو اخر مباراه ليه كان مش على مستوى المطلوب، هو كان ماشي بخطه ثابته مستوى ثابت طبعا، نتيجة طبعا للإجهاد الجامد برضو فرق في آخر ماتش لعبه، فكويس برضو أنه ريحه. بنشوف برضو دخول مؤمن زكريا على مؤمن زكريا طبعا ودي حاجة برضو كويسة بقى يعني. أتمنى إن شاء الله بإذن الله مؤمن بالتحديد بعد الكلام والرغي اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت دي، إن هو إن شاء الله لو جات فرصة، واكيد هتجيله فرصه خلال الشوط الثاني ان هو ممكن يديله شويه النهارده كابتن اسامه يبقى يظهر بالمظهر الكويس ويغير الفكر، لان مؤمن طول عمره اضافه للنادي الاهلي، فاعتقد ان شاء الله باذن الله لو خد اتمنى ان هو يظهر بمظهر كويس، وعلى الاقل لو المستوى الفني بتاعه اقل من المطلوب نتيجه لبعده عن المباراه، نحس ان هو روحه مع الفرقه وفي قوه وفي يعني اصرار على انه يبقى كويس. اعتقد النهارده ان شاء الله باذن الله يعني شاف ان التشكيل ثبات التشكيل النهارده ده ممكن يدي دفع ان شاء الله. عندي في الدكه برضو في ناس زي مروان محسن طبعا ووليد سليمان ممكن ان شاء الله باذن الله يبقوا اضافه لو فضلت النتيجه، ولو ان شاء الله شايف ان باذن الله النادي الاهلي يحسمها المره دي من البدايه يرجعنا بقى يعني للفترات القديمه يعني. اكيد كابتن اسامه برضو قول لي رايك في التشكيل بصفه عامه. التشكيل زي ما كابتن حشيش وكابتن شريف قالوا، دخول النهارده عمرو السولية، هو طبعا في المباراه اللي فاتت ما بداش عشان كان لسه راجع من الاصابه، ففضل الكابتن محمد يوسف ان هو يتم الدفع به حسب مجريات اللعب، لكن زي ما قلنا المستشفى بتغير السراير، سام عاشور خرج دخل السرير، عمرو السولية دخل مكانه. لكن انت في فتره يعني عندك 6 مباريات دوري شهر 12، عندك ماتشين في افريقيا لازم يتم فيها عمليه التدوير، لا انت يعني مش برضاك ده غصب عنك، لا محاله ان في لعيب يقدر يلعب الثمان مباريات كلهم شهر 12. النهارده في استقرار على التشكيل، ايمن اشرف ناحيه الشمال، احمد علاء للمباراه الثانيه على التوالي جنب سعد سمير، اتمنى برضو احمد علاء هو يعني ابتدى بدايه كويسه المباراه اللي فاتت،
في اخطاء محتاج دايما سعد سمير دايما يتكلم معاه أكيد. لازم يبقى في ربط ما بين الاثنين وهو خامه ان شاء الله مبشره نقدر نستفيد منها خلال الفترات اللي جايه. كريم نيدفيد طبعا ظهر يعني قلب الاسد خلال المباراه اللي فاتت وخلال حتى المباريات اللي شارك فيها في مباراه الوسط او حتى في مباراه الترجي، لا كان في روح النادي الاهلي في الاداء الرجولي الروح القتاليه داخل الملعب، كان من افضل اللعيبه ما شاء الله اللي كانت في مباراه بتروجيت المباراه اللي فاتت. هشام محمد والسوليه هم دول اللي بيدونا دايما التوازن في نص الملعب، لما بيبقوا فايقين دايما بتحس ان فرقه النادي الاهلي فايقه من عندهم، بيبقى في عمليه السيطره والاستحواذ وتدوير الكوره. ظهرت المباراه اللي فاتت في اوقات معينه في مباراه بتروجيت كان شكلنا كويس جدا لما كنا بنسيطر على الكوره وبنستحوذ وبندور الكوره، الدنيا مزنوقه بترجع ورا ندور على سعد سمير يدور الناحيه الثانيه، فكل ما بتحتفظ بالكوره بيبقى عامل السوليه وهشام محمد لهم دور كبير في عمليه الاستحواذ والسيطره دي. النهارده موجود طبعا احمد الشيخ للمباراه الثانيه برضو على التوالي الثالثه كان لعب جزء في مباراه المقاولين، لعب في المقاولين ومباراه بتروجيت والثالثه. احمد الشيخ يعني من العناصر لما دايما ياخد فرصه او دايما رجليه في الملعب بيبان نتيجته، وفي ميزه مهمه جدا احمد الشيخ يعني حتى مش موجوده في حمودي، شفت حمودي برغم انه لعب ماتشات كتير لكن الايجابيه بتاعته على المرمى الايجابيه انه يروح على المرمى كانت قليله. احمد الشيخ من النوعيه هداف اللي بيروح على الجول هداف دايما تحت دايما بيحط نفسه ممكن مهاجم تاني للتكمله بيصنع هدف، يعني زي وليد سليمان، وليد سليمان عنده النزعه الهجوميه دي بالظبط ما بيرتكزش في نص الملعب انه دايما يعمل الباصات، لا بيكمل ودي ميزه كويسه دايما في اللعيب اللي تحت المهاجم. نتمنى له النهارده ان شاء الله احمد الشيخ التوفيق ويقدر يعني يكمل مسيره التالق بتاعته. ميدو جابر لعيب طبعا كويس، كان في فتره من الفترات كان بيعتمد عليه كارتيرون بصفه دايمه، كان غايب برضه عن الاصابه، نتمنى النهارده ان شاء الله انه يدخل يعني دخول مميز في المباراه. عندنا ناصر ماهر، ناصر ماهر من اللعيبه الصغيره اللي خلصها الخبرات قليله، لكن المباراه اللي فاتت يعني مع بدايه الشوط الثاني كان بدا يفوق وبدا تظهر خطوره ناصر ماهر، كنت اتمنى ان الكابتن محمد يوسف يصبر عليه شويه ان كان بدا يفوق، لكن برضو ان شاء الله نتمنى له التوفيق. وليد ازارو وليد ازارو برغم ان هو يعني في وقت من الاوقات او بقاله فتره ما بيحسش اهداف، لكن ليه دور مؤثر جدا داخل الملعب، ليه دور مؤثر في تحركاته، ليه دور مؤثر في روحه، ليه دور مؤثر في كميه الجري اللي بيجي له داخل الملعب، وبرضو بيشتغل في دور مهم دايما بيخلق المساحات. حتى احنا شايفين الكره دي لو شفنا وليد ازارو هتلاقي هو اللي بره على الخط، هو اللي فتح المساحه دي كلها اللي دخل من خلالها ايمن اشرف عمل معاه الدبل باص وراح بايمن اشرف، هي دي خطوره وليد ازارو. في لعيب تلاقيه دايما لعيب صندوق واقف مستني الكره في الصندوق، لا وليد ازارو دايما بيتحرك على الاطراف بيخلق المساحه دايما اللي ممكن كان يتحرك فيها اسلام محارب، اللي يتحرك فيها ناصر ماهر، اللي يروح فيها ميدو جابر، احمد الشيخ، وليد سليمان، بس بشرط لازم الناس دي تكمل على الجول. النقطه المهمه اللي احنا دايما بقى بنتكلم فيها دايما الكابتن شريف كل مباراه بيتكلم فيها التكمله الهجوميه والزياده الهجوميه في انت كلامك المرمى. خلاني يعني بتقول رحت مروان محسن يبقى موجود النهارده ما بشكل ما مش لازم العب بهشام محمد وعمرو سوليه، لما العب بعمرو سوليه والعب بثلاثه قدامهم زي ما هو عامل الشكل كده ميدو ويلعب بمروان وخلص الحكايه من بدري يا جماعه، ليه الفكر ده مش موجود؟ لا عشان لازم يحفظ يا كابتن شريف يحفظ؟ طبعا لازم ده اللعيبه لو اتفرجت على كل الماتشات اللي فاتت من نفسها كده لازم تحس ان هم محتاجين اتنين فراود يلعبوا بيهم. ما هي دي يا كابتن شريف اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، لو احمد الشيخ بيدخل 18 ميدو جابر وميدو جابر يدخل 18 وناصر ماهر لازم يكمل يبقى في الدور الثاني. خلي بالك هو كلامي بس ميدو جابر عنده حريه اداء النهارده وثقه في نفسه ان هو يقدر ينتج لك، وفي نفس الوقت عنده حريه عنده حاله تعويضيه لناصر ماهر اللي بيطلع قدام وبيسيب الحته دي لازم هو يضم كمان يبقى عنده العين اللي رايحه واللي جايه، انت طالب منه في عودته الكتير قوي، طب ما انا اريحه بواحد جنب يعني ازارو اريح ميدو جابر في المجيه وانا عندي واحد اوريدي عامل لي محطه زيك كده، ايما انت كنت بتلعب كنت بتلعب لوحدك يا كابتن شريف. الكره دي وسمير مخرجنا بيعدها الضغط كام واحد داخلين ده دي ركنيه دي بقى في الكوره دي روح الفانيلا دي في الكوره وهي متحركه لازم بالشكل ده موجود هروح الفانيلا دي واحد على العارضه الاولى واحد في النص واحد واخد العارضه بعيده دي عشان كره ثابته فاحنا شفنا الرغبه عندهم يا اسامه كلهم يجيبوا جون كلهم عندهم لازم برده الكره متحركه تيجي من ناحيه اليمين اوفر تلاقي من عند كريم نيدفيد او من عند ايمن اشرف لازم نشوف العدد الفانيلا الحمراء لازم يبقى كتير وكثافه يبقى في واحد قافل
على ال 18. الظروف انت بتتكلم في حاجه، الظروف الظروف بتساعدني على فكره، اصل خلي بالك اغير وادور من جوه، اصل مش هيجرى لك حاجه يا ميدو لو لعبت 4 2 يا حبيب قلبي، ولا هيجرى لك حاجه لو لعبت 4 3 3 احنا عايزين كده، احنا مش هيجرى لك حاجه، بس انت بتدور من جوه. بتكلم عليها كابتن شريف، نفس الشخوص بتدورهم، المسميات كتير، المسميات كتير قوي، شخوص هي هي. لا الهدف في الملعب، الهدف انت بس هتشيل هشام محمد، انت هتشيل هشام محمد برغبه انك انت تعمل زياده عدديه جوه ال 18 بمروان محسن اللي هو منتخب مصر، ومروان بيلعب كويس لما بيبقى جنبه محمد صلاح وتريزيجيه الناحيه الثانيه، النهارده ده جنبه ازارو، يعني حكايه ثانيه، بيديله مساحات بيقعد يلقط من ده وده، يقدر يسمح لك في اللي بيطلع التيكوف بتاعه انه يزحلق لازارو ويروح على الجون زي ما انطوي بيعملها، ومروان ما يعملهاش، وانطوي جنبه اثنين، يمكن سايبها كارت للشوط الثاني لو النتيجه اتاخرت شويه ممكن يلاقي زرار محسن جنب ازارو. انا بكلمك فيها يا كابتن، الثلاثه اللي تحت الفلودين، الثلاثه تحت الفلودين لازم يبقى عندهم ادوار دفاعيه، انت بتلعب بديفندر واحد اللي هو انت عايز تلعب بديفندر واحد اللي هو السوليه، وتلعب قدامه ثلاثه وقدامه اثنين، صح كده؟ ما بص هقول لك على حاجه، لازم يبقى في لو الخطوط عندي انا ما اتقربتش من بعض وما حسستنيش ان ما فيش فرق في اثنين ولا ثلاثه، واحنا بالزبط. ده انا عايز سعد سمير يبقى جنب بيعوض حسام عاشور النهارده، وانت لو ما ضغطتش الضغطه دي طيب يبقى انت عمرك ما هتبقى هي التنفيذ بقى، مش تنفيذ وتحفيز يا جماعه، ده احنا النادي الاهلي يعني احنا اقوى فرقه في افريقيا وفي الشرق الاوسط ويمكن قربنا من الفرق العالميه كمان، انا لما بتكلم بجد والله مش هزار، باي لعيبه عندك حتى المستشفى اللي عندك، اللعيبه اللي موجوده دي اعمل لها التدوير الصح، اعمل لها تسهيل مهم على بعضهم، سهل لناصر ماهر اثنين قدامه أيوة. وهم بيعملوا على الاثنين دول كده هتلاقي نيدفيد ده جاي الناحيه الثانيه بتطلع عرضيات ثلاثه اربعه داخلين، وانا بشرح حاجه احنا ما بنتفرجش عليها، بس نبقى في حاجه اسمها سبورت بدون التعديل ولا العلام على الطقم الفني اللي هو موجود، انما هم عندهم اللعيبه دي موجوده هي هي. انا عايز اقول لك عايزين جرأه بس زي ما اللعيبه بنقول لهم حرروا نفسكم، عايزين جرأه بس في الحته دي. بص يا شريف انا عايز اقول حاجه، حتى لو هو بدا بكده ممكن الكلام بتاعك ده يتنفذ بقى بالناس اللي موجوده، يعني انت لو نيدفيد ده بيلعب ناحيه اليمين احمد شيخ ضم على ازارو بقى راس حربه تاني، وناصر ماهر كمل معاهم، وهشام كمل معاهم، يعني انت فاهم لازم حتى بالاشخاص مش لازم يعني حتى يبقى إيه؟ زي ما والله انا مصدقك انت وحشيش. بص انت بتتكلم بتحمل لي ده يدخل كذا وده انت بتحمل لي اللعيبه فوق طاقتها في الفتره دي، انا عايز اسهل عشان بس اتفهم صح، انا عايز اسهل على اللعيبه محطات انا حتى ما يبقى فيرود واحد يا حشيش اللي واقف على الاربعه اللي قداميين بتوعهم ولا اثنين، انا معاك مش هيدي احمد علي ده فرصه انه يفكر كل شويه يعمل لي هجمات اصل ضغط هجمات عليا. اسمحوا لي ابارك لنادي الاسماعيلي، مبروك 2-0 كسب 2-1 بطل بروندي وواجه القطن الكاميروني في دور 32 ان شاء الله، الف مبروك لكل الاسماعيليه وكل جماهيرها، وعايزين الاسماعيلي يرجع كده بيحلي الدوري دايما، احنا بنبارك الاسماعيلي عشان محدش يقولوا ما بتكبروش الاسماعيلي ما بتتكلموش على الاسماعيلي، الف مبروك مره ثانيه لجمهور نادي الاسماعيلي والدراويش كلهم، ان شاء الله يرجعوا بسرعه بيحلوا شكل الدوري، والف مبروك للتاهل لدور 32 مع القطن الكاميروني ان شاء الله. انا هبارك الاسماعيلي بس مش عايز اخرج من النقطه دي، ليه؟ لان انا ساعات بحتاج النقطه دي اللي احنا بنتكلم فيها تاني تايم زي ما قال حشيش. طب ليه مش من الاول؟ هو الشباب عايز يبداها من البدايه. انت ليه يعني يا ميدو مش من الاول؟ انا معاك جدا، انا معاك في الزياده العدديه. ليه؟ هيجرى لك ايه يا ميدو لو لعبت بهذا الشكل؟ ده احنا محتاجين راح مننا بطولتين يا جماعه، احنا بنلعب بفرد واحد وكل الفرق بتلعبنا اسامه بثلاث فروق. هو انت عارف بيلعبون 4 3 3 شريف يقصد ان انت لما بتلعب باثنين راس حربه من البدايه بتسهل البريس بتخض كمان الفرقه اللي قدام بتسهل الضغط على بقيه الفرقه، بيلعب 4 على الاثنين دولت ممكن وبيقربني من بعض كلاعيبه كمان، فبالتالي هيخف العبء عن نص الملعب. ومروان محسن عايز اقول لك على حاجه، يا عيني بيعمل مجهود جامد لما بيلعب لوحده، بيجري على ده وبيجري على ده وبيجري، لما بيبقوا في اثنين هتلاقيه رايح على الناحيه بتاعته بس في يعني الراجل عنده قوه ان هو يقدر يدافع عن الناحيه اليمين اللي جاي عليا من ناحيه احمد علي. يا كابتن شريف تتوقف على الناس اللي بتلعب تحت النهارده، واحد زي احمد الشيخ او ميدو جابر لو فضل فاتح على الخط بصفه مستمره، فضل فاتح على الخط بصفه مستمره هتحس ان المهاجم وليد ازارا او مومن او مروان محسن هتلاقيه في عزله، لازم دايما يشتغل من جوه ويسيب الاطراف وقت من الاوقات للباك ده انه يشتغل، فطول هو ما بيشتغل من جوه احمد الشيخ او ميدو جابر او ناصر ماهر هتلاقي دايما هو قريب من الجول. ما هو الفرده اللي انت بتتكلم عنها دي اللي انت عايزها تعمل الكلام ده اجايه مش موجود. عبد الله سعيد في قوته في بتاع كبلي ميكر بيعوض لك الشكليات طلوع الاطراف مش موجود. احنا لازم احنا نساعد اللعيبه مع بعض، يعني في لعيبه فيها دويتات
الدوتات تركب على بعضها، تقدر تبنيها دلوقتي، تقدر تريح ازارو. ازارو على طول لوحده في الهجوم، قبل ما بيجي له التدعيم اللي حضرتك بتتكلم عليه انت وميدو، بيبقى في حته ما هي اوريدي موجوده عندي واوريدي بستغلها في تاني تايم. طب ما انا عايز اقلب الايه، والكلام ده اتكلمته كتير قوي مع حسام حسن، حسام البدري على فكره، وقعد يضحك يقول لي يعني انا لما اتغلب دلوقتي اقول شوف عبد المنعم اللي لعبني اربع، وبعدين ليه راح مجربها انطوي وايفونا وهوب الماتش يخلص في اول ثلث ساعه، ارجع اقول له ها ايه رايك، ايه راي سيادتك معاك قوه ضربه جامده جدا وما اعرفش ايه. قال لي يا شريف بس انا عايز اقول لك حاجه، في احيانا انا بيبقى عندي حاجات لعيبه مش معضمه لي نص الملعب، تمام، لما بيبقوا فريش وعلى قوتهم انا بضحي والعب باثنين فراوله. قلت له انت اللي ايدك في النار وانا اللي ايدي في الميه، بس احنا برضو بنشوف من بره ان عندك امكانيات موجوده عندك في الفرقه لا تستغل، استغلها في الثلث ساعه الاولانيه بلاش الثلث ساعه الاخرانيه. تمام ان شاء الله ان شاء الله، يعني مش هتكلم في الموضوع ده تاني على فكره، لا هنتكلم هو المشكله انا 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 برضه انا عايز اقول انا هموت اصف ممكن المدرب الناحيه الثانيه ما يشوف اتقلبت 2 الشريف ممكن يروح عامل حاجه يقول لعب 3 5 2 يروح لعب 2 ماسكين لا الروس الحرب اهو، انت بتدي حريه بقى للناس اللي ومزود نص انت ساعتها بقى يعني طيب يبقى انت يبقى انت سلبت امكانياته كلها، يبقى انت ما بتخلوش يفكر انه يجم عليك خلاص. وانت مين اللي جاي لك بقى اللي بيتكلم عليهم ميدو اللي هم المفاتيح بتاعتنا ناصر ماهر واحمد الشيخ دي هيبقى عندهم حريه، وهتلاقي كريم نيدفيد جاي من الناحيه دي، في ارهاق نفسي بيبقى للحكايه. دول منزلين لي ومساحات مدرب منزلين لي فيرود منتخب مصر وفيرود منتخب بص اللي بتتكلم عليه هو يعني بص المساحات قريبه واللعيبه بتزيد كمجموعات، شايف اهو واحد على الشمال واحد على اليمين شايف الدنيا فاضيه ازاي، هو ده اللي بنتكلم فيه. ده السنه اللي فاتت كل ده فاضيه الدنيا دي لعبت غلط كمان، يعني المفروض تروح ناحيه اليمين ده السنه دي دي ملعوبه غلط السنه دي الاهلي والمصري دي ملعوبه غلط كمان وحتى شايف التكمله دي كانت في اخر المباراه، احنا كنا جود لك احنا كنا موفقين والاسماء اللي موجوده اسماء موجوده عندك احمد فتحي اسماء جامده بتلعب انت عندك اسماء بيلعب بص احمد بيلعب فين هو اللي لعب الكره دي طيب ما هو ده كلام قول لي عايزين نتكلم بقى عن الجونه كابتن حماده هنتكلم عن الجونه الجونه طلع اسمه اسلام رشدي بيلعب اهو يا هشام الجونه عمرو رضوان عمرو رضوان واحمد سعيد اوكا ولؤي واحمد علي وجوزيف وجوناس ومصطفى جابر اثنين ديفندرات ومحمد نادي واحمد مجدي وشيكاتارا واسلام رشدي ده تشكيل الجونه. عايزين برضو نبارك لنادي الزمالك برضو هيلعب في دور 32 في الكونفدراليه مع القطن التشادي، مش كده القطن التشادي صح؟ القطن التشادي والاسماعيلي القطن الكاميروني، كميه قطن مش طبيعيه في الشتاء اللي احنا فيه ده شال برد ايه؟ شال برد عشان البرد عشان البرد نتمنى طبعا الاسماعيلي ان شاء الله والزمالك ان شاء الله ان هم يجتازوا الدور 32 في الكونفدراليه. الجونه بقى عايزين نتكلم على الجونه تحت قياده الكابتن حماده صيدي الاسماعيلي دوري الابطال البدايات مع كابتن حماده صيدي اكيد مع اي فرقه بتلاقي فيه روح معنويه جديده مباراه الاهلي بتلاقي فيه مكافئات اضافيه بتلاقي كل لعيب بيطلع اقصى حاجه عنده وهيروح بلائحه جديده صح طبعا شايف في لائحه جديده خاصه مباراه الاهلي وكمان مع قدوم الكابتن حسن الصيدي طبعا من المدربين الاكفاء يعني اللي كان موجود معانا هنا في ملعب الاهلي وكان وشنا حلو عليه ان هو بدا يعني يكون موجود في مكان يعني مكان تاني زي الجونه يعني نتمنى له ان شاء الله التوفيق زي ما بنقول بس بعد مباراه الاهلي. النهارده بيلعب بخطه متوازنه جدا يعني بنتكلم بيلعب 4 3 2 1 4 ورا احمد علي احمد سعيد اوكا لؤي وائل وجوزيف جوناسان دول هيبقى عندهم شويه تحفظ في الطلوع الامامي زي احمد علي وجوزيف هتلاقي الاثنين الباكين الباك رايت وباك ليف مش هتلاقيهم في اول المباراه هتلاقيهم طايرين لا هتلاقي في تحفظ دفاعي في وقفه في الاول شويه يشوف النادي الاهلي ويعني يبقى في جس نب وعلى حسب سير المباراه. بيلعب بالثلاثي في خط الوسط محمد نادي وجاتوش بانوم ومصطفى جابر دول هيبقى ليهم دور دفاعي كبير جدا في نص الملعب هيبقى فيه كميات جري كبيره اللي هيبقى ليه حريه الحركه في التكمله الهجوميه هو هيكون اسلام رشدي واحمد مجدي. اسلام رشدي واحمد مجدي من اللعيبه المميزه اللي بتعرف تقف على الكوره في نص الملعب اللي بيعرف دايما ممكن يعني بيظهر مع كل كوره بيمتازوا برده بالتكمله الهجوميه عندهم السرعات ممكن في اي وقت من الاوقات بياخدوا في مساحه يقدر يشتغل فيها فهي خطوره الجونه النهارده هتكون عن طريق احمد مجدي واحمد مجدي من اللعيبه الكويسه جدا اللي بتعجبني هو واسلام رشدي. طبعا المحطه بتاعتهم هيبقى شيكاتارا هو مهاجم بيمتاز بالسرعه بيعرف برضه يقف على الكوره
لكن دايما الخطوره هتكون عند اسلام رشدي واحمد مجدي. مهم جدا والجونه والنادي الاهلي بيهاجم لازم يبقى الناس اللي واقفه ورا واقفه صح، ايمن اشرف، احمد علاء، سعد سمير، وده دور سعد سمير النهارده، والشريف كرامي لازم مع احمد علاء لازم دايما يوقفوا له وقفه الصح، لازم يبقى فيه عندنا الزياده العدديه علشان السرعات اللي هتكون موجوده من اسلام رشدي واحمد سريع مجدي وطبعا شيكاتاره، فهي دي هتبقى خطوره الجونه. لكن النهارده ان شاء الله يعني البدايه مهمه جدا من النادي الاهلي، زي مباراه الاهلي وبتروجيت كان في بدايه قويه في بدايه المباراه، كان في ضغط عالي من الاول، النادي الاهلي احرز هدف من الركنيه، فالنهارده الهدف هيسهل عليك مهمه جدا. يعني الكابتن حماده بالشكل اللي فيه توازن دفاعي دوت وزياده عدديه في نص الملعب، في وقت من الاوقات هنشوف اسلام رشدي بيرجع واحمد مجدي بيرجع وهتلاقيهم خمسه في نص الملعب، يبقى عدد كبير. انت لو هدف في اول المباراه هتلاقي الشكل ده كله اتغير بالنسبه لفريق جونه، هتلاقي الكابتن حماده يبدا بقى يفتح الخطوط، يبدا الشكل الدفاعي ما يعني يغيره، يبدا يدفع بعناصر هجوميه، فهو طبعا هدف بيسهل عليك المباراه بشكل كبير جدا. اكيد اكيد. يعني كابتن شريف خلينا نرجع للزياده العدديه ثاني نتكلم فيها بشكل ثاني في المتاح في التشكيل اللي قدامنا. زياده العدديه ممكن يعملها لك اللي بيلعب دلوقتي تحت تحت ازارو بيلعب ثلاثه هدافين اساسا، يعني بيلعب احمد الشيخ هداف، بيلعب ميدو جابر هداف، بيلعب ناصر ماهر بيعرف يجيب الجوال، وليد ازارو طبعا هداف، يعني عندك اربعه، وكان طبعا قبل كده وليد سليمان بيلعب. شايف ليه ما بقاش في زياده عداه مع وجود الرباعي الهجومي ده؟ في السرعات يا كابتن ميدو، شكل السرعات في امكانيات كل اللعيبه. احمد الشيخ مش سريع دلوقتي، ميدو جابر يمكن عنده الحته دي شويه، ناصر ماهر بلاي ميكر على لعيب عنده ملكه المراوغه، الانطلاقات اللي هي بتعمل السبورت لازارو هو الوحيد اللي يملك العمق الهجومي والهجومي والسرعات، لانك انت تقدر من ناحيه اليمين في نص الملعب تقدر تعمل له اللي هو الكروس بتاعه لما بيجري، اللي هي التدعيمات اللي انت بتتكلم عنها، عايز بقى ميدو جابر أيوة موجود أيوة من الناحيه الثانيه أيوة 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 بيبقى واحد، عشان أيوة كده انا بقول لك أيوة اتمنى ايه ان يبقى احنا عندنا محطه اوريدي بمروان محسن، لما بيبقى مروان محسن داخل من ورا الكروس بتاع ازارو يبقى هناك بيعمل المحطه اللي انت بتاع مع التدعيمات للي جاي. لو انا والله معاك انت عارف لو لا انا مش عايز ارجع تاني قصه مروان، انا بقول لك ليه احنا بنقول في التدعيمات اللي انت نفسك فيها تبقى موجوده، هتلاقي ان ميدو جابر هو بس اللي جاي من الناحيه الثانيه، لان انت عندك البلاي ميكر التعلبه شويه في ناصر ماهر، هتلاقي التكف الجامد في الفرقه اللي هي ناحيه كريم نيدفيد، وده خلاص اتقرا واتشاف من الفرقه الثانيه، وحماده صدري اكيد قريب وهيثبت له هيثبت له حد زي مصطفى جابر كده من ناحيه الشمال او عجل ان هو يعطله شويه ما يسيبلوش الفرصه ان هو. فالحته اللي انت بتتكلم عنها في السرعات والتدعيمات دي بتشكل لو انت ضربت الكونتر اتاك اللي هو قرفنا في الماتش اللي فات، انت لما بتعمل الحركه دي التعويضيه عشان تلحق تبقى في منطقه الجزاء، لما كرة بتتقطع ما كانش فيه غير حسام عاشور هو اللي بيبقى واقف بيستقبل كل الحاجات دي. ما هو اسامه قال لك لازم يبقى في حذر دفاعي عشان كده انت مفتقد السوليه في حته الهجوم، يا اما هشام محمد هو اللي هيعمل لك الحلقه. السرعات هنا امكانيات اللعيبه عندك في السرعات، وانا بتكلم بصراحه اللعيبه دي ما عندهاش السرعات اللي هي حتى حسام عاشور عنده سبرنت جامد. ليه اكرم توفيق مش موجود؟ سبرنته ضعيف جدا في الحته دي، احنا شفناه في ماتشات ادوله هو عنده الحته الدفاعيه قويه جدا، انما ما عندوش السبورت اللي هيطلع معاك ويكمل فيه، انما كمان يبقى انت ما عندكش الحته الهجوميه وهتبقى سرعاتك بالاقليه. عشان كده الناس بتقول لك احنا مستنيين يناير ومستنيين التدعيمات ومستنيين في لعيبه عندها السرعات، ما هو ما كانش فيه الحاله التعويضيه بين نص الملعب وبعده. صح ولا انا غلط؟ لا انا معاك في السرعات، انا بتكلم ليه اسلام محارب بره وميدو جابر جوه؟ عايزين نشوف اسلام محارب بتحركاته لوليد سليمان، ما انت ما بتساعدش وليد سليمان جنبك، انت مستني تعمل الوان تو، بتشوف الرياكشن بتاع اللعيبه اللي قدامك شكلها ايه، تحركات الفرق اللي قدام، عايز تستلم الكره. فما بحسش باسلام محارب على فترات كبيره قوي في المباراه، هو لازم يطور نفسه، لازم هو اللي يخلي عنده السرعات اللي تخليه تفيدني وتفيد فرقته وتفيد نفسه. فهو النهارده يا عيني، مش بقول يا عيني، يعني بيحاول محمد يوسف بكافه طرق يشوف لك الناس اللي قاعده بره، حتى دخل مين؟ مؤمن زكريا اللي انتوا قلتوا كويس ان هو دخل، لانه عنده حتى العرضيات اللي هي في 18 وبيقدر يعاون، كل ما فيزيكال فيتنس بتاعه كمل، كل ما الفكر بتاع مؤمن اقوى من اي حد تاني عنده، لان انا قلت له مؤمن احنا ايه؟ كرة هنا ولا هنا؟ قال لي هنا وهنا، قلت له بس هنا جاهزه طبعا، هنا كامله،
هنا موجوده، هنا شويه ثقه وشويه دخول جوه ال 18، مره بتيجي مره ما بتجيش، بس لو فتك لو الفتنس بتاعك شايلك يا مؤمن. كلامك جميل جدا. مؤمن كمان لو مؤمن شايلك الفتنس بتاعك ده، انت تعمل لي دربكه في اي فرقه في الحياه يعني. وكان بيعمل ويندمج كمان، وينسى ان احنا عندنا اي شورتج او اي تقصير من بقيه اللعيبه، بيشيل هو الحكايه نفسها. خلي بالك هو عشان اللياقه البدنيه دي يا كابتن شريف، هو طلب يروح يلعب في، راح لعب في مباراه الاهلي، ياخد سنس الماتش الاهلي والمقصه وفريق الشباب كان في الفيوم، وسافر معاهم ولعب 90 دقيقه، وكان دي ترجعه على طول. هو محتاج، هو يعني انا حاسس بيه ان هو عايز يرجع نفسه، ودي تبقى حاجه كويسه من اللعيب ان هو اللي طالب انه يروح يلعب مع فريق الشباب. اللعيب لما بيلاقي المناخ متوفر له اسامه، لا والنهارده كمان جد ان هو يرجع كويس. اقول لكم حاجه يا جماعه، انتوا اخواتي وحشيش اقرب واحد ليا، انت ما حضرتنيش. انا لما ارجع من الحادثه عشان العب تاني كنت لازم اعمل ايه؟ كنت بلعب في الاقاليم يا ميدو. كان اسامه حضرك؟ اسامه حضرنيش. ايش معنى انا عندي؟ انت حاطني في دماغك ليه؟ عشان انت بتلعب فين وازاي وحد دماغك بدماغي يا مش عايز اقول. انا شفت الويل عشان ارجع تاني اسال حشيش. طبعا عشان ارجع بص اتحسس بس الملعب، اخد سنس الملعب. ما صدقوش ان انا رجعت لعبت كره تاني. كنت بتمرن في اليوم 3 مرات، مره في حمام السباحه، ومره في الجيم، ومره مع الفرقه. الناس ما صدقتش ان انا، هو ده النيرف اللي احنا بنتكلم عنه. بس خلي بالك هو برده كان شاغل يعني في دماغه، يعني كان شاغل نفسه بحاجات، مؤمن جدد مؤمن ما جددش، هو اللي لعبه في دماغه بره وعملوا له ده. مؤمن جدد بقول لك يا اسامه، انا اتكلمت مع مؤمن في كل حاجه، انا اتكلمت معاه في كل حاجه. لعبه في دماغه وقالوا له هتروح مش عارف فرقه فين وهتعمل ايه، وهو كان عايز حته صغيره زياده في الحكايه. صحيح. ومن حق كل لعيب يا اسامه يطمع لنفسه ولاولاده واسرته وكل حاجه في اكبر حاجه. ما هو شايف ناس بتمضي ب 38 وناس بتمضي مش عارف بكام، ما هو الاولاد كلهم الحاجات اللي حصلت حواليهم عملت دوشه شويه. جونك بص سمير عكاشه جالك، شفت الجون ده كان شكله عامل ازاي؟ مش عايز اتكلم بقى كابتن، احنا جبنا وما كنتش بلعب فير، وكنت جاي من الهاف زي ما انت بتقول. بص جاي منين انا؟ بص انا واقف فين هنا؟ في الامارات. ده الشيف ده في الامارات، فاكره انت بتاع نادي الواحد؟ ده الجون حتى، ده الجون حتى ما عملش طريقه الكوره ولا يقدر ولا يقدر يعمل لها دي رايحه الكيسنج. ستايل كابتن خطيب. كابتن خطيب كان جايب الجون الاولاني على فكره براسه، كان حلو قوي، عملها له كابتن مصطفى عبده وتعور بعدها برضو. عين الحسود مش سايباه يعني. كابتن حشيش برضو نتكلم في حلول كابتن محمد يوسف النهارده. بص سمير جايب لك اجوان، ما دي السرعات اللي انا بكلمك عليها التعويضيه اللي انت نفسك فيها. مين بيخش جوه ال 18؟ فاحنا بنترجم لك ليه. أيوة احنا بالظبط ليه احنا كنا يعني الناس فاكرانا لحد دلوقتي. حظ المدافعين برضو ما لناش حاجه احنا يا كابتن. كان في حد بيهاجم الاهلي هيجيبوا لنا ايه؟ قطعه ولا تكتيك؟ بص الجون ده الاخر عامل ازاي؟ يا ميدو ابو شكل ما تكرمش. كنتوا مرعبين. لا 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 انا بكلمك في اسماعيل ده كان في اوهج اوقاته يعني. اسامه الاسماء والجمهور اصلا كان كله في الاستاد، كان الشكل يخض اي حد. ما كان بيجي 60 انا عندي انا عندي جوان يا ميدو عندي جوان طاير كده بتاع 4 5 متر وحاططها في المقص، واللي طاير من جنب رجل المدافع حاططها موزه. وعايز اقول لك على حاجه، دي عند كابتن شطه، افرجوا عن شطه عشان يفرج عن قال لي مره قال لي معايا حاجات كتير معاه بلاوي شطه. بص 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 يا ميدو، الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي عن اللعيبه والحماس والروح، انا عمري ما شفت شريف بيلعب نص نص. ما ينفعش في قمه الروح. لا انا بقى انا اسمع كابتن شريف يعني فاهم ازاي. وبعدين عايز اقول لك حاجه، اكتر عن تيل في مصر مثلا بيلعب قدام شريف عبد المنعم. شريف واخد الكوره ورايح ما مش شايف، وكان قلما انت قلت لي كنت بدوس ما بشوفهمش. لا لا صحيح بدوس اللعيبه. وبعدين جنبك الفاكهه كلها محمود الخطيب. مش لازم تتعب عشان تودي له الكوره. انا كنت بدوس على اللعيبه. قال لي انا كنت بدوس على اللعيبه كنتش باخد بالي. ما كنتش بالي منهم. بص كان صعب قوي ان واحد بسرعته ويرقص هو. لا وفي واحد هو اللي خلانا نعمل كده، واحد كان مضحي 90 دقيقه بيجيب الاسبرنتات دي منين؟ مصطفى عبده. طب يعني يبقى عندنا شويه دم نساعد بس يعني نروح من الناحيه الشمال انا ومختار. كابتن مصطفى عبده ومختار شريف وكابتن مختار. ايه ده؟ ايه القصه؟ وانت بقى من حوالينا لم بقى اللي بقى سرعات انت تانية ولا مش عارف؟ طيب عشان احنا وقتنا قرب يخلص، كابتن حشيش قول لي حلول الكابتن محمد يوسف في حاله لا قدر الله ان هو احتاج يستخدم البص انا هقول لك الاول، الكابتن حماده الصيدي هيعتمد على الضغط في نص الملعب. الضغط لان هو عارف وفاهم كويس قوي ان النادي الاهلي اللي بيلعب عليه ضاغط في نص الملعب، ما بيديش للنادي الاهلي فرصه الاستحواذ وانه يبني الهجمه صح. فالكابتن حماده مالي نص الملعب عشان يعمل ضغط على فرقه النادي الاهلي. والوقت معاه هو طبعا، لما تشوف يعني مباريات الجونه لعب 15 مباراه ضد النهارده، 3 فوز بس، 7 تعادلات، 7 تعادلات و5 خساره.
فهو على الاقل النهارده طبعا اذا ما كانش طبعا بيطمع نتيجه الظروف برضو اللي احنا بنقولها اي فرقه دلوقتي عايزه تضغط على النادي الاهلي يعني، انما هو كل مدرب بيبقى عنده مشروع طموح وكده، فهو هيعتمد على الضغط في نص الملعب. لازم في المقابل بقى كابتن محمد يوسف نقل الهجمه يبقى اسرع، تحضير الكتير اللي شفناه خلال الفتره اللي فاتت يعني يبقى اسرع شويه، والنقله تتنقل من الديفنس لنص الملعب للفيرود، ويعتمد على المساحات. النهارده انت بتتكلم معاك ازارو من النوع اللي بيخلق لنفسه مساحات، بس هيبقى دور بقى البلاي ميكر ناصر ماهر يعني يبقى متفرغ شويه لازارو، والتكمله زي ما احنا قلنا من الجنبين مهمه قوي عشان تعمل الضغط الهجومي على فرقه الجونه من البدايه. تحس لازم فرقه الجونه من البدايه تحس ان الاهلي نازل ضاغط على الفرقه وعايز يحرز هدف، هدف في الاول بمثابه يعني متنفس لناس كتير قوي تشيل الضغط عنك، لان انت النهارده ان شاء الله باذن الله مش هتكتفي بجون، انت عايز تسجل اكتر من هدف عشان زي ما قلنا ترجع الثقه يعني. تمام، انت ما جبتش على السؤال بتاعي برضه. قول. مش هقول لك بقى. خلي اسامه يجاوب عليه. لو كابتن حماده عمل التقفيله اللي كابتن حشيش بيتكلم فيها وقفل نص ملعبه والمباراه اتصعبت على محمد يوسف شويه، هيستعين بمين اوراق على دكه البدلاء؟ عندك اوراق رابحه بره، في طبعا وليد سليمان من الرابحه. او حلوله بصفه عامه. وليد سليمان طبعا بيضيف لك في الناحيه الهجوميه بشكل كبير ومن الاوراق الرابحه بره. وزي ما قلنا ان وليد سليمان بقاله فتره من مباريات افريقيا وكان بطوله عربيه ودوري كان موجود في الملعب رجليه على طول وكان بيلعب 90 دقيقه، فالنهارده وليد سليمان ممكن ناخد منه لو خدنا منه 45 دقيقه 30 دقيقه اكيد هيديهم بشكل قوي جدا وهينشط الناحيه الهجوميه. فده وليد سليمان من الاوراق الرابحه. عندنا طبعا برده عوده مؤمن زكريا، خلاص الامور مستقره ذهنيا ونفسيا دلوقتي الامور افضل، كان بيجهز مع فريق الشباب فعلى ما اعتقد برده لو خد وقت النهارده دخوله برضه هيكون مهم. عندنا طبعا لو احتاجنا مهاجم تاني في مروان محسن ممكن يكون جنب وليد ازارو يعني في وقت من الاوقات. عندنا لو رجعت لي كلمه مهاجم تاني يعني انت سالت سؤال حضرت عفريت دلوقتي اول يعني قاعدين نحل فيه بقى لنا ساعه يعني لو انت نزلت مروان من الاول مش هتحتاج السؤال اللي انت قلته ده، هتحتاج ايه بقى؟ خليك بص هتحتاج الماتش ده كان في اثنين مهاجمين عماد متعب وسام حسني. اتفضل ابص اتفضل الدنيا عامله بص كام واحد بص كام واحد بص كام واحد شوف الفرصه اللي جات لك عشان تروح تجيب ده اللي داخل ده ثالث محمد بركات الديفنس ده هيمسك مين ولا مين ولا مين الديفنس اللي هو بيلعب عايز اقول لك انت بتلاعب اربعه ديفنس كويس يمسكوا واحد ده كان ماتش ايه ده ولا يمسكوا ثلاثه مش هيعرفوا الاهلي والزمالك. بص الراجل بيرد عليا انت سؤالك انهي ماتش في الماتشات اللي كسبها الاهلي؟ انا عايز بس اقول حاجه. طيب انا عايز اقول حاجه يعني هم الفراوده بس اللي بيجي لهم لقطات مين جنب بعض اهو لا الفراوده مش ما كل الحاجات دي معجبه سنه كام يا اسامه الماتش ده فاكر؟ الوقت ده مختلف فيها يا كابتن شريف لما نشوف احنا بنلعب يعني 2007 3 5 2 كان في اللي بفكر اسامه عصام رياض قاعد يكلمني يقول لي انت ما بتقولش اسمي ليه؟ والله انا مش فاهم انت ما لعبتش عصام نص ساعه بس يا حبيبي دلوقتي يا ميدو في نقطة يعني الفراودة بس اللي بيجي لهم لقطات كده ولا ايه؟ مفيش أي حاجة للديفنس؟ مفيش أي حاجة للكابتن حشيش يا جماعة أنتوا كده ما أنت كده دخلتنا بص دخلتنا حشيش جبت جوان مش كده؟ بس حاجات بسيطة يعني أنا عايز أكمل الحتة دي صغيرة بس خالص يعني أنا بقول النهاردة يا ريت قد إيه يعني بص كده طب قول لي يا ريت كابتن يوسف النهاردة ما يعني ما يشركش يعني الظروف ما تخلوش يشرك وليد سليمان ورايح وأعتقد إن دي هتبقى معتمدة في المقام الأول على يعني مستوى اريحيه المباراه احمد الشيخ كمان تمام. انا ليش احمد الشيخ ده ريحني النهارده ويثبت نفسه ويتعب شويه عنده الباص ثرو باص وعنده كمان الكور الثابته ممكن يقدر حشيش انا عايزه يستلم ياخد 3 ياردة بالكوره صحيح يعمل لي بسرعته حته زياده كده يدي فرصه لكريم نيدفيد يلحق يجي هو ده يجي في الهجوم مش يجي في الدفاع ده شريف ياخد الكوره ويرجع بيها تاني ويطلع الناس طول لو ما الفتك الفتنس بيبقى قوي اي واحد فينا هيلعب لعبه العادي ده بيجي طول ما انت في الملعب وبتلعب تحت ضغوطات على طول صحيح ورجليك هتلاقي الدنيا من امتى الواد ده ما بيعدلش وبيبعد بشماله ده قوي جدا ان هو في الحته دي اللي خد فيها هداف الدوري الماتشات ده خلي بالك يا كابتن شريف انا قلت لك ميزه يعني بيتميز بيها احمد الشيخ عن ميدو جابر هداف وعن ناصر ماهر عنده الملكه بيحب يجيب جول عنده الملكه عايز يروح دايما على الجول ودي ميزه غير الضربات الثابته جدا هتلاقيها في وليد سليمان غير الضربات الثابته ده فاكر ماتش طلائع السنه اللي فاتت في اول جول جابه لنا في الدوري شكله التطليعه اهي بص التطليعه جت اهي جت لك ماتش الزمالك اهو اللي طلع ده اهو اوف كان لا 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 دي بعيده لا
ده شوبير قال لك ايه ده؟ شوبير اتخض. تعالى تعالى يا كابتن شريف يا كابتن هشام يا كابتن اسامه، تعالى نشارك الجماهير معانا في الاستوديو. في مش عارف ام دي محمد ولا مهندس ماهر بيقول 5-0 للنادي الاهلي ان شاء الله. وليد ده انا هديله تيشيرت لوحده، ده انا هديله تيشيرتين. بص يا جماعه انا عارف جميل النادي الاهلي الذكيه، فما تتحايلوش عليا يعني، ما تحايلوش عليا في الاجابات. انا عايز اللعيبه اللي هيكون صاحب هدف الفوز ان شاء الله، ان شاء الله يكون من نصيب الاهلي باذن الله اللعيب صاحب هدف الفوز، فما تدونيش 3-4 اسماء عشان انا عارف الجماهير الذكيه بتوع النادي الاهلي بيدخلونه، عارف يقول لك ايه يعني، اختار بقى انت يقول لك ايه، قال لك 2 قال لك 3 قال لك 3-2 لما نكسب ان شاء الله انا هدي كل واحد تيشيرت. في محمد طه بيقول 2-0 ازارو الهدفين، احنا هنجيب التيشيرت، انا هجيب لكم التيشيرت ان شاء الله ممضي من اللاعب صاحب الهدف اللي انتوا هتتوقعوه، هو ده يكون. لا مفيش ليكوا تيشيرتات. وانا تيشيرت من عندي. لا هو تيشيرت واحد يا كابتن، وانا واحد من عندي انا عايز اكسب الثلاثه بونت، لو ضحيت بشويه تيشيرتات انا على الستة بونت ست ماتشات. طيب خلاص كده 2-2 فايزين ان شاء الله باذن الله. باذن الله. نقول بسرعه كده كمان، في اسلام بيقول السلام عليكم، انا اسلام ابو ليلى، ان شاء الله الاهلي يفوز 3. قول يا اسلام مين صاحب هدف الفوز؟ يعني هيبقى اخر هدف، هيبقى اخر هدف. فوز الاهلي ازارو عبد الله عبد العزيز، فوز الاهلي 3-0 ازارو هدفين وميدو جابر هدف. احنا قلنا بقى هدف، احنا قلنا هدف. يوسف محمد 5-0 الاهلي باذن الله ما قالش اهداف. وعلي حسن انا بقول طبعا ما شاء الله كومنتات كتير جدا 3-0. ابراهيم السيد 3-1 الاهلي. قولوا اسماء لعيبه اخر اسم يكون صاحب هدف الفوز ان شاء الله الاهلي يكسبنا النهارده. كابتن شريف محمد يوسف هيبدا المباراه ازاي؟ بالضغط طبعا وبالبحث عن الثلاث نقاط ونهائي زي كل اوردر كان بيجي لنا زمان، خلصوا المباراه في اول 10 دقائق. احنا الضغط على الفرقه اللي قدامنا بتفقدها حتى صحيح. الشكل الهجومي علينا شكله ايه؟ اهم واخطر ما في فرقه، يا رب يكون كابتن محمد يوسف عارف ان احمد علي ده انا بشوفه اخطر حاجه هو اسلام رشدي موجوده في هذا الفريق، واحد بيطلع من ناحيه اليمين لازم يبقى في محطه ناحيه الشمال عامله له احباط دايما وهجوم عليه دايما، فما يفكرش كتير لانه لو فكر ان احنا نستخدم الحته اللي هو بيجي من وراها دي يبقى يمكن كابتن محمد يوسف فكر في حته انطلاقات احمد علي دي ونلعب من الناحيه دي، عشان كده نزل راجل قوي جدا ميدو جابر في الناحيه دي يقدر يترجم لنا جميع الهجمات ومساعده ازارو في الناحيه دي، فهو الضغط يا كابتن ميدو، الضغط هو اللي بيسمح لك بجميع العناصر ولاعيبتك كمان بتقرب من بعضها وكل ما الكوره بتترد بتبقى بتاعتهم ان شاء الله، فاعتقد يمكن ده اول حاجه، وهو انا شايف كابتن يوسف مديهم الثقه في الاداء، يعني شايفه بيكلم اللعيبه الحقيقه بحب في كل لعيب يعني. تمام، يعني في امطار شديده في استاد السلام، ان شاء الله تكون امطار بالخير على في مصلحتنا باذن الله، امطار واجواء يعني كل الناس ساعدنا في الشوط دي يا كابتن، صعب جدا ساعدنا في الشوط، الاهلي متعود يلعب في حرص بقى، لازم يكون في اللعيبه يعني حرص شويه في اللعب على المطر، واخد بالك من الزحلقه والحاجات دي، لازم يبقى برده يعني لعيبه قريبه من بعضها عشان الغلطات بالذات الغلطات من جوزيه كان بيشيلنا الملاعب قبل المطر والميه بتديك سرعه في اللعب، الكوره بتمشي بسرعه بس مش السيول بقى بتبقى يعني شويه كده من الملعب رش اللي هو يسرع الكوره بس كان دايما مستر جوزيه كان دايما يحب يسرع الكوره. توقعاتك ايه الماتش يا كابتن حشيش؟ والله ان شاء الله باذن الله انا شايف النهارده يعني هنعمل ماتش كويس وهيبقى فيه سكور ان شاء الله باذن الله يعني. كابتن اسامه ان شاء الله زي ما كابتن شريف قال اتمنى ان شاء الله يبقى فيه ضغط عالي من بدايه المباراه، تقدر ان شاء الله تجيب هدف يفك لك الدنيا من الاول يريح اللعيبه ويديها الثقه، اتمنى برده يبقى عندنا تماسك برده في الناحيه الدفاعيه، الناس ورا تبقى مصحصحه، ان لا قدر بيدخل فيك هدف بيصعب عليك الامور. شفنا مباريات كتير خلال الفتره اللي فاتت كان بيدخل فيك اهداف كتير، هو ده اللي كان يعني مقللنا شويه، لازم النهارده يبقى في تماسك في الناحيه الدفاعيه، دي بتديك دايما الافضليه في الناحيه الهجوميه، وان شاء الله يعني تبقى ليله اهلاويه باذن الله. اكيد 3-1 2-1 وطالع يعني 2-1 ادام اسامه قال بيخش فينا جول 2-1 يعني. يعني كمان عندك كمان النهارده جده احمد عيد عبد الملك اسماء مؤثره جدا في فريق الجون، ما هو برضو عندهم شكل وحاله اداء عايزين يعوضوا، مدرب جديد يعني المدرب الجديد بيبقى له وجود وبيبقى له نعره جديده كده، اللعيبه بتحاول تثبت نفسها قدامه ان هم دول يستغلوا القوام الاساسي لنفسه هو شايف انت اللي هو عشان بس عطلك، هو النهارده حاطط فادي فريد بره ومحمد عبد الجواد خدت بالك وبيطعم بناس هو شايفهم من فكره هو ان هم يقدروا يؤدوا قدام الاهلي كويس، فاللعيبه اللي بتنزل الحقيقه هيلعبوك بروح جامده جدا، وهم عندهم ميزه وعيب، هم بيلعبوا اوبن جيم
يعني ما بيلعبوش بشكل دفاعي. كابتن حماده منور كده. كابتن حماده بقى هنتفرج انا وانت وكباتن. فادي فريد ده اعاره من النادي الاهلي من فريق الشباب كمان مواليد 97 هو من فريق الشباب راح السنه دي. هو عنده فكر بقى ان شاء الله هنشوف الدنيا هيبقى فيها اول 45 دقيقه وباذن الله يبقى زي ما قلتوا انتوا كلكم حاله الضغط على الخصم هي اللي تبقى لينا احنا باول الاهداف. مش عايز تسالنا نفس السؤال للجمهور ولا اي سؤال؟ عايز تيشرتات؟ ها لا هناخد منك تيشرتات. لا مين اللي صاحب هدف الفوز يا رب ان شاء الله. مين يا كابتن؟ في عندنا احنا في كلنا بنامل في ناصر ماهر بقى يجيب جون قبل ازارو يعني طبعا. انا بامل النهارده في ناصر ماهر باذن الله. قول لي. انا بقول مؤمن لو نزل كابتن اسامه. بقول ربنا بقى يفتح على ناصر على وليد ازارو بقى نفسي بقى يجيب هدف خلال العمليه تفك. اكتبه بس انا قلت ناصر ماهر وانا اكتبه عندي. يا رب يا رب ان شاء الله اي حد النهارده يكسبنا ويكسب فريق النادي الاهلي. فيه 300 مشجع دخلوا الاستاد ان شاء الله 300 يكونوا صوتهم عالي زي ما احنا بنقول دايما صوت المشجع الاهلاوي. ب 1000 مشجع تاني ان شاء الله الدنيا ترجع باذن الله بسرعه جدا. نشوفكم بعد هذا الماتش هيبقى عندنا كلام كتير جدا هنقول لحضراتكم. تابعونا على صفحه الفيسبوك صفحه النادي الاهلي وتوقعوا عشان ان شاء الله يبقى فيه 2 تيشيرت لجماهير النادي الاهلي. عايز اجيب لكم مليون تيشيرت لكن ان شاء الله واحده بواحده كده ونبارك لبعض بعد هذا اللقاء. استنونا هنرجع لكم على طول. هي فوز صعب صحيح لكن يعني لعب واستحواذ ونتيجه للنادي الاهلي. كان في سوء حظ كبير جدا جدا وغلطه غير مقصوده من سعد سمير بزحلقه يعني الراجل مع ان المفروض يعني برده الوقفه الدفاعيه لكن معلش هدف دخل فينا وانت مستحوذ وانت شكلك حلو قوي شكلنا حلو قوي احسن مباراه بتروجيت والمقاولين طبعا بكتير جدا لكن فوز عن استحقاق وجدار النادي الاهلي 3 نقاط غاليه جدا للنادي الاهلي بيواصل مسلسل انتصاراته وبيصعد للمركز العاشر. الناس اللي مستخبيه دي تطلع. الناس اللي شايفكم انا تحت السراير اطلعوا عادي. يعني الناس اللي كانت مستنيه الاهلي يتعادل او يخسر دي شايفكم طالعين المركز العاشر واستنونا ان شاء الله الموضوع بيقرب وهنشوف بقى نتقابل في الاخر ان شاء الله. الف مبروك لكل الاهلي من ينتمي للنادي الاهلي الكبير. قلت لكم دايما رجاله النادي الاهلي عند حسن ظن الجميع. مباراه صعبه جدا لكن الاهلي اقتنص 3 نقاط عن جداره واستحقاق. ارحب بضيوفي الكرام مره ثانيه كابتن شريف الف مبروك. هخليك تقول اللي انت عايزه. رحب بس كابتن محمد حشيش. ايوه النهارده مبروك كابتن اسامه حسني. مبروك يا كابتن شريف ومبروك لجماهير النادي الاهلي. الف مبروك. قول يا سيدي. اقول ايه يعني؟ اقول ان السيناريو اللي احنا شايفينه هو اللي اتحقق. هقول ان اسلوب اللعب اللي لازم تبتدي بيه انتهيت بيه. هقول عوده الروح الفانيلا كمان يعني الحقيقه النهارده انا بشكر اللعيبه على الاحساس ان هم تاخروا بهدف وفي ظل المطر وفي ظل كل ده وكانوا النهارده الحقيقه على قد المستوى حتى لو تعادلوا النهارده الحقيقه يعني كانوا هم وان سايد جيم وهم المتحفزين وهم ماسكين امور اللعب مهما كان في اخطاء. الاخطاء دي طبعا معرضين ليها في المباريات الكابتن عارف اللي هي كلها مطر وزحلقه وحاجات كده والفرق الكبيره بتجيب جولين وثلاثه واربعه وتضيع 3 4 فرص ويجي فيها جول عادي جدا زي ما اسامه قال قبل الماتش احنا يمكن يجي فيها جول عشان كده انا قلت النتيجه 2-1 النهارده وده احساس برضو ان المباراه ما كانتش هتبقى بس ما قلتش مين اللي يجيب هدف الفوز مش لا قلت لازم تلعب مش هتاخد التيشيرت لازم تلعب باثنين فراوده ولما لعبت باثنين فراوده بقى ليك شكل وبقى ليك هجوم والراجل اللي عمل لك الجون الاولاني انا عايز اقول لك على حاجه بس النادي اللي انا قلت لك عليه وراحت رايحه على هقول لك على حاجه على احمد الشيخ اللي جاي اللي هو عايز يعني بص شويه اللي انت عايزه بس طب اقول لك على حاجه لو سمحت اسمع اللي انا عايزهم يمشي طب اسمع الكلمه دي لما انت لما انت ما تتوقعش القلب انا مغير 4 شرايين اسمع لما انت ما تتوقعش النتيجه وتقول السيناريو مين اللي يقول ما حدش مصري يقولها غيري طبعا كل ماتش بقول لكم النتيجه كام وتلعبوا ازاي انتوا لو لعبتوا كده طيب يا اسامه احنا لو لعبنا كده ماتش الوصل ولعبنا كده ماتش بتاع تونس حاجه هيجرى لنا حاجه في ال 18 على طول موجودين احنا العرضيات لا يا ناس ده حتى النهارده مروان زي ما يكون ربنا بيلاقيني اقول ايه مش اكتر من كده يعني راح عامل الكوره بدماغه كله جري على وليد ازارو الكره تروح لاحمد الشيخ اللي هو زي ما انت ميدو عايز الناس اللي بتيجي من ورا لعب الكره صلحت له تاني العدل بقى عشان يحطها تاني اللي هي الملكه بتاعته ده الجول ده كمان مع الوان سايد جيم خلاك انت المستحوذ وتجيب جون واثنين وثلاث النهارده ناصر ماهر لو موفق والارض ما فيهاش المطر ده وكمان الماتش ده يطلع 4 و5 عمل مجهود كبير يعني انا بقول الحمد لله على كل اللي حصل النهارده
ودي هدية للعيبة والجماهير ان احنا ان شاء الله مكملين مع بعض رغم الظروف اللي احنا بنمر فيها. طيب يا سمير، احنا عايزين نقول للجماهير اللي مستنية، اللي طبعا اللي كسبوا التيشيرتات ان شاء الله السوشيال ميديا طبعا يعني قالوا 2-1، ناس قالوا 2-1 كتير جدا، وفي ناس قالت صابر عمر قال مين ومين؟ فكرت شي فارق 2-1 لما قلت لك ممكن بضح. صابر عمر، اصل في ناس عامله دلوقتي كومنت بعد الماتش ما خلص، خلي بالك حد قال احمد الشيخ عموما في ناس عامله جاست ناو عامله كومنت دلوقتي. يعني عموما السوشيال ميديا فوق هيشوفوا مين اللي كسبان، وهقول لكم دلوقتي هنقرا كومنتات حضراتكم وهنقول مين الكسبانين في اخر الحلقه. خليكم معانا، هيبقوا في تيشرتين ممضيين من وليد سليمان واحمد الشيخ ان شاء الله للاثنين الفائزين، تبقى قاعده كل الاستوديو نعملها ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حشيش، مباراه الاهلي قدم فيها مستوى جيد جدا، محمد يوسف استعمل تغييرات في احسن ما يكون بصراحه، وفوز مستحق. مبروك للنادي الاهلي كذا مكسب النهارده. اولا اهم حاجه طبعا زي ما قلنا قبل الماتش، الثلاثه بونت، ثلاث نقاط، دي اهم حاجه أكيد. في الموضوع ثاني حاجه عوده النادي الاهلي بعد الخساره دي برضو جميلة. مكسب كبير قوي كانت تهمنا برضو عشان نشوف مدى اصرار اللعيبه على المكسب وثقتهم بنفسهم وفي المكسب. يعني انت تبقى خسران واحد في ظل الظروف اللي موجوده، ارض مبلوله متغرقه ميه وفرقه بتبقى متفوقه عليك بواحد وانت تحت الضغط ده وترجع تاني، دي حاجه كويسه. طبعا الروح القتاليه لغايه اخر المباراه، دول الثلاث مكاسب طبعا النهارده. النادي الاهلي كمان المكسب الرابع ان انت بتقرب ان شاء الله بالمؤجلات دي، بتقرب من المنافسه، بتقلق المنافسين. النادي الاهلي كان ان شاء الله يعني كان في كبوه كده صغيره، وان شاء الله يعني راجع تاني وراجع بروح النادي الاهلي وبمكاسب المنافسين طبعا طبعا يعني من الدرجه الاولى. أنا مش يعني ما تفتكرش طبعا مش كل مكسب للنادي الاهلي المنافسين بتوعه لازم بتقلق، لان المنافسين الفتره اللي فاتت كانوا مرتاحين شويه ان ايه. لا المنافسين ولا المتابعين؟ اصل هتفرق كتير. لا بجد والله، يعني احنا بنتكلم بالورق وبنتكلم بالارقام وبنتكلم بالبطولات. بص في ناس في منافسه وفي متابعه. في ناس اميدو كانت تتمنى الفتره دي تطول في النادي الاهلي، وكانوا يتمنوا بالذات المباريات الاخيره دي. في ناس في الهاف تايم سالوا وجالوا وحللوا فينا طبعا، وطلعوا فرقه الجونه انهم اعظم فرقه في العالم. بتفرج على ماتش تاني. هم بيقول لك ان جميع المفاتيح وقفوها بتاعت النادي الاهلي. أيوه. ودول فرقه قويه جدا، وهم الحقيقه استغلوا ضعف اللي هم موجود فيه النادي الاهلي. انما الناس دي انا عايز اقول ربنا لك حاجه شيف. ربنا عادل، خدت بالك اسمه العدل كويس. العادل ادى لعيبه النادي الاهلي النهارده اقل حاجه عملها انه يخلي الالسنه اللي هي بتتجرأ علينا صحيح. انها تقعد في مكانها ووضعها الطبيعي، وضعوكم الطبيعي. جميل. المتابع للمباراه اللي بالذات حصل تفوق نسبي للجونه بعد الهدف اللي جابوه طبعا من غلطه، لان يمكن هي دي الكره الوحيده اللي راحوا بيها، وغلطه طبعا نتيجه لزحلقه ومطر و تحصل في اي مباراه يعني. انما الشوط الثاني اون سايد جيم بالنسبه للنادي الاول فيه كتير قوي برضو. يعني انت الشوط الثاني كله بتاعك، ولولا فعلا المطر والظروف دي كان ممكن يبقى فيه سكور اكتر من كده بكتير. زي بقول لك وبكرر وبعيد تاني، اهم حاجه انا بالنسبه لي غير الثلاثة بونت هي عوده الروح للنادي الاهلي. بالظبط. الروح هي الفيصل في الفتره اللي جايه، وخصوصا بس شهر 12 ده يعدي. بالظبط. عايزين قبل ما انسى اقول لكابتن حماد صادق، يعني هارد لك، يعني كان متفوق في معظم وقت المباراه بهدف، بالهدف بالنتيجه يعني قصدي مش بالاداء، لكن هارد لك بيلعب فرقه كبيره جدا، ويعني حافظ على الهدف على قد ما يقدر. دول لعيبه كويسين قوي بتوع، لكن لعيبه كبيره قوي يعني. وبصراحه يعني اكيد الكابتن حماده هيعمل شكل جديد للجونه. كابتن اسامه، بالرغم من الضغوطات اللي على اللعيبه، لكن زي ما قال الكابتن حشيش بعد التاخر بهدف رجعوا اتعادلوا ورجعوا جابوا هدف فوز، لكن برضو اللعيبه مش هم لعيبه الاهلي لسه، الضغوطات مأثره عليهم. لا بالعكس. طيب استاذنك اشوف السيد عبد الحفيظ بسرعه مع الزميل كريم احمد. كريم اهلا بيك واتفضل. بجد تحيه ليك يا كابتن ميدو، برحب بيك في البدايه وبكل نجوم الاستوديو للتحليل. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره للنادي الاهلي، ببارك لك كابتن سيد، سوء توفيق بيقابل النادي الاهلي من اصابات، مجهود كبير بيبذل، لكن بشكل عام النهارده بنشوف المباراه ازاي واصرارنا ان احنا نحقق النتيجه دي ازاي يا كابتن سيد؟ الحمد لله طبعا، يمكن برضو ما زلت بقول ان احنا في مرحله صعبه جدا ومحتاجين شغل كتير جدا جدا جدا، شغل في داخل الملعب وشغل خارج الملعب ان شاء الله الرحمن.
ف يعني مكسب كويس وكل شيء، لكن برضه محتاجين شغل يعني. اتكلمت معاك يا كابتن، مع اللعيبه، الكابتن يوسف وانت بالذات، يمكن انت بخبرات الكبيره كابتن سيد، والحديث مع اللعيبه بيبقى فيه فارق كبير، لان الجانب النفسي اتكلمنا عليه اكتر من مره بيفرق كتير قوي مع اللعيبه. طبعا، بس انت في الاخر برضو عندك ظروف صعبه جدا يعني، حتى زي ما انا قلت يعني من اول ما اشتغلنا قلت في ثلاث محاور بتشغل اي لعيبه دلوقتي، واللعيبه بترجع من اصابات واللعيبه يتم تدعيمها، لكن في النهايه بتشتغل على الواقع او التاريخ اللي انت فيه يعني. فمهم قوي ان احنا نكسب، الفوز بيبقى صعب انا عارف كده، والمرحله اللي جايه برضو مش سهله، صعبه جدا، محتاجه قلب جامد جدا جدا جدا، محتاجه قوه جامده جدا، محتاجه قوه في الشخصيه كمان وفي التحمل، هتتعرض لحاجات وممكن تبقى مش موفق في حاجات زي النهارده مثلا، لكن الحمد لله الحمد لله كان مكسب مهم جدا بالنسبه لنا يعني. الفتره اللي جايه ولسه عندنا مباراه افريقيا كابتن سيد، انا عارف ان الجو برد طبعا كده، بس شايف الفتره اللي جايه ازاي؟ عندنا طلائع الجيش، ثم كمان مباراه الاثيوبي، طبعا بطل اثيوبيا، بتشوف الامر ده ازاي؟ لان التلاحم بدا خلاص يا كابتن سيد. خلاص، هي المرحله كلها لحد 29/12 اللي جاي، عندنا كان عندنا 9 مباريات، خدنا منهم 3، لسه فاضل 6، نتمنى يا رب ان احنا نحقق فيهم نتائج مقبوله ومعقوله على المستوى الاداء يعني، ان شاء الله الرحمن الامر يتحسن احسن من كده كمان، لكن في النهايه يعني احنا مش الموضوع مش هيبقى بين يوم وليله يعني، هكذا ياخد وقت زي ما قلت، في شغل داخل الملعب وفي شغل خارج الملعب، ويا رب ان شاء الله الرحمن لحد ما نوصل لاخر الشهر ده باذن الله تكون الدنيا كويسه معانا. طول عليك الاخوه، منك رساله لكل لعيبه النادي الاهلي، مرحله مهمه، تحديات كبيره جدا بتقابل النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، كابتن سعد ابو حفيظ ممكن يقول لكل اللعيبه؟ اقول دي مسؤوليه كبيره، واقول علينا مسؤوليه كبيره، واقول للعيبه اللي موجوده في الملعب مسؤوليه كبيره، يعني علاجها الوحيد ان انت تبقى بقلب جديد جدا وبروح عاليه جدا جدا، في حاجات كتير جدا ممكن يتم علاجها بالروح وبالاصرار، حاجات كتير قوي ممكن تتجاوزها برضو بالقلب والاصرار وقوه الشخصيه يعني، هتقابل الصعوبات في الفتره اللي جايه، احنا مقرين بكده وعارفين بكده، مش هننكره يعني، لان انت في النهايه يعني انت راجل بتتكلم بالواقعيه يعني، لكن شخصيه الاهلي وروح الاهلي هي السلاح اللي عندك دلوقتي في الوقت الحالي يعني. رسائل بقى لكل الناس يعني، انت في الاول والاخر يعني بتتكلم في النطاق بتاعك، الناس بتاخدك في حتت تانية كتير غير اللي انت تقصدها او اللي تعنيها، لكن في النهايه اللي عايز يفهم يفهم يعني، حتى الراجل اللي هو على طول بيطلع ده يعني اهدى شويه، الليله لسه طويله والسنه لسه طويله، واحنا هنروح من بعض فين يعني، انت موجود معانا واحنا موجودين معاك، السنه طويله جدا يعني، لكن في مستوى في الكلام، وزي ما في مستوى في التاريخ وفي الالقاب وفي البطولات، كمان في مستوى في الكلام يعني اللي عايز اقوله يعني، فممكن تقول كلام يعني مع النادي الاهلي انت ما تقدرش تنفذه، زي ما بتحلم احلام برضو ما تقدرش تعيشها يعني، لكن في النهايه احنا مقرين على شغلنا ومقرين على واقعنا وبنتعامل معاه وهنتعامل معاه، ومصر برضو ان احنا لحد ما يجي شهر اغسطس باذن الله تعالى نكون ابطال للدوري باذن الله، هنشتغل على كده مع لعيبه لازم روحها تبقى اعلى من كده بكتير يعني، يمكن اتكلمنا بين الشوطين واصرينا ان احنا نوصل رسائل بين الشوطين، كانت الاستجابه موجوده في الشوط الثاني، ربنا ادانا في الشوط الثاني رغم ان الشوط الاول ممكن يكون عدد فرص اعلى يعني، لكن هي كده يعني، سلاحك الوحيد هي شخصيتك وروحك في الوقت الحالي. كتير ما بتنزعجش من الهجوم عليك يا كابتن سيد، انا عارف ان انت يمكن بتحط كل الامور دي وراك، بتحط النادي الاهلي قدامك، ما بتنزعجش من الامور خلال الفتره اللي فاتت دي؟ لا يعني خلاص، انت اللي بيشتغل الشغلانه ديت يعني بيبقى عارف كويس جدا ان في بعض الاوقات هتعجب ناس وفي بعض الاوقات هتنتقد في ناس، ما عنديش مشكله خالص يعني، الامر سيام يعني ما بين ده وده، لكن في المدح او الذم، لكن في النهايه طالما ما فيش تجاوزات او تجريح ما عندكش مشكله اطلاقا، حتى لو حد قال لك ملحوظه في حياتك او ملحوظه في شغلك وتكررت من حد تاني، لابد ان انت تاخد بالك منها يعني، لكن في واحد بتطلع يعني منه الحاجات ديت يعني، مش عايز اتكلم عليه كتير، لكن في النهايه انا قلت له المسج يعني الليله طويله والسنه كتيره جدا جدا جدا، خليك هادي، خليك بارد جدا يعني، هتنفعل كتير، يهمنا ان انت تكون موجود اصلا، ما تبقاش بعيد يعني، وزي ما قلت يعني انت لو الكلام مع النادي الاهلي ما تقولش كلام ما تبقاش قده، وفي نفس الوقت ما تحلمش حلم ما تعرفش تعيشه يعني. الف مبروك يا كابتن، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد ابو حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، فوز كان هام جدا، اصرار لعيبه النادي الاهلي النهارده، وزي ما قلنا قبل كده يمكن سوء التوفيق والبدلك الكبير اللي بيقابل فريق النادي الاهلي، لكن بالاصرار وبالعزيمه وبالتحدي الحمد لله قدرنا ان احنا نحصل 3 نقاط مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي، لسه المشوار طويل يا كابتن ميدو، لسه عندنا مباريات متلاحمه زي ما قال الكابتن سيد، في شغل كبير لابد يبذل ان شاء الله خلال الفتره القادمه من الجهاز الفني، وايضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير للكره، مستمرين معاك كالعاده كابتن ميدو هنا من استاد السلام بعد فوز النادي الاهلي على فريق الجونه، وخلال لحظات ان شاء الله يكون معنا الكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الاهلي. عودة ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم من استوديو التحليل. شكرا جدا ليك يا كريم، وشكرا للكابتن سيد عبد الحفيظ. صواريخ ارض جو رنكوسي قوي، قصدي الاهداف يعني. شفت المكسب بيخلي الواحد يتكلم من قبل. لا هو سيد عبد الحفيظ بصراحه هو بيتكلم
بيتكلم دايما في الفير وبيتكلم في المعقول وبيتكلم في المطلق وبيتكلم في المنطق وبيتكلم في الصميم بيتكلم في الصميم جدا صواريخ بتطلع. ايوه فعلا لازم الانسان المسؤول يبقى هادي ويبقى رزين يعني علشان تعرف تدير الامور. بنتكلم في العموم طبعا يعني. هو اكيد الكابتن سيد بدي نصايح ومن قلبه على فكره. هو حد يفهم ان هي مثلا من وراء قلب؟ لا، ده بديها من قلبه يعني. يا ريت تروح بقى في القلب. اسامه انا كنت معاك، انا اسف. طبعا مبارك النادي الاهلي النهارده اداء ونتيجه. المباراه اللي فاتت بتروجيت قلنا احنا كان مهم المكسب والثلاثه بونت، مش مهم الاداء. النهارده النادي الاهلي الثقه اللي خدها مباراه بتروجيت النهارده بتفوز بالاداء وبالنتيجه، بالرغم ان احنا كنا متاخرين بهدف، لكن كلنا كنا قاعدين متاكدين ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب في اي وقت. احنا شايفين اللعيبه، شايفين الروح متغيره، شايفين الضغط في كل مكان، ضغط من فوق، شايفين السيطره، شايفين الاستحواذ. حتى النهارده كابتن محمد يوسف ما شاء الله موفق في التغييرات. تغييرات النهارده يعني قلبت الملعب، اصفرت كلها عن اهداف. شفنا النهارده مروان محسن لما دخل ومع وليد ازارو، الاثنين عملوا ثنائي بقى في كثافه عاديه قدام. شفنا نزول وليد سليمان مع بدايه الشوط الثاني، قلب الموازين مره ثانيه، قدرنا نمسك الكوره. خبرات ما شاء الله، حتى الهدف اللي جابه كان فيه تكمله هجوميه. لا النهارده النادي الاهلي يعني مبروك اداء ونتيجه. النهارده في خطا سعد سمير، يعني طبعا هو خطا يعني ما ينفعش لعيب بحجم سعد سمير وبخبرات سعد سمير انه يخطا الخطا ده، لكن خطا وارد في ظل الميه وظل المطر. لكن النهارده بنشوف احمد علاء ما شاء الله، النهارده المباراه الثانيه على التوالي، لا احمد علاء ظهر بشكل مميز النهارده. كريم ندفد اتسجل كده فعلا، كريم ندفد القلب النابض اللي احنا دايما هنشيد بيه ان شاء الله كل مباراه. النهارده بالرغم انه ما بيلعب في مكان غير مكانه في الباك رايت وهو مركزه الاساسي ديفندر في نص الملعب، النهارده برضه الروح القتاليه بيأدي بشكل مميز. احمد الشيخ، واحنا اتكلمنا في الاستوديو على احمد الشيخ قبل المباراه ورهنا عليه وقلنا احمد الشيخ من اللعيبه المميزه اللي تلعب تحت المهاجم اللي عنده النزعه الهجوميه. تمام. دايما بتلاقيه بيدوس في ال 18، دايما عنده حاسه التهديف وعنده الرغبه في التهديف زيه زي وليد سليمان. النهارده برضه احمد الشيخ ما شاء الله ظهر بشكل مميز النهارده. النهارده التغييرات الكابتن محمد يوسف لما فريق الجونه، واحنا توقعنا ان فريق الجونه هيعمل كثافه عاديه في نص الملعب، لما فريق الجونه كان متقدم بهدف كويس، توقيت التغييرات كان مهم جدا ان احنا نشوف وليد سليمان في بدايه الشوط الثاني مكان ميدو جابر. عمل نقله هجوميه مميزه جدا وحط الجونه اكتر في نص ملعبه وعملنا كثافه هجوميه. بعديه نزول مروان محسن وخروج هشام محمد وبقيت بتلعب بهاف ديفندر واحد هو عمرو سليمان، اداك برضو كثافه هجوميه. لما ربنا كرمك وحققت المكسب وقدرت تجيب الهدفين بدا بقى يحصل التوازن تاني بنزول اسلام محارب، وبعد برضو نزول اسلام محارب برضو رحت بكرات النهارده. انت جات لك ثقه تاني، جات لك الثقه طبعا. بس لكن النهارده النادي الاهلي في السيطره والاستحواذ ما شاء الله كان مميز النهارده. تدوير الكوره، نقل الكرات رغم صعوبه الملعب والميه النهارده، لكن عندك السيطره، عندك الاستحواذ. الضغط النهارده كنت انت اقوى، الروح القتاليه كنت افضل. فالنهارده طبعا بنقول للنادي الاهلي مبروك اداء ونتيجه. الحمد لله. لازم برضو نثني على كابتن شريف. كابتن شريف كان عايز ديفندر واحد وكان عايز اثنين روس حربه، فنان والله فنان. بص يا عميد، بس انت بتغر علينا يا كابتن يعني. اما بنقعد عايز الماتش ده يتاخد بتاع تاني هاف تايم ده تبتدي بيه الماتش الجاي ان شاء الله. برضو ليه؟ برضو انا اللي قلت تلعبوا بسوليه قدامكم ثلاثه واثنين فيرويد، هتروحوا تجيبوا جون امتى؟ على فكره انت ما قلتش كده يا كابتن. والله العظيم قلت كده. لا لا، انت سمعته يا اسامه؟ سمعته يا كابتن حشيش؟ انا قاعد وسط عصابه كابتن حشيش. لا قول بصراحه، قول بصراحة. شريف حبيبي مش قادر، دفعتي ما نعمل. انت هتروح معايا؟ لا انا لوحدي. بص يا ميدو، اذا كنت انت عندك تقصير في عدم فهم كره القدم والملعب وتعمل خطط، دي مش بتاعتي انا، مش مسؤول عنك يا ابني. انا مسؤول على اللي انا بشوفه يا كابتن اسامه. ايه قوه النادي الاهلي في الحاله اللي احنا فيها دلوقتي؟ على فكره اسامه ما سمعكش برضه، اسامه ما سمعكش برضه يعني. ما تقولوش يا كابتن اسامه يا حبيبي وبتاع. خلي بالك انا بتفق مع كابتن شريف، لكن برضه يا كابتن شريف في مباريات ممكن العب بالشكل انت بتقوله ده، مباريات ابدا بيها، وفي مباريات يعني ما ينفعش ان انا ابدا بالشكل ده. طب بتطمع علينا فين الفرق؟ لا لا ما بتطمعش. في فرق بتطمع فيها الفرق وانت في نص ملعب، لازم يبقى عندي الكثافه العدديه في نص الملعب عشان اقدر
استحوذ. وعندك الناس اللي بتكمل زي احمد الشيخ، زي عندك وليد سليمان، عندك زي مفيش عندي التكمله يا اسامه بعد اذنك. انا اول مره نختلف هنا لسه قبل الماتش. الشيخ مكمل جاي الجون يا كابتن الاول كده تكمله، وعوده لعيبه أيوة من اصابات، عوده لعيبه السنه اللي فاتت. لازم انا كيف ظروفي مع التدويره في اللعيبه اللي عندي، اخد الماكسيمم منهم. اما اقول العب بالسوليه، السوليه قادر انه ياخد الخط ده يمين وشمال ديفندر، معاه جنبه ثلاثه قدامه، قدامه اثنين، مفيش فرقه هتيجي عليك اصلا. خلوا الكلام بتاعي ده انا اللي احنا شفناه عملي. طب تعالى اقول لك، تعالى اقول لك على حاجه مش هتزعزعني على اللي انا فيه. هل الهدف المبكر اللي جه في النادي الاهلي، او مش المبكر، المباغت اللي جه في النادي الاهلي، زود من ضغوطات اللعيبه؟ زود من روح اللعيبه، زود من اللعيبه روحها تعلى اكتر، زود من روح اللعيب. كابتن سيد عبد الحفيظ، لو حضرتك كنت سمعت قال ان انا بين الشوطين ركزت قوي على ان احنا لازم نرجع بروح الاهلي، وشددت قوي على اللعيبه ان هي ترجع بروح الاهلي، ولازم روح اعلى من كده. عشان كده احنا ضيعنا فرص كتير في الشوط الاول، لكن جبنا في الشوط الثاني هدفين. بص ربنا كمان بيحطك تحت ضغط، خدت بالك؟ بس ربنا كمان يعلم تمام معدن الاولاد والفنيله الحمراء شكلها ايه. بس حاجه غريبه قوي يا كابتن شريف، انا كل بالي اتزحلق الماتش اللي فات، الماتش المقاولين النهارده ساعه سمير بيتزحلق. خلي بالك احنا يا كابتن شريف، واتفقنا مع الكلام ده ان المباريات، ارجع مباراه الوصل هتلاقي خطا فردي مش شناوي، مباراه المقاولين خطا فردي من سليف، النهارده خطا فردي من سعد. لازم اقلل الاخطاء الفرديه بتاعتي. لازم هنا بقى نرجع للجون اللي جاي ده، مروان محسن، وليد ازارو، دخول الشيخ جوه، ادي الكره اللي احنا بنلعبها هجوميه. ارجع تاني يا سمير، ارجع بقى جون واتفرج بقى، ادي ارجع تاني خالص سمير من الاول خالص. النادي الاهلي لازم يبقى في خط ال 18، هو ده الشكل اللي لازم يستعمل. بص كام واحد والجون، بص الجون 2 3 5 6 جوه ال 18، ها الكره تخبط في اي حد تخش جون. ده الجون الاولاني اللي جبناه في المباراه اللي فاتت، اربعه داخلين في الكره مع الكره، هو ده الشكل. وبرده خلي بالك اللي انت تقوله، خلي بالك الشيخ برده حلوين عشان يبقى الشكل يا كابتن حشيش. قلنا قبل الماتش هو انا لازم اتغير. الشيخ في نفس مكان جون بتروجيت، في نفس مكان جون بتروجيت، ترجع ياخد البعيد، بياخد البعيد. كابتن ميدو قلنا بص شايف الانتشار، نقطه ميدو برده لازم نتكلم عليها. بص يا ميدو احنا قلناها كلنا قبل الماتش، هو احنا لازم نتاخر عشان نلعب بالشكل الامثل، شبه في الزياده العدديه دي. هو احنا مش بنعلم على فكره، لازم نتكلم برده في نقطه بقى. احنا ناس من بره شايفين حاجه معينه، يمكن عشان انا فيرود وحاسس ان قوه النادي الاهلي في تواجدها في منطقه الجزاء، هو بيتكيف بحسب المستشفى اللي عنده. هنا النهارده بيجرب ميدو جابر يحتاجه، بيوع منه حسام عاشور. انا ما بعلمش ولا بقول انا بفهم احسن منكم ولا هم مقصرين في حاجه، انما نقدر احنا واحنا قاعدين كده نتحسس نتحسس على روشتات نساعد بيها اخواتنا. انا بتكلم على فكره من سنه فاتت مش من النهارده. بص جول بتروجيت نفس ادي 1 2 3 4 نفس مش هتجيب جول غير كده طبعا. نفس التمركز بتاع اللعيبه ده برضو يحسب لكابتن محمد يوسف ان هو في حاجه بتقلب، وكان ممكن يريحوا محمد يوسف في كام كوره جت بعد كده، الكوره بتاعت وليد سليمان. بس طبعا ادي والشيخ برضو على البعيده. اه بالظبط، ما انا بقول لك نفس الكوره. احنا واحنا مدربين فنيين كويس، ايه اللي يريحني في فرقتي؟ انها تكسب. صحيح، هتلاقي فكري عبقري انا كمان معاهم. صحيح، هتلاقيني انا بشغل ده صح وبشوف الملعب صح، انما انا تحت ضغط، تحت ضغط، تحت اصابات، تحت اصابات، ما تطلبش منه يا عيني. عايزين نقول حاجه ليدو بقى، ان شاء الله اللي احنا بنشوفه ده في الماتشات الجايه العبوا صح وهجموا، ما تطمعوش الناس فيه. نطلع نشوف كريم احمد معاه كابتن محمد يوسف مدير فني النادي الاهلي، ونرجع لحضراتكم على طول. كريم اهلا بيك. استوديو التحليلي، مباراة مهمة وفوز مهم جدا لفريق النادي الاهلي، الاصرار والعزيمة كانت باينة جدا مع لعيبة النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف طبعا المدير الفني، ببارك لك كابتن يوسف، باين ان يمكن في اصرار وفي مجهود، ظروف كتير جدا، ويمكن زي ما اكدنا وقلنا الاصابات كل مباراة يمكن بننقص واحد، بيعود لينا واحد بينقص واحد، ظروف سوء توفيق بيقابل الجهاز الفني واللعيبة، لكن حطينا في المباراة النهاردة، قلت ايه للعيبة والاصرار ده النهاردة نتيجته يا كابتن يوسف؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بمسي على ميدو على ضيوفه طبعا كباتننا. انا بقول مبروك طبعا، الثلاث نقاط النهارده مهمين جدا، يمكن صعوبه اللقاء المطر اللي حصل برضو عمل شويه بالنسبه للعيبه، يمكن الهدف ما كناش موفقين فيه من زحلقه، لكن اللي انا عايز اقوله مبروك للعيبه النهارده، ادوا بشكل كويس جدا، انا شايف ان الروح حلوه قوي. عايز اخد الايجابيات من المباراه النهارده، احمد علاء بيثبت نفسه، عندنا احمد الشيخ كمان لتاني مباراه. النقطه كمان اللي مهمه جدا ان انت النهارده بتتاخر بهدف وبترجع الحمد لله بهدفين، يمكن انا كلمتهم بين الشوطين بعد الجون حصل تسرع شويه، بقينا بنلعب برتم واحد سريع قوي طول بقى بعد الجون، فدي خلت مفيش تصرف كويس في الكوره. لكن الشوط الثاني الدنيا هديت، بقينا بنسرع في اوقات، بنهدي في اوقات، وده المفروض
ان احنا نشتغل مش كله بريتم واحد. في مناطق في الملعب محتاجه نبقى الريتم هادي شويه، وفي مناطق محتاجه ان الريتم يتسرع. الحمد لله عملوها الشوط الثاني بشكل كويس جدا. النقطه الثانيه كمان اللي مهمه وعايز اكد عليها هي ان 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 الظروف اللي احنا بنلعب فيها ظروف صعبة. انت بتلعب مضغوط، بتلعب كل 3 ايام، فمضطر طبعا ان انت تريح لعيبة، وعندك عايز تثبت برضو تشكيل عشان تعمل انسجام، تعمل مدخل عناصر جديدة، فبتبقى محتاج انه يلعبوا جنب بعض. فالحاجات دي كلها يعني بنجتهد فيها وبنحاول نفكر فيها بشكل كبير جدا، وبنحاول نتكلم على لعيبة بشكل كويس. يمكن وليد سليمان النهاردة انا كنت يعني كم مصر، انا كنت مصر ان يبقى معايا، انا حسيت ان هو موجد من الماتشات اللي فاتت، ف يعني اتكلمت معاه وقلت ان يبقى معايا احسن تحسبا لاي ظروف يعني. وفعلا توقعته حصل، ودفعت بيه طبعا بين الشوطين على طول. التغيير الثاني طبعا هشام محمد، كنا لازم نرجع للمباراه براسين حربه، لان لقيت ان احنا بنوصل للمناطق الدفاعيه بتاعت فريق الجونه لكن محتاجين كثافه في العرضيات. فطبعا دفعت بمروان وعمل الجون الاولاني بشكل كويس جدا، وطبعا اسلام محارب كان التامين عشان ابدا استحوذ في نص الملعب وقت المباراه. لكن بقول مبروك الحمد لله 3 نقاط في مشوارنا، ونفكر على طول في ماتش الجيش، لان مهم جدا ان احنا نتعامل مع كل مباراه على حده، وهدفنا هو 3 النقاط في كل مباراه ان شاء الله. يمكن زي ما انت قلت يا كابتن يوسف، تلاحم المباراه بدا، لسه عندنا مباراه طلائع الجيش وبطوله افريقيه كمان هندخل فيها في اول مباراه. ده يمكن بيبقى مجهود كبير على الجهاز الفني، لان هو بيهيئ اللعيبه، بيخلق دوافع مستمره بشكل كبير جدا يا كابتن يوسف. طبعا لازم تخلق دوافع، وشهر دسم جدا ديسمبر، شهر دسم جدا ما بين مباراتين افريقيا ذهاب وعوده، وثم بعد ذلك بتلعب المؤجلات بتاعتك اللي كانت متاجله نتيجه بطوله افريقيا. لكن الحمد لله احنا متعودين على كده، وعشناها قبل كده في 2012 و2013. يعني دايما النادي الاهلي بيتاجل له مباريات عشان بيلعب في بطوله افريقيا، ثم بيعود ويلعب المؤجلات بتاعته، واخرها السنه اللي فاتت. فده العادي، ولاعيبتنا لازم تكون عندها الشخصيه دي، ولاعيبتنا لازم يكون عندها الكثافه دي. وانا دايما بقول لهم احنا ما بنلعبش 12 او 13، احنا بنلعب 20 22 23. على قد ما يبقى فيه ايجابيه وعلى قد ما يبقى فيه تركيز. النهارده انت بتشوف احمد علاء، بتشوف نيدفيد، بتشوف ميدو جابر بدا، بتشوف احمد الشيخ بقاله فتره بيرجع يعني انا قصدي ان مفيش عندنا لاعب اساسي ولاعب احتياطي. عندنا مجموعه بتاخد ماتشات لازم تريح وتخش مجموعه تانية، بس في النهايه النادي الاهلي لازم يفضل على نفس المستوى، لازم يحافظ على نفس النتائج دي، مهمه جدا. في الاخر بيتقال الاهلي كسب بطوله، الاهلي كسب دوري 18 19، الاهلي كسب دوري، الاهلي كسب بطوله افريقيا، ما بيتقالش اسامي فلان وفلان وفلان وفلان. دي انا مصر عليها، ودي دايما بنقلها للعيبه، ونتمنى ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله نبقى موفقين فيها. يعني الفتره اللي جايه نشوف عوده اكثر من عنصر، احمد فتحي يمكن في اختبار طبي يتعمل له بكره، نشوف الامور بالنسبه له ايه، في اكثر من لاعب ممكن يخش يا كابتن يوسف؟ ان شاء الله احنا كل مباراه بناخد تقرير من الجهاز الطبي، بنحاول ان احنا نقرب اللعيبه. لكن انا اديت تعليمات طبعا للجهاز الطبي، مش عايز حد ينزل وبعدين يرجع يتصاب تاني، مش عايز حد ينزل ويبقى 70% او 80%. مهم جدا اللاعب لما ينزل يبقى 100%. احنا بنتعامل مع المباريات في اسوأ او في اصعب ظروف احنا فيها دلوقتي، فانا مش حمل ان لاعب ينزل وبعدين ابص الاقي افقده تاني، فلما هفقده لفتره اكتر من كده، لا انا اصبر عليه، ممكن يتاخر مثلا 4 5 ايام، اسبوع زياده، يغيب عن مباراه زياده، بس بعد كده يخش ويخش بشكل كويس. احنا في انتظار طبعا المصابين بتوعنا، يعملوا لنا داعين كويس جدا. احمد فتحي بتتكلم على علي معلول، بتتكلم على جون رجيه، بتتكلم على عناصر قويه يعني. ربنا يخليك، شكرا. ربنا يخليك. بنبارك اكيد للكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الاهلي، فوز مهم وكان ليه تاثير كبير جدا النهارده. شفنا الاصرار الكبير من لعيبه النادي الاهلي، قدرنا ان احنا نرجع تاني للمباراه، مباراه كانت غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي. وزي ما اكد كابتن سيد وكابتن محمد يوسف، خلاص مسلسل تلاحم المباريات بدا بشكل كبير جدا. عندنا مباراه طلائع الجيش، ومن بعدها المباراه الاولى في البطوله الافريقيه، دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله باذن الله يكون كل التوفيق مع فريق النادي الاهلي، سواء في بطوله الدوري العام وايضا كمان في البطوله الافريقيه. بكده كابتن ميدو كن يمكن انتهت تكاليف هنا ولقاءاتنا في استاد السلام. حاولنا ان احنا يكون معانا احد لاعبي النادي الاهلي، لكن زي ما اكدنا وقلنا حظر اعلامي على لعيبه النادي الاهلي، فتره مهمه وتحديات كبيره جدا بتقابل النادي الاهلي. اكيد احنا نكون مع فريق النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، نساعد الجهاز الفني على الغلق طبعا وفرض مزيد من التركيز والسيطره لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. برجع لك كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليلي. ليك يا كريم، وشكرا للكابتن محمد يوسف. طبعا محمد يوسف بيتكلم بمنتهى الواقعيه، اهم ما قيل من محمد يوسف ان هو مستني لعيبه النادي الاهلي المصابه، هيعملوا تدعيم كبير جدا
للفريق. اتكلم على احمد فتحي تحديدا، لكن كتير جدا يوسف محمد، احمد فتحي وعلي معلول ده وشريف، مين تاني واجاييه ومين تاني الشناوي وحسام عاشور ده، بس الحمد لله النهارده يعني لعيبه كتيره جدا. محمد هاني بدا يعني النهارده حتى ما كانش موجود، هو من الفرقه الاساسيه بدا يرجع. مؤمن زكريا رجع، محمد شريف، محمد شريف عنده دور برسا، لكن هتلاقي احمد فتحي ان شاء الله المباراه اللي جايه او اللي بعديها رجع، يعني ان شاء الله عوده المصابين مره ثانيه تبدا بقى. يعني عنده دكه كمان يقدر يلعب بالظبط، عنده دكه قويه جدا. هو الاهلي اصلا عنده دكه قويه جدا، احنا دايما بنقول كده، وكل اللعيبه في الاهلي يستحقوا ان هم يلبسوا التيشيرت الاحمر يعني بلا اي شك. عايز اقول لكم شاركونا مره ثانيه، احنا خلاص ان شاء الله نقول لكم في اخر الحلقه مين الاثنين اللي كسبوا التيشيرتين للنادي الاهلي ممضيين من الشيخ وليد سليمان، لكن شاركونا تاني دلوقتي. هنعمل تساؤل جديد على صفحتنا على الفيسبوك، اهم سلبيات وايجابيات هذه المباراه ومن هو رجل المباراه، اهم سلبيات وايجابيات هذه المباراه ومن هو رجل هذه المباراه. كنا بنتكلم يا كابتن شريف عن الهدف اللي جه في النادي الاهلي نتيجه غلطه غير مقصوده من سعد سمير، مع ان التمركز برده محتاج شويه. سعد برده من الناس اللي شايله الهم قوي يا كابتن شريف. سعد انت عارف اللعيبه بيدخلوا بيقروا على الفيسبوك وبيقروا على الانستجرام وعلى تويتر، بيقروا تعليقات كتير جدا، فاكيد اللعيبه بتاثر نسبيا نسبيا. فسعد من اللعيبه برده الكبيره في الفرقه اللي شايلين هم الفرقه، بيبقى برده خايف جدا يغلط، فالخوف بيولد اخطاء. والضغط النفسي بالظبط، الضغط النفسي على سعد وزملائه اللي هم موجودين، مع وجود ولد عايز يثبت نفسه جديد كمان، مش هتقدر. انا عايزك تنصحه، الريتم بتاعه إيه؟ مش هتقدر تاخد منه 100% يعني، تمام. هيتعرض لمواقف كتير قوي، خاصه النهارده بيلعب اكنه بيلعب في افريقيا. يعني جو كره بتيجي سريعه وفجاه توقف، ما فيش التوقع وعدم التوقع هو ده الهدف اللي داخل فينا. خلينا نتكلم بفير برضو على الفرقتين، يعني على الجونه وعلينا. في فرقات مش مطلوبه منها انها تكسب، لو طلعت معاك ببونت ده بقى كويس قوي، وده الفكر بتاعه. النهارده هو لما بيجي له حظه في كره زي دي اللي انت اللي بتشرحها وتيجي فيك هدف بزحلقه، مش مساله مين اللي كان موجود، مين اللي كان موجود هيقع برده، ومين اللي كان موجود هيتزحلق برده، مش لازم اللي هو اسمه سعد، لا اللي هو موجود في الحته دي وظروف اللعبه دي جت شكلها كده. وهي لعبه مبنيه من ايه من الاول على شيش وسام اخطاء على كونتر اتاك عليك من ميس باص، والميس باص معرضين قوي في يوم زي ده في ملعب زي ده انه يحصل من اي لعيب الرد في رده الافتتاح. احنا عايزين ناخد من الجول اللي داخل فينا ده مكاسب، عايزين نبقى برضو شكلنا حاسس بالموقف اللي احنا تعرضنا له، ان احنا لما بنتاخر بتبقى العمليه صعبه جدا، عايزين ناخد مكاسب شكل اللعب اللي لعبناه النهارده ونزول وليد سليمان وتحول المباراه تماما. راجل بالخبرات دي بالوقت ده عنده ثقه في نفسه، لو تشوفه صحيح. لما بيستلم الكوره بيرقص واحد واثنين وعنده الهسه ان هو يقف بالكوره ويمدي للكوره للاعيب اللي هو جاي يعمل له انطلاقه بزياده عدديه. احنا عايزين اللعيبه كلها تبقى كده، هو وناصر ماهر بيتحكموا في الشكل ده. فالكره اللي هي دخلت فينا جون دي اي فرقه في العالم معرضه بنفس الشكل أكيد. في الجو العام أكيد. اللي هو حصل فيه بدون مسميات بقى سعد علاء اكيد بنتكلم في الاشرف انت تتعلم من الاخطاء، ما انت في حاجات كتيره النهارده ناصر ماهر ده يخلص لك الماتش في كذا عرضيه بس يعملها بالظبط. حاسس برضو ان ارضيه الملعب مش مساعده اللعيبه النهارده، بس يا كابتن ناصر احنا عايزين يعني برضو نتكلم على حاجه، يعني من اهم الحاجات الكويسه النهارده ان مستوى الفرقه بيعلى من ماتش لماتش، بدايه من ماتش المقاولين مرورا بالماتش اللي فات والنهارده الماتش ده. بس في خلال الموضوع ده واحنا كسبانين لازم برضو نقول على بعض السلبيات شويه يا اسامه وبعض الاخطاء، يعني كان ممكن من يعني ما نقولهاش واحنا لا قدر الله في خساره عشان ما نزودش الاحباط ونزود الضغط، انما احنا كسبانين وفرحانين ما يمنعش برضو احنا نتكلم برضو على شويه. عشان كده طرحت السؤال على الاهلاويه الجماهير الاهلاويه على السوشيال ميديا، شاركونا عشان نعلق على تعليقاتكم اهم السلبيات والايجابيات ورجل المباراه، شاركونا بسرعه عشان نتكلم مع نجومنا الكرام على تعليقاتكم. اتفضل. يعني انا شايف النهارده برضو في بعض الاخطاء على المستوى الفردي والجماعي. المستوى الفردي برضو بعض اللعيبه وبالذات خط الدفاع عندهم اخطاء كثيره، دي ما لهاش علاقه بقى بضغط ولا اجهاد، دي لها علاقه بالتمركز الصح والوقفه الصح. تمام. وبالذات بين سعد واحمد علاء. تمام. كان في برضو بعض الاخطاء، سيبك من الكره اللي اتزحلق فيها سعد لاي حد وارد نتيجه يعني للمطر والكلام ده، انما الكره وهي بتتلعب مش حد بيجري مع الراجل ده، والراجل رايح على الجون، الراجل اللي كان ماسكه سايبه والتاني اللي جايب يعني سعد جايب وشه عشان يلف، لازم وضع طبيعي ان هو مع المطر ده يتزحلق، فمين الراجل اللي كمل معاه؟ احمد بالك ازاي احمد علاء
اخطاء كتيره لازم برضو في ناس تبتدي تحاسب نفسها، لان اذا كنت دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها شهر 12 وفي تدعيمات وفي ناس هتقعد وفي ناس هتمشي في ناس هتتغير، اذا ما كنتش تمسك في الفرصه كويس قوي الفتره دي وتبين نفسك كويس قوي وتساعد فرقتك وتساعد نفسك، امال هتعمل الكلام ده امتى؟ يعني ما ينفعش النهارده بعض اللعيبه هو مش يعني مش واحد ولا اتنين، اكتر من لعيب لازم يبص على الحته دي. ميدو جابر لازم يهتم اكتر من كده، زي بقول لك مثلا احمد علاء لسه شبل طالع جديد، لسه ما عندوش الخبرات بس برضه لازم يبتدي يتعلم ولازم اللي حواليه يساعدوه. كذلك هشام محمد في نص الملعب، ما ينفعش ميدو يبقى مثلا عندنا لو هنتكلم بقى على مستوى الفرقه اللعب الجماعي، ما ينفعش ان انت بتلعب باتنين ديفندرات ما بيزيدوش زي السوليه وهشام، ان انت الاطراف بتاعتك تبقى متكتفه الشوط الاولاني. ليه متكتفه ليه؟ واخد بالك؟ لما حصل الكلام ده حصل حريه شويه في الشوط الثاني. انت عندك نتفت بيكمل يا كابتن. الشوط الاولاني برده كان متكتف، كان نتيجه هل لعدم الثقه وبالذات بعد الهدف اللي جه، الخوف من هدف يجي ثاني. انت انا بس انا افكر حضرتك بحاجه، انت عندك لا كريم اصلا مكانه الباك رايت، انا معاك في خيره هو كتر خيره جدا ولا كريم ولا اشرف، بس ايمن اشرف هو كان اساسي يعني، ايمن اشرف اساسا بيلعب باك ليفت ماشي، بس هو دخلنا وعرفناه اللي هو المساك القوي، المساك الكويس جدا، المساك الهادي. هو حماده يعني صادق يعني كويس. بص انا في رايي اللعيب اللي يوصل انه يلعب، انا بحاول ارد عليك يعني، الاول للنادي الاهلي معرض يلعب في اي حته، لازم يلعب في اي حته. انا معاك، واخد بالك ازاي؟ ندفد ما هو ممكن يجي له وقت في الملعب يبقى بيلعب مساك جوه، يعني انت فاهم ازاي؟ ففي اخطاء معينه. كذلك برضو رتم الاداء، ازاي انت تتحكم في رتم الماتش يعني، وانت بتنقل في نص ملعبك والفرقه الثانيه رجعت كلها نص ملعبها، بتحضر وبتاع، وبعدين لما تنقل نص الملعب او الثلث الاخير لازم يبقى في سرعات شويه، لازم يبقى في برضو بعض الدويتات اللي كانت موجوده زي ما كان موجود قبل كده، راس الحربه مع الطرف، يعني يبقى في جمل احنا برضو عارفينها، ما يبقاش لعبه برضو عشوائي. خلينا نتفق ان احنا قبل الماتش قلنا احنا محتاجين 3 نقاط بصرف النظر عن اي حاجه، لكن النهارده هم جابوا 3 نقاط وجابوا كمان اداء احسن من قبل كده. انا بقول يا ميدو، انا قلت في بدايه كلامي ان النهارده الاداء بيتحسن من مباراه لمباراه، بس لازم نتكلم برضو على بعض السلبيات اللي موجوده عشان أنا معاك. الماتشات الجايه ممكن خطا تاني النهارده يجي فيكم الجون التاني يبقى خلاص شكرا الماتش خلص. فانت يعني لازم برضو الاداء على مستوى الفردي، لازم طبعا كابتن يوسف والجهاز كل لعيب لازم يتفرج على الماتش كويس قوي، يعرف الاخطاء دي ويعرف التحركات. تمام. يعني احنا مثلا في كوره كنا قاعدين، معرفش مين اللي كان واحنا قاعدين، كوره برضو ناصر ماهر الراجل معاه كوره في نص الملعب، بدل ما يفتح له على اليمين قرب منه قفل عليه الدنيا، اضطر يعني. تمام. الحاجات دي كلها ما هي لازم برضو تبقى يعني. تمام. نتكلم بقى على الايجابيات يعني، خليني عزيز بيتكلم على النقط اللي احنا نتداركها خلال الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله، لكن في النهارده ايجابيات. طب خليني اسالك، طيب وهنتكلم والله العظيم. اتفضل. هنتكلم عن كل حاجه. لا مش هنسى والله، هي ايجابيات بس اساله لك بسؤال تاني يعني، او بمعنى تاني. النهارده في عندك لعيبه كوره في الملعب، عندك احنا اتكلمنا عن الضغط، اتكلمنا عن الهزائم اللي كانت في النادي الاهلي، خروج من بطوله ثانيه، خساره في دوري عام، لكن عندك لعيبه بدات ترجع تاني. أو محتاجين زي ما الكابتن حشيش بيقول تمركز شويه. عندك يعني اقول لك بالاسماء، ناصر ماهر، عندك احمد الشيخ، عندك هشام محمد. هل اللعيبه كانت كويسه النهارده ففرضوا رتمهم على الجونه، ولا الجونه كان وحش فبان الاهلي كويس؟ ممكن تتكلم فيها واتكلم في الاجابات. هكلمك بقى في الاجابات الاول عشان ايه؟ دايما مع المكسب بحب ابرز الايجابيات اللي احنا نشتغل عليها، وطبعا بقى في سلبيات لازم نشتغل عليها برضو عشان نتداركها للمباريات اللي جايه. النهارده الايجابيات ظهور احمد علاء، يعني احمد علاء احنا بنقول لسه مدافع صاعد، ثاني مباراه ليه، بيبدا يبني واحده واحده في المكان دوت، لكن لسه برضو مازال محتاج شغل. لكن كبدايه المباراه اللي فاتت بالنسبه للمباراه النهارده، لا هو مختلف عن المباراه اللي فاتت. النهارده في تركيز اكتر، في التزام، مفيش سرحان، حاسس بالمكان اللي هو واقف فيه. مباراه بتروجيت كان دايما ما عندوش احساس كتير بالمكان، بتلاقيه سايب المكان بتاعه وزايد في اماكن وبيسيب اماكن الخطوره بتاعته. لا النهارده الوقفه كانت في معظم المباريات، في معظم المباراه في اوقات كتيره كانت صح. النهارده ظهور عمرو السوليه النهارده ادى مباراه رائعه النهارده، خاصه بعد خروج هشام محمد بدات تلعب بديفندر واحد،
النهارده هو لم في نص الملعب. كان الريتم النهارده سريع، عمليه الاستحواذ وتدوير الكره كانت بتتم كلها عن طريق عمرو السريع، وحتى في الكرات المشتركه وفي قطع الكرات النهارده كان مميز جدا النهارده عمرو السريع، وقام بدور كبير. يعني لو قلنا النهارده يعني من مكاسب المباراه هو عمرو السريع النهارده. برضو دخول وليد سليمان، وليد سليمان النهارده دخل الشوط الثاني كتغييره، لا عندك النهارده بدات تقدر تغير من على الدكه. كان مشكلة عندك الفترة اللي فاتت لما بتبدأ تغير من على الدكة ما عندكش البدايل، النهارده وليد سليمان تستعين بيه، لا ده قلب لك المباراة النهارده يعني أداء ونتيجة. الهدف الأولاني هو مشارك فيه، الهدف الثاني الركنية برضه هو مشارك فيه وعمل فعالية هجومية كبيرة. أحمد الشيخ ما شاء الله النهارده مؤثر بشكل كبير جدا. في حاجتين بقى لازم يشتغل عليهم. وليد أزارو بيعمل مجهود كبير جدا وبيحاول في كل كورة، وبس عنده مشكله ان هو بقاله فتره ما يعني بعيد عن التهديف. النهارده المفروض الكابتن محمد يوسف والجهاز الفني يجيبوه. انت بتلعب كل 3 ايام مباراه، فهو مش محتاج ان هو هيتمرن، هو اوريدي اللياقه البدنيه جاهزه، لكن ممكن اخده 10 دقائق 15 دقيقه حاسه التهديف على الجول من كل الزوايا، من اليمين من الشمال، وانا مواجه وانا بظهري وانا بوشي، كرات عرضيه، حاجات ما بقاش فيها اجهاد. دايما الهداف لما بيبعد عن التهديف بيبقى محتاج بس ايه يعني الذاكره ترجع تاني. نفس الشيء اللي انت بتتكلم عنه ده وليد سليمان محتاجه، مش محتاج تمرين. لا انا النهارده في نفس الوقت اذكر بس بول كنترول اذكر هي بس عمليه التهديف بدون اجهاد خالص وبدون مجهود، كلها حاجات على السبت ان انا بستلم الف الفينش بتاعي ان انا بقى واجه الجول اركن بطن رجلي بوش رجلي بدماغي، لازم اشتغل مع وليد ازارو عشان ابدا ارجع له عمليه التهديف تاني. انهاء الهجمه بقوه. أيوة. يعني بدل اللي هو البليسنج والحاجه دي يبقى في المنطقه دي ينوع له ينوع بقوه كل ما كابتن شريف اتكلم مكان بيلعب بقوه مرحله اجهاد. انك انت النهارده بعد 3 ايام هتلعب طلائع الجيش، كنت من 3 ايام فاتوا بتلعب بتروجيت، بعدها عندك افريقيا، فخلاص كل الثلاث ايام عمليه استشفاء. الحاجه الثانيه برضو المهمه ايمن اشرف، ايمن اشرف كنا احنا بنعيب عليه شويه ان هو ما بيوصلش للحتت الاماميه، النهارده بيوصل، بس لازم يبقى في دقه في عمليه الكروس، عمليه الاوفر دي، ما ينفعش ان انا اعملها اي حاجه، لازم كان دي بتميز علي معلول، بروح بنشن على واحد وبعملها له. النهارده لازم برضو نفس الكلام ايمن اشرف، لازم اروح لواحد لازم انشن عليه واعملها، هي دي خطوره النادي الاهلي، دايما الاطراف، دايما الناس اللي بتكمل من تحت، ودي كلها مكاسب النهارده انك انت تكسب. وانت خسران وانت راجع، لا ده النهارده ده مكسب ومكسب كبير، النهارده مكسب كبير يرجع ثقه للعيبه. حتى كابتن محمد يوسف الجهاز الفني ما شاء الله كان موفق جدا النهارده في التغييرات، فحتى بيرجع ثقه الجهاز لنفسه حتى خلال المباريات اللي فاتت. طبعا ناصر ماهر برده للمباراه الثانيه بياخد بيأدي برده بشكل كويس. ناصر ماهر مش عايز الناس تستعجل عليه، ناصر ماهر لعيب كويس، خامه كويسه، لسه صغير محتاج وقت، وزي ما احنا قلنا عبد الله السعيد عشان يلعب في المكان ده ويجيد قعد 3 4 سنين، لما بدا يتحرك ويبقى عنده الخبرات الكبيره، ونقول عبد الله السعيد هو المحور اللي وناصر عامل فارق برضه، عامل فارق كتير، ناصر ماهر ما شاء الله دلوقتي بيستلم الكوره 10 على 10 كل كوره تلاقيه موجود فيها في بصمه، مقرب الخطوط مع بعض دايما تحت تحت الناس في كل كوره بيستلمها، لكن تبقى حته الخبرات بقى في الوقت الضغط التقل ده بقى الملعب. انت طلع الكوره دي التقل بتاع وليد سليمان، التقل بقى في الملعب انت تقل الكوره دي بقوه طلعها بره، لازم اتقل عليها شويه، دي خبرات. صحيح. الخبرات دي بتيجي بقى من كتر المباريات. لكن النهارده يعني واحنا بنتكلم عن سلبيات لازم ندركها الفتره الجايه، لكن النهارده انا شايف ان في ايجابيات كتيره جدا مكاسب اكيد. يعني عايز اقول لكم ان فريق الاعداد بتاعنا اتواصل مع الكابتن محمد عادل حكم المباراه علشان الجول اللي جابه وليد سليمان هل هو يحسب باسم وليد سليمان ولا يحسب باسم احمد علي مدافع الجونه؟ فمحمد عادل كتب الجول فعلا باسم وليد سليمان، لكن هو قال هيعيد لقطه الهدف، لو كرة خبطت في القائم قبل ما تدخل الجون وخبطت في احمد علي هيحسبه باسم احمد علي، لو الكرة دخلت جون مباشر من وليد سليمان فيحسب باسم وليد سليمان. لا هي خبطت في القائم وخبطت في احمد علي فيحسب باسم احمد علي. تعبان نفسيا من الحاجات دي والمشكله. انا شفت الكوره جت في العرض وخبطت في واحد ودخل الجون وانا اللي شاطه الكوره، تتحسب لي ولا تتحسب اللي خبطت فيه؟ يبقى انت عامل اسيست. اسيست؟ مين اللي عمل اسيست، احمد علي ولا راجل شاط شوطه قنبله تضرب في العارضه وتخبط في واحد وتخش جول؟ بص يا جماعه يعني كده ماتت انها جت في العارضه وخبطت في واحد دخل الجول، مش انا اساس الشوطه؟ بالظبط كده. هو كتب لغايه دلوقتي عندنا قوانين جديده ولا ايه؟ ما هو لا وايه الثلاث فاولات اللي حسبهم لنا في الدقيقه علينا ده وانذار والكلام من ده، وعايز الفرقه الثانيه تتعادل معانا بقى؟ ايه الروح دي؟ كابتن احمد عودة دلوقتي ما تقلقش، ما تقلقش يا كابتن، انا هسيب لك المهمه دي.
انا تعبت. فبصوا يا جماعه ما تزعلوش مني يعني بصراحه كده، يبقى مش وليد سليمان اللي جايب الهدف، فالتيشيرتين كده نعمل مسابقه. انا اللي عايز وليد سليمان هعوضه. لا لا برضه نعمل في مكاسب كتير قوي. هنعمل التيشيرتين ان شاء الله ونجيب لكم تيشيرتين. تعالى تعالى كابتن شريف، كابتن اسامه، كابتن حشيش، نقول كده اراء بعض الجماهير اللي دخلوا يتفاعلوا معانا. في تعليق حلو قوي من احمد وصال، بيقول كريم ندفيد رجل المباراه، مع اني عمري ما كنت متخيل ان اقول على كريم ندفيد كده. ده واحد قال كده؟ اه يعني بصراحه هم المشجعين الاهلاويه حلوين قوي يعني، بيطلعوا مدين له حقه من ثلاث ماتشات يعني. كريم ندفيد طبعا. كارم الجزار بيقول، كريم الجزار بيقول الحاوي طبعا مفيش كلام طبعًا. بس انا عايز اعرف الاهلي مستني ايه على الصفقات؟ الاهلي مش مستني حاجه على الصفقات يا كريم. احنا عندنا ميعاد في الصفقات موجوده، وقلنا وانا قلت لكم قبل كده من قبل ما نطلع نقول اي صفقات موجوده، كل الصفقات اللي الاهلاويه طلبوها موجودين. بس طبعا هنطلع نقول دلوقتي ليه؟ علشان الجماهير اهدوا، والله العظيم اهدوا، وكل حاجه ان شاء الله تبقى زي الفل، كله جاي زي الفل، وكل الصفقات زي ما انتم عايزين واحسن كمان. وليد سليمان لكن شايف اننا محتاجين، انا مش هقول بصراحه يا اشرف ديت يعني، خليها بيني وبينك دلوقتي. وحماده صدقي كان منفعل قوي لما اصيب احمد مجدي، وكمان بعد المباراه جه على الحكم يعترض ونسي انه من ابناء الاهلي. لا انا مش معاك في الحته دي. انا كل واحد يا اشرف، كل واحد في شغله بيتمنى ان هو ينجح بصرف النظر عن انتمائه. كابتن حماده صدقي من جواه اهلاوي رهيب، لكن هو في مكان لازم ينجح فيه، عمره لازم ينجح فيه. عمره ما هيتمنى، ما ينفعش، ما يبقاش دول ولاد الاهلي. لو اتمنى ان هو يخسر ما يبقاش ده ابن الاهلي. عمره يا ميدو ما هيتمنى ان النادي الاهلي يكسب. أكيد. وهو ماسك الفريق. خلي بالك يعني، احنا باركنا للكابتن وليد صلاح الدين لما الاتحاد كسب الاهلي هنا. طبعا كلمناه وباركنا له. باركنا للكابتن مختار برضه دلوقتي الانتاج الحربي، لما الانتاج الحربي تعادل مع الاهلي. بالظبط. فهو دلوقتي بيشتغل في مكانه وعايز ينجح برضه. تمام. كابتن شريف، وليد مجدي منصور بيقول وليد سليمان طبعا، لكن كوتش سمير سعد سمير لازم يعني ياخد راحة شوية ونشوف أحمد علاء مع كوليبالي أو نجيب. نجيب مصاب لسه، وكوليبالي إحنا قلنا يعني هنشوف لسه إيه هيكون الموقف معاه. برضو بيتكلموا على سعد سمير نفس هم عايشين معانا الجو كله. أولا جميع لعيب الأهلي النهاردة هم رجل المباراة حقيقة يعني، مع حبي وتقديري لهذا اللاعب وليد سليمان اللي أنا بأصر انه عمل نقله كبيره جدا، وادى ثقه. بالظبط، ادى ثقه للاعيب الاهلي ازاي يمسك الكوره ويرقص واحد والتاني، فبالتبعيه كانت بقيه اللعيبه كلها بتعمل بهذا الشكل. ناصر ماهر ابتدى ياخد الثقه من وليد. سوليه زي ما قال اسامه ابتدى يتطور وابتدى ياخد بالسبرنتات، مع انها مش اماكنه ان هو بيهاجم في قدامه ويرجع لورا، ابتدى يستغل. انا عايز بقى نستغل السرعات اللي حصلت النهارده واللياقه البدنيه اللي انا شايفها دي. اللعيب عند النادي الاهلي النهارده بيعمل 30 متر كرة مش بتاعته، وبينزل خدها فاول مش خدها والله العظيم، وزحلقه وطاير وعامل، هو ده اللي كسب اللعيبه دي. تسمح لي اقول لك التعليق ده، تسمح لي اقول لك التعليق ده. احمد الشبلي بيقول، بس تاكيد على كلام الكابتن شريف، بيقول بكل تاكيد وليد سليمان، بس الروح اللي عند السوليه واشرف ومروان والحاوي وناصر بتدينا امل ان اللي جاي افضل باذن الله. كل اللعيبه، عشان كده انا بقول لك جميع اللعيبه النهارده بصراحه يعني الناس متفاعله. انا جميع اللعيبه النهارده بشكرهم على الاحساس بالخطر النهارده اثناء المباراه، والخطا اللي بيحصل كلنا السبب فيه، مش لعيب واحد. مش سمير، مش سعد. ايه اللي وصل الكره في المنطقه دي اصلا؟ وايه اللي ودى الكره في وايه اللي خلى واحد يلعب كره زي دي وواحد يقطع مش متراقب زي ما قال حشيش؟ كلنا بنبقى عندنا الخطا ده الحقيقه، مش بيشيلها لعيب واحد. الدنيا لما بتدي بتدي، بس بتدي بالروح اللي احنا شفناها النهارده دي. جميل. ربنا ما بعدش عنا. المكسب الحقيقي، اتفضل يا كابتن حشيش. المكسب الحقيقي النهارده زي ما قلنا وهعيد وهنزيد من بدايه الكلام، هي الروح القتاليه اللي اتكلم عليها سيد عبد الحفيظ. من الخساره بتحولها لتعادل ومكسب، وكل اللعيبه، انا مفيش النهارده واحد هنقدر نقول رجل المباراه هو اللي ظاهر، لا، اللعيبه كلها روحها القتاليه مع التفاوت بقى في الاداء ما بين اللعيبه. وهريحك كمان ولا تفرق الخطه بقى، لا تقول لي بقى اتنين، الاثنين اللي انا عايز العب بيهم ولا الثلاثه ولا 4-2-3-1. لو لعبت بديل روح يا كابتن اسامه ولا تفرق معاك ولا هتلاحظ اي طريقه. صحيح. محمود عبد الله بيقول يا اسامه اكيد وليد سليمان لانه غير طريقه اللعب، ده بيقول رجل المباراه، لانه غير طريقه اللعب وزود الضغط وقدر ينقل الفرقه من التحضير الكتير في نص الملعب، واكبر حاجه سلبيه هو الاستحواذ السلبي. لازم يا كابتن نستفيد من الاستحواذ بطريقه احترافيه، مش استحواذ بدون استفاده. بدون استفاده الكوره مكسب مش استحواذ، الى جانب التحضير الكتير جدا لهجمه واحده. خلي بالك بقى والناس بقى مدربين. انا اتفق معاه ان وليد سليمان طبعا غير، لكن برضو مروان محسن لما نزل اضاف
اسلام محارب عمل التوازن في نهايه المباراه. في وقت من الاوقات انت ما بتقدرش لما انت بتستحوذ لازم يبقى عندك صبر شويه، ما ينفعش اني الناقلتين يبقى فيها استعجال. لما العمليه بتقفل ناحيه اليمين او الشمال لازم ارجع تاني وابدا اشتغل من تحت لما تظهر ثغره ان انا ممكن اشتغل فيها، فده بيبقى صبر شويه في عمليه الاستحواذ، ما بيبقاش استحواذ سلبي. لكن يا كابتن ميدو واحنا عاملين نقيم اللعيبه النهارده بنقول كل السلبيات والايجابيات لازم نشكر ال 300 مشجع اللي كانوا موجودين النهارده. طبعا في ملايين عايزه تروح. ال 300 النهارده اللي كانوا موجودين صوتهم وكنا بنسمع صوتهم النهارده طبعا. كانت اللعيبه محتاجاهم فعلا فلازم نشكرهم. نتمنى ان شاء الله نشوف بقى جماهير النادي الاهلي كلها خلال المباريات اللي جايه ان شاء الله. كسبت النهارده ميدو احترام بيت الفرقه بقى اللي هتلعبك، المنظر اللي شافوك بيه النهارده خلاص ما بقتش مطمع بقى. بس لازلنا بقى لك وضع لازلنا بنقول برضه يقول لك الفرقه دي اللعيبه اللي احنا شفناها في الارض دي حشيش بالسبرنتات دي بالروح دي بالناس دي احنا مش عارفين مين دول. انا لا عنديش مسميات بقى، لا اسلام ولا مروان ولا وليد ولا كلهم كانوا زي ما بحس. انا مش عارف اقول لك ده مين، فاكر احنا كنا بنقول انا وانت ده ندفت ده لا اللي جاب الجول فلان اللي جاب. بقت الدنيا كلها شخص واحد في فانيلا واحده النهارده، فالفرق هتعمل لك مليون الف حساب. لازلنا بنقول يا ميدو ان جمهور برضو النادي الاهلي فارق، من عشان كده دايما بدخله معانا كابتن في البدايات في بدايه المباراه في كل حاجه حتى فارق معانا هنا في الاستوديو. لازم بصراحه لازم يتشاف حل في موضوع الجمهور ده، ولازم نشوف لكم حل فيا كمان. طب دلوقتي معقول هوديكم على طول الخطه اللي بتكسبوا بيها؟ مش هقول لك، قلت لك مش هنخلص. مش حاجه تخلصوا ايه؟ حد فيكم قال 2-1 يعني؟ ما كانش مروان عملها كده؟ ده يمشي وراه بالعربيه النهارده والله. مش عايز اقول لك لغايه لما اروح التجمع ده ولا خبط غلط دلوقتي. كابتن شريف كان بيقول كان هيقول 2-0 صح يا كابتن شريف؟ ما انت قلت لي الجون. انا قلت له بس لازم احنا النهارده في خط الدفاع لازم ما في تماسك في صحصحه ما فيش اخطاء. فاول ما قلت الكلمتين دول قلت له اسامه جاب فينا جول. اسامه جاب فينا جول خلاص 2-1 خلاص. كابتن حشيش طه جمال الديناري بيقول وليد سليمان عامل زي الجبنه الرومي كل ما بيقدم بحلاوه. ده تعليقات فعلا فعلا حاجه جميله وليد، حاجه جميله يعني برضو النهارده انت حسيت بقيمته لما نزل برضو تحس ان في الوحيد اللي بيتقل على الكوره في مناطق حساسه جدا جدا وبص وبيبص للي جاي وبيعمل له الف حساب. فوليد برضو لا يعني الراجل ده يا رب يعني نرجع سوبر ماركت تاني واللعيبه عندنا بالزوف تلاقي اللانشون والجبنه الرومي والجبنه البيضاء والحد اول احنا عايزين نرجع سوبر ماركت تاني باذن الله. طب خد يا كابتن شريف في التعليق ده، محمود عز الدين بيقول على فكره هو قايل اسماء بس طبعا انا مش هقول الاسماء. مش لازم نقول اسماء يعني يا جماعه، على فكره في كذا وكذا في الاستوديو التحليلي في قناه كذا بيهيجوا اتحاد الكوره ضد سيد عبد الحفيظ. ده انا قلته لك ضد سيد عبد الحفيظ مع انهم مش عارف ايه الكرامه مش عارف ايه فوقه يا جمهور النادي الاهلي. ده واحد من الجماهير هقول لكم تاني قال ايه، على فكره في كذا وكذا في استوديو تحليلي قناه كذا بيهيجوا اتحاد الكوره ضد سيد عبد الحفيظ فوقه يا جماهير النادي الاهلي. ما هو دي ناس عايز اقول لك حاجه، مش سيد اخونا وبيطلع من هنا يجيبوه هنا واحنا كلنا بندعم سيد عبد الحفيظ بصوتنا. راجل بيتكلم في الشرعيه والدستور اللي احنا بتاع النادي الاهلي والمبادئ، واحنا ناس زي ما احنا قلنا ما بين انتوا ليه عايزين مننا ايه؟ الراجل بيقول حقوقه، الراجل بيطلب ده ابسط حقوقه الراجل بيدور عليه. امال يشتغل لكم ايه؟ يا شريف انا يا عشيش يشتغل لهم نغمه على ودنهم هم ولا ايه؟ انا مش فاهم. هو في نقطه اهم لما اتكلم المره اللي فاتت قال انا عندي سؤال ما عنديش انتقاد. سؤال فين عنده سؤال يجاوب عليه لجنه الحكام والكابتن صلاح فتاح يعني جاوبني على سؤالي. انا ما منتقدش الحكام، سؤالي ليه اربع حكام هم اللي بيديروا مباراه الزمالك بالرغم ان عندك محمود البنا هو حكم راجل مصنف من افضل الحكام في مصر وجريشة وجهاد جريشة ما حكمش غير مباراه واحده بالزبط. كانت يعني تعتبر مع نجوم السبع محكمه نجوم السبع يعني. طب ليه الحكام دي ما بتحكمش؟ ده تنويه مش كده. فده تساؤل يعني مش يعني هو سيد لما اتكلم كلمتين ايا كان الكلمتين اللي ما غلطش فيهم في حد زي ما اسامه بيقول بس تساؤلات. طب والناس اللي متجاوزه من اول الدنيا دي بتتجاوز بقى يعني واحد فينا لما كان سيد هيقول نفس الكلام على فكره بالظبط كده مش سيد بس يعني احنا كلنا سعيد. وسيد قال التساؤل اللي تعالوا بقى اتكلموا معايا انا يعني تعالوا انتوا قولوا ان شريف عبد المنعم بيقول كذا كذا احنا ساكتين وبتاع وبنلم اوراقنا وما اعرفش على المستشفيات اللي احنا فيها. صح ولا لكم عيل واحد راح منكم بطوله العرب احنا بقى وقع لنا قرطه 22 لعيب مش عارفين نجيبهم انتوا عيل واحد ما عرفتوش تلعبوا ماتش ضد فرقه في مصر يعني. فمش عايزين النفسيات المنافسينا دي ان ربنا مش هيكرمكم. احنا ربنا كرمنا النهارده عشان احنا دابحين عجل
عنده الضم ده احنا عنده عجل وعنده الضم بس العجل الحمد لله هو كان المباراه اللي فاتت العجل عجلس النهارده رجع تاني العجل رجع تاني خلي بالك من المكسب برده النهارده ايوه الحمد لله اللعيبه كلها خرجت سليمه الحمد لله مفيش اصابات ده وده مكسب مهم جدا انا حزين بكذا الاصابات انا حزين على اللاعب اللي اسمه احمد مجدي ده حقيقه والله انا ربنا يسلمه عليه ربنا نبعت لك الشفاء يا احمد وهارد لك لعيب كويس جدا وبقيت فرقتك 10 على 10 وعايزين ناكد واسلام رشدي والناس دي كلها عايزين ناكد انها مش مقصوده من لا هو وقع لوحده لا 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 هو يعني هو الملعب الملعب بالظبط كده بس المطر واشدنا بيه قبل السلامه وقلنا ان احمد مجدي واسلام رشدي هيكون هم يعني عنصرين مهمين في الجون وفعلا النهارده كانوا مميزين وخاصه كمان احمد مجدي ربنا يشفيه انا بروح انا على الفرقه بالنسبه لتصريحات سيد عبد الحفيظ اللي مضايقه ناس يا جماعه والله العظيم يعني مفيش اسهل من الواحد يبقى يقول الفاظ خارجه ومفيش اسهل من الواحد يبقى يقول ادب مفيش اسهل من كده ما نعرفش لكن الصعب جدا تبقى محترم وتحترم الناس اللي بيسمعوك وبيشوفوك ده الصعب جدا سيد لما بيتكلم بمنتهى الادب بس كلامه فيه كلام بين السطور بيفهموه الناس اللي هي موجه لها الكلام لكن بيتكلم بمنتهى الاحترام والادب فسهل جدا تبقى قليل ادب لكن صعب قوي قوي تحافظ على شكلك وتحافظ على اخلاقك وده اللي طول عمر النادي الاهلي بيعمله سهل قوي ان اي حد يطلع مسؤول في النادي الاهلي ده النادي الاهلي وراه قاعده جماهيريه كبيره جدا سهل قوي ان حد يطلع يتكلم ويشتم ويشوح ويقول لجنه الحكام كذا ولجنه الحكام كذا ولا انت ما بتسمعوش الكلام ده ما بتسمعوش الكلام ده فيا جماعه خلونا نفضل محترمين يعني بصراحه لما حتى كمان لما انت بتنزل للمستويات دي انت بتقلل من نفسك واحنا عمرنا ما هننزل ولا عمرنا نقلل من نفسنا الحمد لله فسيد لما بيتكلم باسم نادي وبشكل نادي في ناس تانية بتتكلم ايا كان بقى بيتكلم برضو باسمه وشكله نفس الاشكال يعني يلعب وبعدين تتساءل اطلع رد على التساؤل هو مش تساؤل لا هو ما كانش بيتكلم يعني بيتكلم في تساؤل لما ما اتكلمش ولا غلط ولا قال يعني ما بلاش احنا يا جماعه يعني بلاش تمثلوا التمثيل ده علينا مش شايفينكم اصلا يا جماعه والله ما شايفينكم انتوا كسبوا والعبوا وخدوا دوري وخدوا كاس خدوا بطولات احنا على قلبنا زي العسل في العموم اتعبوا وكسبوا احنا اللي هنقول احنا النهارده السنه دي مش مكتوب لنا او احنا مش مؤهلين لكل حاجه من اول السنه شكلنا مش كويس انتوا كسبوا انتوا مالكوش دعوه بينا انتوا بتبصوا علينا ليه واحنا ورا ده لسه قدامنا ست ماتشات واحد بيقول لك انا بحبك جدا جدا يا كابتن شريف هو الراجل ده بيحبني كل مره ولا لا ده واحد تاني مانو سعد بيقول لك رجل مباراه الحاوي بتاعت الاهلي الدفاع يا كابتن محتاجه وقفه كبيره غلطات فرديه كتير زي ما بنتكلم وبنتكلم دايما معاكم حاجه جميله جدا انتوا متفاعلين معانا ومتفق جدا مع راي كابتن شريف لازم زياده عدديه في ال 18 هعمل لك بلوك بس عامل لك بلوك انت كده بتحسس يا ابني الناس اللي معانا دي ان انا يا ميدو لازم يلعب انا بتفق طبعا معاكم لازم يبقى في زياده القافله تسير يا ميدو خلينا ناخد الكلام الجميل بقى القافله تسير القافله تسير احنا دعوه باي حد جنبنا احنا النادي الاهلي اللي طول عمر الناس عايزه تمسك في دلابيبه وجلابيته وبس تيجي تاني وتالت ورابع ورانا يعني صحيح. هو احنا الحمد لله عندنا ثلاث ورقات دستور عايشين عليهم متربيين عليهم ومن اساسهم بقى الرابعه والخامسه المكسب وعدم الخساره وما بنتعادلش ولما بيجرى لنا حاجه بتبقى مصيبه وبنولوا للدنيا كلها بتتفرع علينا مش متعودين بص غير على المكسب بالزبط. احنا النادي الاهلي ربنا على المكسب باي رد. حد اكبر رد فاكر لما لعبت انت ليبرو وانت ومجدي عبد الغني ايوه سيرد باك مجدي عبد الغني اي حد هنلعب بيه وتعذبت ولا ما تعذبتش فاي حد هنلعب بيه وهنكسب لان عندنا الفانيلا الحمراء اللي هي لعبه النهارده اكبر رد على اي حد بيتكلم هو ادائك في الملعب ومكسبك تمام يلا بس. يعني يلا بنجهز خلاص اهو الرجاله اللي كسبوا معانا بس يعني اخر كلام هتكلموا في موضوع اللي هو الناس اللي جرحوهم قوي تصريحات سيد عبد الحفيظ يعني الجرح قوي من التصريحات الماتش ده كمان يعني يجرح الكلمتين اي حد الكلمتين اللي بيكلمهم سيد عبد الحفيظ بيجرحوكوا وكميه البلاوي التانيه دي ما بتجرحش حد مرهفين بلاش نمثل على الناس يا جماعه بلاش نمثل على الناس يعني مش عايز اتكلم ومش عايز حد اهلاوي كتير جدا وسهل جدا مش عايز حد اهلاوي يبقى قاعد في استوديو ومن عندنا وما ياخدش حقنا وما يردش انتوا ناس كبار وناس عندكم من الخبرات الكتير احنا بنرد بلعبنا وبنرد وادوا حقوق لعيبتكم اللي هم بتوع النادي اللي عملوا ده عملوا جيم النهارده بيفكرني بزمان يعني بيفكرني بروح بقالي كتير ما شفتهاش صحيح الريتيرن باك ده اللي هو بتعمل يو تيرن في المباراه وتمسك مع الفرقه اللي انت بتلعبها دي لعيبه فرديات قويه جدا قدر الله النهارده لو ما كسبناش كنا هنطلع برضه نشيد باللعيبه انا احنا صحيح. بنقول انا كنت هعمل دايما اللعيب اللي عليك دايما ادي دايما روح القتاليه الاداء خلي المكسب ده اخر حاجه والمكسب ربنا سبحانه وتعالى اول ما تشتغل بالاسلوب ده وبالطريقه دي ربنا هيجيب لك المكسب زي النهارده بالظبط
بيقول لك احنا كلنا قاعدين برغم ان احنا متاخرين بهدف لكن كلنا حاسين في اي وقت. انا مش قلت لكم النادي الاهلي هيكسب؟ والله انا حسيت بربنا قد ايه بيحبني النهارده. عارفين الاهم من كده كمان يا شيخ؟ مش 3-1 ولا 1-0 النهارده. ربنا بيلعن واحد اهلاوي قاعد بيحلل الماتش بيقول لي قال لي كده انت بتسالني قلت لك 2-1 من غير ما افكر في سيناريو المباراه شكله ايه. يعني دي حاجه عارف الاهم من كده احساسنا بوضعنا شكله ايه. الاهم كمان ان انت لما جبت الجون الثاني انت ما رجعتش بقى كمان انت عايز تجيب الثالث اصرار بقى تكمل اللي هو الوضع الطبيعي بتاعك. طب ابو موسى بيقول رجل مباراه من وجهه نظر احمد علاء تمركز صح بيلعب السهل قوي في الكرات العاليه وبدا يحس بالمكان زي ما اسامه قال عن المباريات اللي قبل كده. والسوليه لما بيشيل نص الملعب في حوالي 20 دقيقه لوحده ده يخليك مطمئن عليه وعلى نص الملعب. ازارو عايز جول وتفرجوا على الاهلي في الفتره اللي جايه والمهم رجوع الروح والاصرار والغيره على التيشيرت الاحمر. واحب اقول لكل لكل منافس خليها لكل منافس يا ابو موسى يا ناسف لاننا سهرناكم معانا. عاشت رجاله الاهلي. احنا برضو ما بيصروش وما متعودين يتفرجوا. عايزين برضو نتكلم برضو عن شريف اكرامي عشان برضو شريف ما حدش اتكلم عليه النهارده برضو ثابت في الجون بتاعه. صحيح ما جاش عليه يعني حاجات كتيره قوي انما برضو الكور اللي جات له اتصرف والجول صعب بصراحه. الجول صعب اللي دخل فيه يعني والجون برضو اللي جه فيه يعني احنا مزيد برضو من الثقه يا شريف ان شاء الله باذن الله في خلال المباراه اللي جايه يعني. الله عليك ان شاء الله ان شاء الله. وعايز برضو اقول ان من احد نجوم المباراه النهارده انا واشكره واللعيبه هي اللي خلته من احد نجوم المباراه بالاحساس واللي خلوه يفكر صح محمد يوسف المدرب. تمام. اسامه هاني احمد بيقول وليد سليمان بلا شك الايجابيه هي عوده الروح للفريق والسلبيه هي قله الخبره واللي بانت في التسرع وما قدرناش نتغلب عليها الا لما نزل وليد سليمان. وليد سليمان طبعا اضاف لكن برضه لازم ندي اللعيبه حقها حتى في الشوط الاولاني. بقول قله الخبرات من السلبيه. الشوط الاولاني انت برضه مسيطر لكن الفاعليه الهجوميه كانت قليله شويه. لما وليد سليمان نزل لا بدات العمليه الكثافه الهجوميه تزيد مع نزول مروان محسن بدات تزيد. ووليد سليمان يعني ما شاء الله ربنا اهم حاجه بس يحميه من الاصابات دي اهم حاجه. لا عايش حاله فنيه كويسه جدا سواء في بطوله افريقيا اللي فاتت سواء في البطوله العربيه بيحرزوا هدف الوصل الاماراتي ما شاء الله هدف مميز جدا. والاهداف حتى اللي كان بيحرزها في البطوله الافريقيه لا اهداف مميزه يعني لعيب كبير عنده خبرات. ونادينا بفتره كبيره ان وليد سليمان كان لازم يكون موجود منتخب لكن يعني مستر اجيري هو عنده يعني رؤيه ان هو عايز يعمل منتخب من لعيبه صغار السن فكنا بالنادي بالكلام دوت. وليد سليمان يعني شال الحرج على الناس كلها هو على انزاله لكن هو ما شاء الله يعني بيعيش حاله فنيه عاليه. نتمنى ان شاء الله ان ربنا اهم حاجه يحميه من الاصابات. تمام. عايز اقول كلمه بس اخيره بعد التعقيب على الاستاذ. يعني من ضمن برضو المكاسب النهارده ان النهارده في ظل المطر ده انت جريت كميه جري غير عاديه. وطبعا كلنا لعيبه كره عارفين الجري في المطر بيبقى فيه مجهود مضاعف بس رجلي بتتقل فانت جريت النهارده كميه جري والحمد لله اللعيبه تخرج يعني مفيش كرمبات مفيش حاجه يعني الحمد لله كويسين فده برضو مكسب يعني. تمام. كابتن شريف تامر محمد بيقول يا كابتن ميدو ليه ما نجيس صالح والدفع بيه وليه ما نديش باسم علي وكمان ليه ما نديش بعض الشباب رمضان طلع كده مع تريزيجيه. هو باسم علي النهارده في الفرقه هو موجود وكان في حاله نقاهه وراجع باذن الله باسم علي. بس احنا عندنا حاجه اسمه ايه هو؟ ده اسمه باسم. باسم احنا عندنا حاجه اسمها اللي تكسبه لعبه دلوقتي مش هقدر العب في رجله ماشيه في الملعب اسمه تامر محمد. تامر حتى لما احمد فتحي يرجع تامر محمد انا مش هقدر ادخل احمد فتحي كده لازم احمد فتحي يبقى داخل 100% سليم جدا ان لو دخلته ورجع اتعور تاني ما اعرفش يبقى انا بفقده للابد يعني ليه؟ احنا عايزين الشكل اللي الناس شغاله والريتم ان احنا نطعم زي ما حصل التطعيم النهارده. النهارده لقيت ميدو جابر واسلام محارب شويه في الاخر ووليد سليمان خرج ودخل تاني ففي عمليه تدوير بتحصل كل اللي نفسك فيه وكل امنيات في الاشكال وفي المراكز وفي وضع النادي وكله كل ما اللعيبه بترجع كلها وبتبقى كلها على يد واحده وسلام انت هتقدر تختار احسن العناصر اللي تقدر تمثلك وتبقى انت وانت بتتفرج حاسس ان خط دفاعك قوي جدا حاسس ان نص ملعبك ابتدى النهارده يبقى في بلي ميكر او اثنين في اثنين ثلاثه بلي ميكر دلوقتي انا بشوفهم الحقيقه. وبعدين يعني حتى احمد الشيخ كمان يا علي دخل في حكايه ان هو ممكن يعمل لك يبتكر هجمه ويعمل بلي ميكر. ف كل حاجه نستنى بس عليها شويه لما المستشفى تشفى. انت النهارده الحمد لله زمالك كباتن خارج يعني هتلاقي بس اجهاد كبير قوي لازم اللعيبه دي تاخد مختص النهارده وتلج وبتاع عشان تجهزها للماتش اللي هو يوم الاحد. انا شايفك عايز تروح الجهاز الفني
انتوا اللي خسرانين مش انا. انا شايف كده. انتوا فاكريني على راس الجهاز الفني، خلي بالك مش كده. الكوره هنا راس ديده وصح. هتبقى مدير فني ولا مدرب عام ولا مدرب ولا لا؟ لا هو عايز انا لا مدير كوره ولا مدير فني ولا مدرب عام. انا خبير مستشار. انا مستشار هناك. مستشار صح. احسس مع اللعيبه، اكلم اللعيبه، اللعيبه بتحبني اقعد معاهم مش عايز حاجه. طب ثانيه واحده بس، والحكايه دي عندك فيها حاله تطوعيه وهجي لك هنا برضه هزهقك. ما انت لا بقى تختار هنا هناك. هناك مفيش فلوس يا ميدو. طلعنا فاصل عشان نجيب البوله بقى نسحب الرجاله. يلا فاصل لغايه لما ارجع لكم بالسلامه من السفر باذن الله. يلا سمير هنطلع فاصل علشان نشوف مين الرجاله اللي كسبت معانا حالا. دلوقتي هنجيب البوله ونختار عشوائيا كده اسمين ان شاء الله. كل ماتش نعمل كده نتفائل يعني بهذه التيشيرتات. فاصل استنونا حالا. حضراتكم من جديد، يعني كنا بنجيب اسماء الناس اللي كسبوا معانا النهارده، الجماهير الاهلاويه الاصيل اللي كسبوا معانا النهارده. خلي الكابتن شريف بقى يسحب اسمه. دول اللي قالوا بقى النتيجه ولا اللي جابوا الاجوان؟ دول قالوا النتيجه والاجوان. والاجوان 2-1 كذا وكذا. فلان وفلان. هات. اشكرك يا كابتن ميدو. اسم بس واحد. النتيجه دي زعلت ناس كتير قوي يا جماعه النهارده. اديني بقى، اديني لا اديني اديك البوله دي واخد دي. النتيجة دي يا اولاد زعلت ناس قوي منا، فلاسفة كتير و... كابتن انت واسامة بقى اختاروا حد. خلاص ده اتفضل. لا لا ماشي كابتن. اعرضها يا كابتن شريف. اللي كسب كريم حسن شحاتة. بجد؟ كريم شحاتة. كريم حسن شحاتة، انا قلت كريم حسن شحاتة. ده خلينا هنا ورينا يا كابتن. كريم شحاتة اهو. يا كريم انت عايز تيشيرت الاهلي ولا ايه؟ يلا. غريبة. اللي كسب الثاني ابو احمد. لا احنا عايزين اسمين بس. اسمين خلاص هو بقى خلاص الثالث انا هديله تيشيرت. خلاص انا قلت ماشي. لا لا طالما انا معلش يا شريف ده ياخد كمان. نقول ماشي علي الشراوي. علي الشراوي من عندي انا. لا هاخد منك تيشيرتين كده. واحد بس. بص معانا الراعي الرسمي للتيشيرتات كابتن شريف. خبير بس ده والنبي يا شريف. علي الشراوي عشان علي الشراوي انا هديله التيشيرت بتاعه دلوقتي. معانا الراعي الرسمي. مبروك يا علي. علي الشرقاوي اهو. تعالى يا سمير. وانت عندك اتنين يعني بتوعك انت. تعالى تعالى. انا ثابت اهو اهو. علي الشرقاوي. التيشيرت علي الشرقاوي وابو احمد. تمام. كريم عايز الشحات. هو كريم شحات. ان شاء الله الزميل احمد رشاد من فريق الاعداد هيتواصل مع جمهورنا اللي فازوا بالتيشيرتات، وان شاء الله اسلمها لكم في اقرب وقت هطلع فيه بعد ما اخلي اللعيبه تمضي لكم عليها ان شاء الله. هخلي اكبر عدد كمان من اللعيبه يمضي لكم عليها ان شاء الله. نعمل كده كل استوديو من باب ان احنا نشارككم في كل حاجه باذن الله. خلاص اتكلمنا في كل حاجه في المباراه كابتن شريف. اتكلمنا في كل حاجه بس في يعني احنا مش اي حد يزعل من اي حد بيتكلم على اي حد في القناه وكلام. من حقه يتكلم زي ما عايز يعني. واحنا من حقنا الحمد لله ان احنا نكسب وقافله تسير زي ما قلنا. بس يعني انا بقول لاخواتنا اللي هم على القنوات الثانيه حكايه، انتوا ما تولعوش في الدنيا يعني. انتوا قاعدين بس عشان تنفخوا فيها نار يا جماعه. ما ينفعش كده. انتوا لعيبه يعني، وكنتوا لعيبه كوره انتوا فاهمين انا عايز اقول لكم يعني. مش هي دي يعني، مش دي اللي هتخليكم تاخدوا دوري ولا تاخدوا كاس ولا تاخدوا اي حاجه. عايزين يعني عايزين الجماهير ترجع وعايزين الرياضه ترجع. فخليكم انتوا سباقين بالمواضيع دي. خليكم لطاف كده وجمال يعني. لا ولما تيجي عايز يعني تعاقب سيد حفيظ او تتكلم سيد حفيظ، شوف الراجل يعني الاحترام اللي بيتكلم بيه. الراجل ما بيطلعش الفاظ خارجه. ما احنا اتكلمنا. الراجل بيحترم الجميع وعارف ان في ناس بتسمعه. فانت النهارده عشان هو الراجل عايز تساؤل وبيسال عليه بيقول لك جاوبوني على التساؤل اللي انا بقوله ده. حد كان اشتكى للراجل ده؟ حد قال له ان الاتحاد مش شايف ولا مش سامع ولا ايه؟ هو بينبه على ايه؟ انا مش فاهم يعني. انا سامع ان في ناس بعتين لي دلوقتي يا كابتن بيقول لك يا اتحاد الكوره خدوا بالكم. مش هو اتحاد الكوره ده ما بيشوفش ولا اتحاد الكوره ده؟ انا مش عارف. هو اتحاد الكوره ما فيش كل الاحداث دي قدامه وكلامه. لو شاف في اي حاجه بيتكلم او بيتكلم او بيحقق او بيعمل اي حاجه. هو انت ليه انت اللي عامل نفسك الزعيم اللي بتقول لي والنبي خدوا بالكم؟ انا بس بلمس. انا عيب كده يعني. ما ينفعش يا جماعه. احنا اكبر من كده كلنا يعني.
يعني كابتن حمادة صدقي النهاردة كابتن حشيش حاول ان هو يقفل دفاعاته تمام. ما ظهرش بقى بالمستوى المطلوب منه كأول مباراة ان هو بيلعب نادي الاهلي يبادل النادي الاهلي، لكن احرز هدف طبعا وحاول ان هو يفضل محافظ على الهدف ده لاخر مباراة، لكن طبعا ما حصلش اللي هو عايزه. يعني مساش برضو ان الكابتن حمادة صدقي لسه جديد على برضو الفرقة، يعني كان شايف الفرقة من مقعد المتفرجين او المشاهدين، دلوقتي بقى مدرب او مدير فني للفريق. اعتقد ان هو عنده مجموعة من اللعيبة كويسة، معملوا النتيجة دي برضو مع النادي الاهلي في ظل النتائج بتاعتهم، فدي برضو حاجة يعني الاداء بتاعهم حاجة كويسة بالنسبة لحمادة صدقي في البداية. ان شاء الله باذن الله يعني مزيد من الانتصارات بالنسبة للجونة مع كابتن حمادة صدقي، هو مدرب كفء وجدير بالمكان يعني. تمام. عايز اقول لكم بسرعة كده مواجهات الدور الثاني للدوري ابطال افريقيا، دول 15 دول 30 فريق صح كده؟ 30 فريق يطلع منهم 15 مع الترجي يطلعوا لدوري المجموعات، الوداد البيضاوي المغربي وديارفا السنغال وشبيبة الثورة الجزائر، شبيبة الثورة الجزائري، اتحاد طنجة المغرب والاسماعيلي والكوتن سبور الكاميرون ومازيمبي وزيسكو يونايتد واورلاندو جنوب افريقيا وافريكان ستارز ناميبيا، الاهلي بنغازي وسان داونز جنوب افريقيا وشباب قسنطينة الجزائر وفايبرز اوغندا، نكنا زامبيا وسيمبا تنزانيا، والاهلي دي اللي احنا ان شاء الله وابا جيفور اثيوبيا، دي الماتش ان شاء الله الاهلي هيلعبه، وستاد مالي واسك دي كوت ديفوار ومهيه كينيا ولوبي ستارز نيجيريا وفيتا كلوب الكونغو وبانتو اليسوتو والافريقي تونس والهلال السودان النصر ليبيا وحوريه كونكاري، ده طبعا كناكري كنا لعبناهم قبل كده غينيا واوتوهو ايه الاسماء الغريبه دي، ده انا بتكلم ياباني وبلاتينيوم زيمبابوي. دول 30 فريق هيطلع منهم 15 ان شاء الله يكون طبعا اكيد منهم النادي الاهلي الكبير، هيضاف ليهم الترجي كحامل اللقب علشان يبقوا 16 فريق يلعبوا دوري النهارده. المفاجاه المجموعات النهارده المفاجاه حصلت خروج اول اغسطس النهارده تمام، خروج اول اغسطس اللي لعب المباراه قبل النهائي امام الترجي التونسي النهارده خرج من دور تمام الوسط. وطبعا الاسماعيلي طبعا احنا قلنا القطن الكاميروني والاهلي ان شاء الله ابي جيفار اثيوبيا، دول ماتشين رايح جاي، وطبعا عارفين طبعا نادي الزمالك في الكونفدراليه قابل برضو قطن، برضو قطن تشاد. الاسماء اتغيرت لا صعب قوي الاسم ده بصراحه. المصري هيلاعب فريق بوركينا فاسو، بس اسمه ايه؟ اسمه ايه تاني قولوا لي يا جماعه؟ يا حشيش سليماكا، الفرقه اتغيرت سليماكا فرقه قويه والاسماء العتيده القديمه ده مازيمبي ده هيلاعب زيسكو يونايتد، دول ماتشين جامدين ماتش جامد جدا. كنا بنتكلم على الكابتن حماده. اتفضل يا كابتن. طبعا يعني بدايه يعني موفقه لحماده، يعني شايف ان الفرقه عامل شكل كويس للفريق، بتقدم على النادي الاهلي في البدايه، صحيح خسر المباراة انما يعني اعتقد ان عمل شكل للفريق، لاعب ناس ما كانتش موجودة ابتدت تلعب. اعتقد ان الفترة الجاية يعني حمادة برضو غريب عن الفريق، لسه اول مباراة ليه كان في مقعد المتفرجين زيه زينا، دلوقتي مسك الفرقة، اعتقد ان بخبرات حمادة هيقدر ان شاء الله يعني يعدي الفترة اللي جاية فرقة الجونة، يعني ان شاء الله لان هي فيها عناصر الحياة مميزة. يعني بشكرك شكرا جزيلا كابتن حشيش، شكرا ميدو، مش هتلخبط في الاسم ده، مش هتلخبط في الاسم ده، مع انه حلو انا ممكن كل مره اقول لك كده في الاول. كابتن اسامه الف مبروك وبشكرك شكرا جزيلا. الله يبارك فيك يا كابتن ميدو. كابتن شريف الف مبروك، وطبعا وجودك قيمه بنفتخر بيك بجد، انا بتكلم بجد، قيمه كبيره جدا بنفتخر بيها وبنستفيد من خبراتك. انا مسافر. لا ما تهزرش، بعد كده عايز ارجع الاقيكم بتلعبوا بنفس الخطه. ما تهزرش. الخبير بعد كده اللقب بتاعه الخبير، الخبير الكروي. ايوه هو قال لك عايز ابقى خبير. ودي حقيقه والله، دي حقيقه تستحق والله تستحق. بس انا شايف حاجه من بره لازم اخواتي ياخدوا بيها، لان هم نفس اللعيبه الحقيقه، وهم نفس المدربين، وهم واحنا كلنا بنكمل بعض يعني. الف مبروك يا كابتن. الف مبروك كابتن، وسعيد دايما معاك ومع الكباتن، ربنا يخليك يا رب، وكل لاعبي النادي الاهلي باذن الله موفقين ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا. هنطلع فاصل عشان نستقبل حكمنا الدوري السابق كابتن احمد عوده للكلام والحديث عن الحالات التحكيميه في هذه المباراه الاهلي و
ومين يا كابتن؟ هو الجون. اهلي وكلاعب. يلا.